in which energy is spread equal to mass multiplied with the square of the velocity of light. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ النهارده باذن الله هعمل لكم ريفيجن على تشابتر 1 كله، خلاص ريفيجن قويه، هنحل مع بعضنا بينا وبين بعض كده 130 سؤال وهشرح لك التشابتر كله. بس يعني خليني برضه اقول لك حاجه، يعني انا مش هشرح لك اكيد بتفاصيل التفاصيل، ده ريفيجن، انا هعدي معاك على كل جزء في المنهج اقول لك حتى الجزء ده فيه ايه. سيادتك لو لقيت فيه جزء انت مش فاهمه او عايز تعرف تفاصيل اكتر طبعا ترجع لفيديو الشرح. تعالوا بقى نبتدي كده مع بعضنا Chapter 1 Revision. أنا مقسم لك الشرح على 15 نقطة أو 15 سلايد، وفي بارتس تاخد مننا وقت شوية وفي بارتس هتبقى سريعة. أول بارت عندنا مثلا أفكرك إيه الـ Classification of Materials عندنا يا جماعة؟ ثلاث أنواع Materials: Conductors, Insulators، وفي النص ما بينهم في مين؟ في سيمي كوندكتورز. طيب هكتب لك حاجة صغيرة، هو الكوندكتورز دي ماتيريالز يا جماعه بتمشي الكتريستي حلو، بتمشي الكتريك كارنت عالي، خلاص كده. طيب الكوندكتورز عندها اكسس اوف فري الكترونز، بمعنى عندها في الاوتر شيل 1 او 2 او 3 فري الكترونز. طيب يبقى يا جماعه الكوندكتورز اي كابر اي الومنيوم اي جولد اي سيلفر خلاص بيمشي جواه الكتريك كارنت بشكل كويس، بيكوندكت الكتريستي بشكل كويس. طيب الوحش جدا عندنا الانسيوليتر، الانسيوليترز مش بتمشي كهرباء خالص او الكتريك كارنت خالص. جبت لك سؤال في الكويز وضحكت عليك، قلت لك وودن رود، واديت لك الريزيستنس بتاعته، واديت لك البطاريه، واديت لك حاجات كتير. يا جدعان وودن رود ما يمشيش فيها الكتريك كارنت. يبقى لو جالك سؤال بيبتدي بوودن رود او رابر او سلفر، دي الانسيوليترز. وود يعني خشب، ده انسيوليتر ما يمشيش فيه كارنت، ما تكملش قرايه السؤال واختار ان الالكتريك كارنت بكام؟ بزيرو. طيب ما بين الكوندكتورز الحلوه اخضر اهي بتمشي الكتريك كارنت، وما بين الانسيوليترز بص because of the absence of free electrons، هنا يا جماعه الانسيوليترز ما عندهاش فري الكترونز، او خلينا نقول كلام دقيق علميا شبه معدمه، مفيش حاجه في الدنيا اسمها بيرفكت كوندكتور او بيرفكت انسيوليتر، في حاجه اسمها الانسيوليترز يعتبر عندها شبه زيرو الكترونز او زيرو فري الكترونز. طيب بينهم عندي حاجه اسمها السيمي كوندكتور. طب مين يا جماعه السيمي كوندكتور؟ هو بجد الكوندكتيفيتي بتاعته ولا هي عاليه قوي زي الكوندكتور ولا هي ميته خالص زي الانسيوليتر؟ لا مش بالمنظر ده، هو عليه تشابتر كامل هنتكلم عنه بالتفصيل، بس بشكل مبدئي السيمي كوندكتور ات زيرو كلفن بيبقى انسيوليتر، بيبقى ما بيمشيش كهرباء، بس احنا بنظبط له شويه حاجات، بنشغله ات روم تمبرتشر زي موبايل سيادتك دلوقتي هي درجه حراره الاوضه 0 كلفن؟ لا طبعا. يبقى ات روم تمبرتشر ما بيشتغلش على انه انسيوليتر، لا بيبتدي يقرب شويه من الكوندكتور، واحنا مش بنسيب السيمي كوندكتور لوحده، بنعدل له شويه تعديلات، بنحط له فوسفورس وبورن، وبنظبط له شويه حاجات بنخليه شبه مين يا جماعه؟ شبه الكوندكتورز. طيب يبقى ده كده بارت 1 خلصت عندنا، ايه هي الانواع بتاعت الماتيريالز؟ الكوندكتور دايما عنده في الاوتر شيل 1 او 2 او 3 فري الكترونز، السيمي كوندكتور عندها 4 الكترونز، الانسيوليترز جريتر ذان 4 الكترونز يعني 5 او 6 او 7. السؤال اللي يجي لك هنا في الامتحان يقول لك هل ال 4 ابرك من ال 1 او 2 او 3؟ يعني هل الماتيريال اللي يبقى عندها نيوكليوس هنا كده حواليها energy levels في الاوتر موست شيل فيها 4 الكترونز ده يبقى سيمي كوندكتور يا جماعه؟ هل دي احسن من الكوندكتور مثلا؟ هل وجود 4 الكترونز تمشي كارنت احسن من ال 1 او 2 او 3؟ لا، هنا محتاج ترجع لفيديو الشرح هتلاقيني شارحها بالتفصيل. يا جماعه دول 1 او 2 او 3 الكترونز بس ارتباطهم بنيوكليوس ضعيف، فعشان كده بنسميهم فري الكترونز. خلاص؟ يبقى يا جماعه ده كوندكتور عنده في الاوتر موست شيل 1 او 2 او 3 الكترونز، فعلا كل ما عدد الفري الكترونز زاد من 1 ل 2 ل 3 كل ما كان كوندكتور احسن. طب 4 الكترونز هم الكترونز بس مش فري، وجود 4 الكترونز زي ما ترجع لفيديو الشرح مرتبطين مع النيوكليوس بشكل قوي، مكونين حاجه اسمها كوفيلنت بوند قويه بتخليهم مش فري، بتخليهم ما يعملوش الكتريك كارنت. طب وجود 5 او 6 او 7 ما تفرحش بيهم، دول مش فري، 5 او 6 او 7 الكترونز ارتباطهم بالنيوكليوس قوي، صعب ان هم يسيبوا النيوكليوس ويتحركوا ويمشوا لي الكتريك كارنت. يبقى يا جماعه ده سؤال ممكن يجي لك يقول لك
4 5 الكترونز ولا 4 الكترونز في الاوتر موست شيل ولا 3 الكترونز، انهي احسن للالكتريك كارنت؟ طبعا 3 الكترونز احسن للالكتريك كارنت. دول يا جماعه كوندكتورز، ده سيمي ده انسيوليتر. طيب هنا بروبلم 1 مدي لك 3 ماتيريالز، ماتيريال A وB وC، وكل واحدة فيهم مدي لك الريزستيفيتي بتاعتها. هنفهم بالتفصيل ايه هي الريزستيفيتي، افكرك بيها بس بشكل بسيط. بصوا يا جماعة، فين الرقم القليل جدا؟ طبعا ده ال 10 باور نيجاتيف 8، ده ريزستيفيتي قليلة. ريزستيفيتي قليلة يعني بنرزل على الالكترونز رزالة قليلة، يعني الكارنت عالي. مين يا جماعة اللي بيمشي كارنت عالي؟ ده الكوندكتورز. مين يا جماعة الرقم الوسطاني اللي ما بينهم؟ يعني ده أقل رقم بنعرفه من الباور، ده أكبر رقم، استنى أكبر ريزستيفيتي، أكبر رزالة. مين يا جماعة عنده ريزستيفيتي كبيرة ما يمشيش كارنت خالص؟ مين ده؟ انسيوليتر. طيب مين اللي ما بينهم هما الاثنين؟ ولا هو عالي قوي ولا هو قليل قوي، حاجة في النص، يبقى أكيد ده مين؟ سيمي كوندكتور. فبيسأل سيادتك ماتيريال إيه ممكن تبقى مين؟ كوندكتور. ماتيريال بي ممكن يبقى سيمي، ماتيريال سي اللي هنا دي كده ممكن تكون او في الاغلب هي انسيوليتر. ده كده بروبلم تانية ممكن تجيلك على الجزئيه دي غيره. بارت 2 الكتريك كارنت، تعال افكرك سريعا بالالكتريك كارنت. بص يا سيدي، هو الفلو او الريت اوف فلو اوف تشارجز ثرو كوندكتور. حلو، علشان كده وودن واير يعني انسيوليتر ما يمشيش فيها الكتريك كارنت، الكارنت اللي فيها بكام؟ بزيرو. طيب بندرس الكوندكتورز بس ومركزين عليه. طيب يا جماعه هي الكوندكتورز بيمشي جواها مين؟ الكترونز. عندك النيوكليوس، ركز في الكلمه اللي هقولها لك، النيوكليوس دايما هي الاعداء، الاتومز او النيوكليوس تقيله ما بتتحركش، اوكي؟ امال مين اللي بيتحرك؟ الفري الكترونز اللي بالنيجاتيف. يبقى الالكتريك كارنت هو الفلو of free electrons جوه الكوندكتورز. طيب بنعبر عن الالكتريك كارنت بالقانون ده، I بتساوي Q على T، I بالامبير، Q بالكولم، T بالسكند. طيب Q يا جماعة هي مين؟ مين قلنا اللي بيمشي الالكتريك كارنت جوه الكوندكتورز؟ الالكترونز. يبقى Q هي الكوانتيتي اوف تشارجز، او بمعنى تاني هي عدد الالكترونز multiplied by the charge of a single electron. يبقى Q بتساوي N في التشارج بتاعت السنجل الكترون اللي هي كهربة الالكترون الواحد اللي هي 1.6 × 10⁻¹. طيب هدي لك فكرة على القانون ده دلوقتي حالا، خلي بالك. تعالى دلوقتي ادي لك شوية تريكس مبدئيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة عندنا شباب، امتى الاي يساوي الكيو؟ ده بيحصل، ركز كده معايا، قلناها قبل كده، لما يبقى التايم بكام؟ 1، ساعتها اي بتساوي كيو مباشرة. يبقى اي بتساوي كيو during 1 second at t equal كام؟ at t equal 1. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه عندنا، بدل i equal q على t ممكن نكتبها، بص كده معايا، لو ادالك في مساله قال لك عندي 1 column 2 column 3 column، مش قصتنا، عندي 1 column بتلف في دايره. طيب شباب، هو انا لو جيت اقف واحط ايدي هنا كده مثلا واحط ايديا بالمنظر ده، ايه اللي هيحصل؟ هيخبط ايدي ال1 كولم، يلف ويرجع يخبط ايدي تاني، يلف ويخبط ايدي تالت، يعني في فلو اوف تشارجز. طيب ما دام في فلو اوف تشارجز يبقى ال1 كولم ده يعمل لك الكتريك كارنت. طيب بيدي لك في السؤال ده عاده، ركز، بيدي لك الفريكوانسي، يعني ايه؟ يقول لك مثلا ال1 كولم ده عنده فريكوانسي 2 هرتز، يعني بيلف 2 سايكلز في الثانيه الواحده. طب يا جماعة لما يديلك فريكوانسي بجيب منها على طول مين؟ ابن عمها، بجيب منها البريودك تايم. يبقى البريودك تايم 1 over f دايما. ركز بقى معايا، البريودك تايم اللي هو t capital اقدر اعوض بيه بدل t small، مفيش اي مشكلة خالص. يبقى سؤال زي ده لما بيديني فريكوانسي بجيب منها البريودك تايم t capital اللي هي مين؟ t small. طيب واحد هنا يقول لي انا مش فاهمها قوي. طيب هفكرك بيها. بص يا سيدي، يعني ايه electric current؟ يعني بشوف الكوانتيتي اوف تشارجز اللي بتخبط ايدي، خلاص في حاله زي دي هشوفها هتخبط ايدي امتى تاني. بمعنى تو كولم خبطوا ايديا، هيجوا لي امتى تاني يا جماعه؟ ها هيجوا لي كمان لفه، كمان بيريودك تايم. يبقى معدل التشارجز او الالكتريك كارنت ان في كيو 1 كولم اهي بتخبط ايدك كل كام ثانيه، كل تايم قد ايه؟ كل بيريودك تايم، كل لفه تو كولم تلف وترجع تخبطك، تلف وترجع
تخبطك. يبقى دي كده تاني تريك عندنا. طب ركز معايا، احيانا يدي لك مين؟ يدي لك the speed ويدي لك الراديوس. طيب في الحاله دي ركز معايا يا شباب، ادالك السبيد بتاعت التشارج وادالك الراديوس بتاع السيركلر باث. طيب تعالى نعمل حركه بسيطه، هو مش اي بتساوي كيو على تي؟ طيب من ثالثه اعدادي ذا سبيد هي الديستنس على التايم، يبقى التايم اللي انا عايز احطه هنا بيساوي كام؟ لو السبيد هي الديستنس على التايم يبقى التايم هو الديستنس على السبيد، فانا هشيل التايم ده واحط بداله ديستنس اوفر سبيد. الكلام صعب كده؟ انا استفدت من السبيد اللي مديهاني. طب احط ديستنس قد ايه بالظبط؟ تعال اقول لك. بص مش انا لسه قايل لك تي سمول هي نفسها تي كابيتال؟ طيب تي كابيتال هي التايم اللي بعمل فيه لفه كامله. طيب هو التي كابيتال دي اللفه الكامله بمشي فيها ديستنس قد ايه بالظبط؟ بمشي فيها سيركمفرنس. يبقى انا هنا عايز احط بدل تي سمول تي كابيتال، وتي كابيتال عايز احط بدلها ديستنس اوفر سبيد، واحط انهي ديستنس اللي بعملها في اللفه الكامله اللي هي كام؟ سيركمفرنس. فبنكتب هنا 2 باي ار، اعرف اطلع الفي فوق يبقى الاي بيساوي كيو طلع لها الفي جنبها على 2 باي ار. دي كده تريك كمان يا اخوانا. طب تعالى ادي لك كمان حاجه افكرك بيها. بص يا سيدي، الكونفنشنال والاكتوال دايركشن اوف كارنت. كونفنشنال ده العرف والاتفاق واللي ماشيين بيه منهجنا. بص الالكتريك كارنت بيطلع من البوزيتيف تيرمينال بتاع الباتري وبيلف ويدخل تاني في مين؟ في النيجاتيف تيرمينال اوف ذا باتري. اما الاكتوال كارنت مركز على الالكترونز، اكتشفوا ان الالكترونز عكس اللي احنا كنا فاهمينه، فالالكترونز هنا حركه الالكترونز عكس تماما حركه الالكتريك كارنت المتفق عليه. يبقى انا شغال بالكونفنشنال كارنت فاهمه كويس قوي، الاكتوال فاهم انه عكس الكونفنشنال، فاهم ان هو عكس كل حاجه بتحصل هنا. طيب يجي يسالك هنا ايا كان شكل السؤال، بص يا سيدي يقول لك الكارنت بيمشي جوه الكوندكتور منين لفين؟ هو فين الكوندكتور هنا؟ الكوندكتور هو الواير، يبقى ادي هنا كده عندنا ده الكوندكتور اهو. يجي يسالك الكارنت بيمشي منين لفين؟ بص واكتبها ورايا، بيمشي من البوزيتيف تيرمينال يلف يلف ويرجع لمين؟ للنيجاتيف تيرمينال. طب يغير صيغه السؤال يقول لك طب جوه الباتري الكارنت بيمشي ازاي؟ ركز بيقول لك ايه واكتبها ورايا. جوه الباتري بص شايف الكارنت ده بيتحرك تاتا تاتا من النيجاتيف يقعد يمشي يمشي لغايه البوزيتيف، يبقى انسايد ذا باتري من النيجاتيف للبوزيتيف، اما انسايد ذا كوندكتور من البوزيتيف لغايه النيجاتيف. فهمت الكونفنشنال؟ الاكتوال مش هشرحه لك، الاكتوال عكسه تماما، كل حاجه انا لسه قايلها لك عكسها بالظبط بيحصل هنا في الاكتوال دايركشن. طيب يبقى انا كده قلت لك اي بتساوي كيو على تي، قلت لك امتى الاي بتساوي الكيو بس، قلت لك هنا امتى احط تي سمول احط بدلها تي كابيتال او احط بدلها بالمنظر ده 2 باي ار على في. تعال اقول لك حاجه ثانيه، تخيل معايا كده مثلا، يعني انا بكتبها لك هنا عشان هنحتاجها كتير. لو الاي كيو على تي يبقى الكيو بتساوي كام؟ اي في تي. طيب لما يجي لك سلوب او يجي لك سوري جراف بالمنظر ده كده اي و تي، خلاص يا شباب طالب من سيادتك الكيو، هو هنا كيو هجيبها ازاي من جراف زي ده؟ ركز كده، سي الجراف يا سيدي عامل كده مثلا، خلاص او عامل كده خلاص اهو، هنا كاتب لك مثلا هنا 5 امبير وهنا كاتب لك 10 سكندز. لما يجي يقول لي سيادتك هات لي الكوانتيتي اوف تشارجز during 10 seconds او from time 0 to time 10، سيادتك عايز تقول ايه؟ والله الاي كان ب 5 والتي ب 10 فانا هضرب اي في تي، هضرب 5 في 10. واخد بالك انت بتعمل ايه؟ انت بتضرب 5 في 10 اكنك بتضرب واي في اكس، اكنك بتحسب اريا اوف ريكتانجل اهي. يبقى يا جماعه دايما في جراف الاي والتي الكيو هي مين يا جماعه؟ دايما هي الاريا اندر ذا كيرف. الكلام صعب؟ أو ما يجي لك جراف اي وتي ويقول لك هات لي كيو احسب اريا، خلصنا على طول. طيب ده كده تريك كمان، تعالى ناخد حاجة تانية. لما يجي يقول لسيادتك مثلا عايزك ترسم جراف اي مع أي حد في الدنيا، اي مع التايم، اي مع الاي، اي مع الكيو، مع أي حاجة،
شباب الاي is constant، الالكترون ربنا خلقه عنده charge constant 1.6 في 10 power negative 19. فلما يقول لك ارسم لي الاي، الاي is a constant ثابته عند 1.6 في 10 power negative 19. لو اي حاجه تتغير في الدنيا الاي بتفضل مالها يا جماعه؟ بتفضل constant. طيب ادي لك حاجه اخيره. بص شباب، زي ما الكوانتيتي اوف تشارجز هي عدد الالكترونز في التشارج اوف ا سنجل الكترون، تعال ازود لك حاجه اخيره شبه ده شويه. طيب انا لو عندي مالتيبل الكترونز حطيتهم على ميزان، الالكترون الواحد يوزن 5 كيلو. طبعا ما فيش الكترون 5 كيلو على حاجه، اوكي، بس فرضا الالكترون الواحد يوزن 5 كيلو، يبقى يا جماعه لو في 4 الكترونز يوزنوا كام؟ فكر فيها كده، يوزنوا 4 مالتيبلايد باي كام؟ باي 5. تعال نالف قانون. يلا الماس of all electrons ممكن اكتبها لك تحت هنا كده، خلاص اهي خليها هنا احسن، ركز معايا. الماس of all electrons، الماس بتاع كل دول هو الماس of the single one اهي multiplied by عددهم، multiplied by عدد الالكترونز اللي سمينا مين مع بعض، اللي سميناه ان مع بعضنا اهي. يبقى انا هنا عملت لسيادتك اهو كل افكار الالكتريك كارنت. طبعا في الفيزيكس مفيش حاجه اسمها كل الافكار، بس يعني حبه افكار حلوه تنفع سيادتك في المسائل. ده كده يا جماعه الالكتريك كارنت، الجرافات بتاعت الكارنت. سريعا كده ممكن يجي لسيادتك جراف عامل كده، ده الجراف الاساسي عندنا كيو مع تي، والله كيو مع تي بالمنظر ده مثلا. يبقى السلوب يا جماعه هو مين؟ فكر كده، السلوب هو الحاجه اللي على الواي اهي ديفايدد الحاجه اللي على الاكس اهي، يبقى السلوب كيو على تي. مين الكيو على تي؟ ده الاي. يبقى الجرافيك كيو مع التي دايما بجيب منه الاي. طيب ده كده حاجه. حاجه ثانيه، لو ادى لسيادتك كيو مع تي بالمنظر ده، هنا يا جماعه السلوب هو الاي، بس واخد بالك السلوب بكام؟ اي لاين في الدنيا هوريزونتال ما عندوش سلوب. سلوب يعني ميل، سلوب يعني احط كوره هنا واستناها تتحرك. طب لو لاين هوريزونتال بالمنظر ده حطيت كوره عمرها ما هتتحرك، يبقى هنا السلوب اللي هو الاي بكام؟ بزيرو. طيب ادي كده حركه. طب تعالى ادي لك شكل جراف تاني. بص كده معايا، لو اديت لك جراف عامل كده مثلا، يعني كيو مع تي بالمنظر ده، ده بنسميه increasing slope. طب تعالى بقى ركز معاك على الحته دي في الماث كويس قوي. بص يا سيدي يا شباب، حته ماث سريعه كده، لو انت عندك جراف بالمنظر ده، ادي واي وادي اكس، ورسمت لك مثلا لاين عامل كده. شباب امتى اقول ان اللاين ده عنده سلوب عالي او سلوب قليل؟ بص اي حاجه قريبه من كونها هوريزونتال بيبقى عندها سلوب زيرو. اي حاجه على الواي اكسس او فيرتيكال بالمنظر ده كده بيبقى عندها سلوب انفينيتي. يبقى لو ادى سيادتك تو لاينز عاملين كده، لاين اكس او لاين 1 ولاين 2، مين فيهم عنده سلوب اعلى؟ بص اللي قريب من الاكس اكسس اللي هو 1 شبه السلوب بتاعه قليل، طب اللي قريب من الواي اكسس عنده سلوب ايه؟ دي مش ايه طبعا، ده انفينيتي. ها ده عنده سلوب ايه؟ عالي. يبقى بالمنظر ده مين عنده سلوب اعلى يا جماعه؟ لاين رقم 2. طيب بس السلوب هنا كونستنت، اي لاين في الدنيا عنده سلوب كونستنت. طب فكر كده معايا، لو انا عندي رسمه بالمنظر ده كده، خلاص كيو مع تي بالمنظر ده، احنا قلنا هنا السلوب كونستنت ده لاين. طب لو السلوب كونستنت يبقى الاي كونستنت، يبقى لو قال لك ارسم الاي ترسم الاي بالشكل ده. لو الاي مع التي قال لك ارسمها، الاي هي السلوب هي كونستنت اهي، ادي الرسمه بتاعت الاي ستريت لاين كونستنت بالمنظر ده. طيب هنا لو قال لك ارسم لي الاي، مين الاي يا اخوانا؟ هي السلوب. طيب السلوب هنا انكريزنج ولا ديكريزنج؟ بص تعال ارسمها لك بالالوان. السلوب هي الميل، هقسم هنا كده ستريت لاين، تعالى بلون تاني كمان لاين يا سيدي من هنا لهنا كده، يا رب تكون الالوان باينه، بس هنا كمان لاين بالمنظر ده كده، وهنا كمان لاين بلون تاني مثلا بالازرق بالمنظر ده كده. شباب السلوب هي الميل، اي حاجه كده عندها سلوب زيرو، اي حاجه كده عندها سلوب عالي. بص في البدايه هنا الكيرف ده كان عامل كده، كان عنده سلوب عالي. بص ايه اللي حصل بعدها؟ السلوب بقى كده قل شويه،
قل شويه في الاخر خالص السلوب بقى عامل ازاي؟ بقى زيرو. يبقى السلوب بدا عالي وابتدى مع الوقت يحصل له ايه؟ يقل لغايه الزيرو، بنسميها decreasing slope. السلوب ابتدى عالي وابتدى يقل مع الوقت لغايه كده. يبقى هنا decreasing slope، ومين هو السلوب؟ هو الاي. يبقى decreasing slope هي نفسها بالظبط مين؟ decreasing i. يبقى يا جماعه الاي از decreasing، خلاص اهي the slope is decreasing، اذا الاي از decreasing. طيب فكر كده معايا، ارسمه ازاي ده؟ اهو يا عم الاي بادئ ب 10 امبير مثلا، ادي الاي اهو كان ب 10 امبير، اصبح كمان شويه كمان 1 سكند اصبح مثلا ب 9، بعدها اصبح ب 8 وهكذا 7 6 لغايه الزيرو. يبقى الاي بدا عالي وابتدى يقل 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 بالشكل ده. خلاص يا اخوانا، يبقى رسمه زي دي كيو مع تي ارسم لها اي، ادي رسمه الاي بتاعها، بادئ عالي ب 10 كمان سن كمان ثانيه بقى ب 9 بعدها بقى ب 8 بقى ب 7 في الاخر خالص بقى بكام اهو؟ بقى بزيرو. يبقى ادي رسمه الاي في الرسمه دي، وادي رسمه الاي في حاجه زي كده. يلعب معاك لعبه كمان، بص يا سيدي عندك هنا جراف كمان اهو بالمنظر ده، يجي يرسم لك ان مع التايم. الله شباب، هو مين الان ده؟ ركز كده معايا، الان شفناه فين؟ شفناه في القانون بتاع الكيو. بص انا هعمل هنا حركه بسيطه قوي، هاجي احسب السلوب، هنقول مع بعض the slope equals الحاجه اللي على الواي ديفايدد الحاجه اللي على الاكس، يبقى السلوب بيساوي ان على تي. طيب شباب هنلعب لعبه بسيطه قوي كده، هي الان بتساوي كام؟ ركز، مش احنا اكتبها لك فوق اهو، قلنا الكيو بتساوي ان ايه؟ يبقى يا عم الان بتساوي كام؟ كيو على اي اهي، يبقى كيو على اي وكمان تايم. مين الكيو على التايم؟ ده الالكتريك كارنت. اذا ذا سلوب بيساوي اي على اي. الكلام صعب، شلت الكيو على التايم حطيت بدلها اي. طيب بص كده على الرسمه كماث مش كفيزكس، يعني كفيزكس انا فهمت ان السلوب بيساوي اي على اي، طب كماث هل السلوب ديكريزنج ولا السلوب مثلا انكريزنج ولا السلوب ماله؟ كونستنت. السلوب اللي هو بتروح مقسم كده كذا لاين، لقيتهم كلهم نسخه من بعض، كلهم عاملين كده، مفيش واحد كده وكده كده، مفيش، يبقى السلوب ماله؟ كونستنت. يبقى اي على اي بتساوي كونستنت. طيب ركز بقى معايا، طب ما الاي هو كمان ايه يا جماعه؟ كونستنت. يبقى اي على كونستنت بيساوي كونستنت، صح الكلام؟ يبقى الاي هو كمان ماله؟ كونستنت. يبقى الاي لو اترسم لازم يكون رسمته كونستنت بالمنظر ده كده اهي. لو الاي مثلا مع التايم الاي از كونستنت. تاني ان مع تي، مين الان؟ شفتها فين؟ شفتها هنا. فانا بحسب السلوب قلت ان على تي، رحت شايل الان خالص حطيت بدلها كيو على اي، رحت شايل الكيو على تي حطيت بدلها الكتريك كارنت، وصلت ان اي على اي هي السلوب، وباين قوي هنا ان السلوب از كونستنت، خلاص بقت باينه ان الاي هو كمان از كونستنت. طيب غيره، تعال ناخد بروبلم كده مع بعضنا، هنا هنحتاج بقى كالكليتر، استنى يا سيدي. طيب هنا ده الكالكليتر بتاعي يا اخوانا اهو اهو. Beam of electrons traveling at constant rate. الريت أو الفلو ريت اللي هو الكرنت constant. طيب. Through straight path within a month 30 days. إيه ده؟ ده time. Providing a mass of 0.1 gram. ده mass. Knowing that the mass of each electron is 9.1 في 10 power negative 31. ده الماس بتاع each electron. Calculate the current intensity. يا جدعان ما تسرحش، انا معايا كام جيفن؟ معايا التايم بس بالدايز. طب هو اليوم، ركز واحده واحده، اليوم 24 ساعه والساعه 60 دقيقه والدقيقه 60 ثانيه، يبقى انا كده جبت التايم ان سكندز. ايه تاني؟ انا معايا التوتال ماس بتاع الالكترونز، بتاع البيم اوف الكترونز، مجموعه الالكترونز او شعاع الالكترونز، ومعايا الماس اوف ذا سنجل الكترون. تيجي نالف قانون، تيجي نخترع قانون. بص يا سيدي، ادي الميزان اللي اتفقنا عليه اهو، خلاص. لو الميزان ده الماس بتاع الكره الواحده 3 كيلو وفيه اربع كور،
يبقى الميزان هيقرا total mass بكام؟ ال total mass هو ال mass of each of them multiplied by number. صح الكلام؟ 3 كيلو في 4 كور، 3 كيلو في عدد 4 كور تجيب التوتال ماس. طب ما تمشي الكلام ده على الالكترونز. هقول التوتال ماس بتاع الالكترونز 0.1 جرام. بس الجرام مش بنحبه، بنحوله كيلو جرام. ازاي؟ بنحول بنضرب في 10 باور نيجاتيف 3. ده كده الماس بتاع الالكترونز كلها. خلاص طيب. بتساوي الماس اوف ايتش الكترون اهي 9.1 في 10 باور نيجاتيف 31 multiplied by ال n عدد الالكترونز. هحل من هنا هجيب ال n. خلصنا. طب انا معايا ال n، استنى بقى تعال نفهم ايه اللي بيحصل. ما هي ال n توصلني للكيو، فانا معايا الكيو ومعايا ال t اعرف احسب الكرنت. طب يلا نحسب الكرنت على طول من مره واحده. بص يا سيدي، هنا احسن طريقه حل بتكتب القانون i بتساوي q على t، تفك الكيو وتحط لي بدلها ان في اي. طيب تعال نعمل حركه كمان. مين هي الان؟ انا ممكن احسبها من هنا، ممكن احسبها بالارقام، وممكن اعمل تكه زياده. ان بتساوي التوتال ماس ديفايدد الماس اوف ايتش. اهي يا جماعه، اسيب مكانها كده فاضي خلاص، واقول ان هحط بدلها التوتال ماس اهو divided the mass of each، وكمان في تايم تحت. وصل لك؟ طب انا ليه بعمل كده؟ علشان من مره واحده افتح الكالكليتر مره واحده الماس التوتال ماس ب 0.1 جرام اهو. الاي بكام يا جماعه؟ 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19. الماس اوف ايتش الكترون 9.1 في 10 باور نيجاتيف 31. التايم يا نهار ابيض 30 في 24 في 60 في 60. احسب شوف الاي تطلع معاك بكام. تعال نحسبها مع اني كسول قوي في الحاجات دي. 0.1 في 0.001 في 1.6 divided 9.1 divided 30 divided 24 divided 60. جريني يا عم لو زهقان divided 60 كمان. تطلع 6.78 في شوية رغي. انا مش شايف 6.78 غير تانية واحدة، يبقى هي اللي صح. خلاص يا جماعة اللي بعده. Problem 3. سؤال غلبان للطالب الغلبان. أنهي رسمة من دول صح؟ I وحركة الإلكترونز. تعال نفكر. هل الأي ده صح؟ ماشي من النيجاتيف للبوزيتيف؟ غلط. هل الأي ده صح؟ ما هو هو. غلط. هل الأي ده كده صح؟ آه الأي ده كده صح. طب هل الإي عكس الأي؟ آه الإي عكس الأي. حركة الإلكترونز عكس الأي. الكونفنشنال كارنت اللي مركز على الاي والاكتوال كارنت اللي بيتكلم عن حركه الالكترونز، فعلا الاثنين دول عكس بعض، تبقى الاجابه سي. كمان واحده. جراف اي مع تي وطالب منك بص ذا توتال كوانتيتي اوف تشارجز ثرو 14 سكندز. كلام عيال صغيره. ده اي مع تي، احسب منه مين يا جماعه؟ احسب الكيو ازاي؟ هل هي سلوب؟ لا، الكيو هي الاريا. بمعنى هقول ان الكيو بتساوي الاريا، ركز بقى الحته دي كده، ده مثلث عنده بيس ب 4 هايت ب 12، يبقى الجزء ده من الاريا هاف البيس في الهايت هاف ال 4 في ال 12 بلس ده ريكتانجل من 4 ل 10 يعني 6 والهايت ب 12 يبقى اللينث في الويث 6 في 12 بلس ده تريانجل البيس بتاعه ب 4 من 10 ل 14 ب 4 والهايت ب 12 يبقى الاريا بتاعته هاف البيس في الهايت هاف 4 في 12. كم يا اخوانا؟ عندك 2 في 12 ب 24 اهي، وعندك هنا اختها كمان 24 ادي 48 48 وعندك كمان 48 ادي كده عندك 96 و 24 يبقى الاجابه 120 يا جماعه. كولوم اهي. خلصنا اللي بعده. سؤال كمان مدي لك الكيو والتي وعايز الاي. لا ده مديك الاي ب 1 امبير. طب يا جماعه ركزوا معايا، هو الاي اللي ب 1 امبير ايه علاقته بالجراف؟ بيساوي سلوب، يعني الاي بيساوي تان ثيتا. شيفت تان يبقى الثيتا بكام يا جماعه؟ ها؟ ب 45. اعمل شيفت تان لل 1 هات لي الثيتا. اللي بعده.
quantity of a charge passing through conductor. طب يا سيدي شكرا. Within certain interval of time. أنهي جملة من دول is a proper value for Q؟ أنت فاهم يعني إيه سؤال من غير ولا given؟ أنهي إجابة من دول تصلح ممكن تكون صح؟ طيب شباب أنا ما عنديش givens خالص وبيسألك عن الـ Q، هنفكر إزاي؟ بص هنفكر بحركة بدائية جدا. بص يا سيدي ده Q صح؟ هطبق القانون ده واحسب الـ N لكل choice بالشكل ده. يلا يا جماعة، أول choice هقسم Q على 1.6 في 10 power negative 19، معايا الـ Q أهو. يلا هتقسم لي ده على 1.6 في 10 power negative 19، هيطلع كام؟ أدي 2 على 1.6 هتطلع 1.25، خلاص 10 power negative 22 يبقى 10 power negative 3 أهي. تعرف الرقم ده تحسبه لي يبقى كم؟ 0.00125. تعرف ده معناه ايه؟ عدد الالكترونز 0.00125. هو في حاجة اسمها كده؟ عدد الالكترونز يا واحد يا اثنين يا مية يا ألف يا مليون، في حاجة اسمها نص الكترون ربع الكترون؟ يبقى دي غلط. يبقى أنا لكل كيو من اللي تشويسز، أنت اللي هتشتغل بقى مش أنا ها، لكل كيو من اللي تشويسز هحسب بيها عدد الالكترونز. عدد الالكترونز ما ينفعش يبقى كسر، ما ينفعش يبقى نص الكترون ربع الكترون. لغاية ما تجرب كل دول وتوصل لمين يا سيدي؟ هتوصل للي تشويس رابع واحدة أظن يعني. تعال نحسب يلا هنا إن كيو على 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19 أهي، حسبتها 10 باور نيجاتيف 19 تطلع 25. اه يا جماعه ده كلام الناس العاقله، هنا معناه 25 الكترون، رقم صحيح، يبقى الاجابه دي تصلح ان هي تكون كيو، الاجابه دي صح. واحد كمان، جراف كيو مع تي، فين الحاجه اللي نعرف نحسبها؟ الاي هو السلوب. ركز معايا، الجراف متقسم كذا مرحله. طيب تعالى كده نجرب المرحله اللي من ال بي من هنا لهنا خارج من الاوريجين، واخد بالك؟ تعال نحسب السلوب هنا بكام يا جماعه؟ الاي او السلوب هنا مش عارف باينه ولا لا، اهي بدل ما اقول دلتا واي على دلتا اكس اقول اعلى واي على اعلى اكس. بص هنا الواي بكام؟ ب 400. الاكس بكام؟ ب 200. هقول 400 على 200 تديني 2 امبير. ده عشان الجراف خارج من الاوريجين. اللي بعده ايه ده؟ لما يبقى الكيو كونستنت، ده معناه ايه يا جماعه؟ ده معناه ان مفيش سلوب. ده معناه ان الاي هنا بكام؟ بزيرو اهي. طب اخر مرحله، لا لسه في مرحلتين هنا وهنا، تعال نحسب السلوب لكل مرحله. المرحله دي كده سي دي عايزين نحسب لها سلوب سوا، ده مش خارج من الاوريجين، هنقول دلتا واي على دلتا اكس. تعال كده نركز سوا، ناخد اي 2 بوينتس دول الدلتا واي بتاعهم بكام؟ اهو يا جماعه اهو 800 400. الدلتا اللي ما بينهم بكام؟ ب 400. نفس ال 2 بوينتس انزل بيهم على الاكس، يبقى الدلتا اكس بكام يا جماعه؟ ب 100. يبقى الاي هنا بكام؟ ب 4 امبيرز. اخر واحده كمان مره احسب السلوب ما بين دي واي، ده مش خارج من الاوريجين صح؟ تعال نحسبها بسرعه، دلتا واي اللي ما بين دول بكام يا جماعه؟ ب 200. طب دلتا اكس اللي ما بينهم بكام يا جماعه؟ ب 100. يبقى الكارنت 200 على 100، دلتا واي على دلتا اكس اهو. سالك سؤالين، انهي انترفل فيه ماكسيمم كارنت؟ انت شايف ايه؟ اهو 4 امبير، ده اعلى كارنت. طب انهي انترفل الكارنت بزيرو؟ انت شايف ايه برضو؟ الانترفل اللي هنا اهو الكارنت بتاعه بزيرو. خلاص يا اخوانا؟ طب انا كان ممكن بالنظر اجيبها؟ بالنظر، هي باينالي لسبب يا جماعه، كل ما كان اللاين بص قريب من الاكس اكسس كده، كل ما كان السلوب بتاعه زيرو. كل ما كان اللاين عامل كده هوريزونتال، كل ما كان السلوب بتاعه بزيرو. كل ما كان اللاين عامل زاويه كبيره، انجل كبيره كده، كل ما كان السلوب بتاعه عالي. بص ادي ده كده اهو، ده عمل كده اهو، ده رجع تاني كده اهو صح؟
فين اعلى سلوب في كل دول؟ انا شايفها بالنظر، ده اعلى سلوب يبقى ده اعلى كارنت، يبقى كان ممكن من غير ما نحسب نحدد ان هو ده اعلى كارنت. اللي بعده تعالوا ناخد بوينت كمان يلا، اللي هي الالكتريك بوتنشال ديفرنس. طيب تعالى كده افكرك، مين يا جماعه البوتنشال ديفرنس؟ هو الورك دان تو ترانسفير 1 كولوم تشارج بتوين 2 بوينتس، والقانون بتاع الفي بتساوي دبليو على كيو. ركز كده، مين الفي يا جماعه او اليونت بتاعته؟ هي الفولت، هو ده الالكتريك بوتنشال ديفرنس. مين الدبليو؟ هي الورك او الانرجي، ليها نفس الرمز خلي بالك، بالجول. مين الكيو؟ بالكولوم. ركز كويس قوي، احيانا يجي في مساله بدل ما يسالك عن الفي يقول لك هات لي الورك دان تو ترانسفير 1 كولوم، علشان كده الديفينيشن مهم. لو قال لك كده يبقى هو عايز الفي، عادي جدا. طيب شويه حركات بسيطه قوي، يعني ايه يا جماعه في بتساوي دبليو على كيو؟ يعني انا لو عندي كوندكتور من هنا لهنا، بنرسم الكوندكتور كده، اكيد انت عارف ان ده كوندكتور او ريزيستور يعني، خلاص. علشان احرك التشارجز من هنا اجيبها هنا مثلا من بوينت 1 ل 2، لازم حد يبذل مجهود يعمل ورك، خلاص لازم حد يزق التشارج من 1 ل 2. طب تعالى نفترض ان التشارج بتاعتنا بوزيتيف 1 كولوم، هتقول لي ايه ده، هي مش التشارجز الكترونز؟ لا انا شغال معاك كونفنشنال، زمان كانوا فاكرين ان التشارجز اللي هي الكارنت عباره عن بوزيتيف تشارجز، فهنفترض ان في بوزيتيف 1 كولوم، شوف تعبنا قد ايه واحنا بنزقها، هو ده البوتنشال ديفرنس. تاني، امتى يا جماعه الفي بيساوي الورك دان؟ ركز كده، لو كان الكيوب 1 اهي، ساعتها في، لو الكيوب 1 بتساوي دبليو. علشان تفهم الفي كويس قوي محتاج تفهم ان الفي هي عباره عن ورك، عادي جدا، هو الورك او التعب اللي هنتعبه عشان نزق تشارج من بوينت 1 لبوينت 2، هو ده معنى البوتنشال ديفرنس بتوين 1 اند 2. مش مهم قوي حاليا البوتنشال الاكزاكت ات 1 ولا ات 2، مش اهم حاجه، بيهمنا دايما البوتنشال ديفرنس، هو اللي ليه معنى، هو اللي ليه فيزيكال مينينج. طيب يبقى ده كده اول تريك خالص قلتها لك، ايه هي الفي بتساوي دبليو على كيو. في ناس بيحبوا يقولوها بشكل تاني، يقول لك ما بلاش اقول ورك، ما تيجي نقول انرجي. طب يا سيدي اقولها لك بطريقه الانرجي، هنا ده ريزيستور، التشارجز وهي ماشيه بتكسب انرجي ولا بتخسر؟ بتخسر انرجي، يبقى البوتنشال ديفرنس هو مقدار الانرجي اللي هنخسرها من 1 ل 2. التشارج دي كان عندها انرجي كبيره، واخدها منين تفتكر؟ من البطاريه، البطاريه بتديهم انرجي، وهم ماشيين من هنا لهنا بيفقدوا الانرجي بتاعتهم. في صوره ايه يا جماعه؟ سي ان ده لمبه مثلا، سي ان دي مروحه، صح؟ يبقى بيفقدوا الطاقه بتاعتهم في صوره مثلا حراره، في صوره ضوء، يبقى هنا الالكترونز بتفقد الانرجي بتوديها لنوع تاني زي الحراره او الضوء. يبقى البوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينتس هو الورك دان او هو الانرجي اللي الالكترون خسرها من 1 ل 2. طيب طب يا شباب بطريقه تانية بنقول البوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينتس يحصل امتى؟ لو في بوينت فيها زحمه تشارجز كونسنتريشن اوف تشارجز، وفي بوينت تانية عندها كونسنتريشن ضعيف، فايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان التشارجز بتتحرك من هنا لهنا، في ورك بيحصل، التشارجز بتتزق من هنا من الكونسنتريشن العالي للكونسنتريشن الواطي. مين اللي بيدو ورك؟ طبعا البطاريه. طيب هنا كاتب لك طريقه اكسبلانيشن او اكزامبل، اقراها دلوقتي، لو مش فاهمها بارجع لفيديو الشرح. هنا بنقول مين اللي بيدو ورك يا ترى؟ الالكتروموتيف فورس اللي هي البطاريه، اللي هي خلي بالك هي مش فورس، يعني كلمه الكتروموتيف فورس مش معناها فورس. ذا الكتروموتيف فورس از ا في. طب يعني ايه في يا جماعه تاني؟ واحد يقول لك انا مش فاهم، الالكتروموتيف فورس دي هي في، انا نسيت يعني ايه في. هي ورك يا سيدي، ده الورك دان اللي البطاريه بتعمله. علشان تعمل ايه؟ اقرا معايا كده، ده التوتال ورك دان تو ترانسفير 1 كولوم تشارج ثرو اوت ذا سيركت اوتسايد اند انسايد. الباتري مسؤوله ان هي خرجت من هنا 1 كولوم، زقته جابته هنا، جابته لغايه هنا، وديته لغايه هنا، رجعته تاني لغايه هنا هنا، وتزقه كمان مره من 6 ل 1. يبقى خرج من بوينت 1 لف لفه كامله اوتسايد ذا باتري، يعني في الكوندكتور اند انسايد ذا باتري. بص تعالى نكتبها، الالكتروموتيف فورس هي الفي من 1 ل 2. يعني ايه في؟ الجهد يا سيدي، الورك دان اللي الباتري هتعمله من 1 ل 2، بتزق التشارج من 1 ل 2 بلس بتكمل زق ليها من 2 ل 3 بلس بتكمل زق ال 3 ل 4 بلس من 4 ل 5 بلس من 5 ل 6 وتكمل زق كمان من 6 لغايه ما يرجع لغايه 1.
يبقى بلس في من 6 ل 1. كل اللي بالاسود ده اسمه اوتسايد ذا باتري، خلاص زقينا التشارج من هنا لهنا. الحته اللي بالاحمر دي بس كده هي انسايد ذا باتري من 6 لغايه 1. ده معنى يا جماعه الكتروموتيف فورس هو في عادي جدا، خلاص هو ورك عادي جدا، ده الورك اللي الباتري بتعمله. طب عايز تفهمها بطريقه الانرجي، يا سيدي حاضر، ده الانرجي اللي الباتري بتديها للتشارجز. خلاص بنفترض دايما الباتري محطه بنزين، خلاص يا جماعه لما في تشارج يجي يعدي من هنا يجي هنا خلاص بيكسب بيشحن انرجي. يبقى دايما الباتري او الالكتروموتيف فورس energy given to the charges. طب اللي charges دي خدت energy بتعمل بيها ايه؟ بتروح تخسر الانرجي عند الكوندكتورز او عند الريزيستنس اللي هي لمبه اللي هي مروحه ايا كان شكلها عامل ازاي. ده محطه البنزينه هي اللي بتشحن التشارجز energy، ده الالكتروموتيف فورس، وهنا ال V هو عباره عن energy التشارجز بتخسرها. طب اكتب لك شويه تريكس مثلا ممكن نزود كمان على دول. اقول لك ايه؟ خلي بالك كلمة ground أو earth في أي مسألة عندنا معناها إن الـ V بزيرو. لما يقول لك مثلا البوينت رقم 2 خلاص دي ground، خلاص يبقى أنا فهمت إن هي الـ V عندها بكام يا جماعة؟ بزيرو. طيب تعالى أدي لسيادتك شوية جرافات. لو أنا قلت لك ارسم لي جراف W مع Q. طيب يا جماعة علشان تفهم شكل الرسم عامل إزاي، بص أي باتري بنشتريها مثلا بيبقى مكتوب عليها 10 فولت، خلاص البطارية هتفضل 10 فولت طول عمرها. يعني لو جه قال لسيادتك تعال ناخد جراف الاول غير ده، ارسم لي جراف في مع تي مثلا، الفي ثابت، البطاريه ليها عمر افتراضي طويل جدا، خلاص كده بناء عليه الفي بتاع البطاريه بيفضل ثابت. بعد عمر طويل جدا بقى لما البطاريه تخلص بيبتدي الفي ال، خلاص بس ده بره حدود الجراف بتاعنا، بره منهجنا دلوقتي. يبقى يا جماعه الفي كونستنت مع التايم، طول ما انا شاري بطاريه مكتوب عليها 10 فولت التيكت بتاع البطاريه هتفضل 10 فولت طول عمرها. طيب طب لو انا قلت لك ارسم لي دبليو مع كيو، فكر هو السلوب هنا بيساوي مين؟ الحاجه اللي على الواي ديفايدد الحاجه اللي على الاكس. مين الدبليو على الكيو ده؟ ده الفي. يبقى يا جماعه السلوب بيساوي في. طب ما انا لسه قايل لك الفي مالها؟ كونستنت. يبقى السلوب كونستنت، يبقى السلوب مش بيزيد ولا السلوب بدا عالي وعمال بيقل، السلوب كونستنت عامل كده. يبقى شكل الجراف ادي الكونستنت سلوب بالمنظر ده. يبقى يا جماعه جراف ال W مع ال Q ستريت لاين والسلوب بتاعه هو مين؟ هو ال V. طب الرسمه كمان لو جيت اقول لسيادتك ارسم لي V مع W، مش القانون يا جماعه عامل كده؟ طيب لو انا قلت لك ركز، هنا بيلعب معاك لعب ماث مش فيزيكس. يعني يجي يقول لك at constant Q، لو ال Q constant، ثانية واحدة أهي، لو ال Q constant، طب يا عم كمل معايا يلا اقرا السؤال عادي لاخره. لو الكيو كونستنت، لو الدبليو بيزيد يحصل ايه للفي؟ هو اللي قال لك. ساعتها انت ما تقوليش ان الفي ثابته والبطاريه الفي بتاعها ثابت، انسى القصه دي. هو اللي بيقول اهو ان الكيو از كونستنت ولكن الدبليو بتزيد. يبقى يا جماعه الفي هو كمان ماله؟ هيزيد، دي دايركت ريليشن. يبقى يا جماعه دبليو وفي بيزيدوا مع بعض اهي. الكلام صعب؟ طيب هنا السلوب بيساوي كام؟ بص وانا بحسب السلوب هقول V over W. طيب V over W اللي هي بتساوي كام؟ تعالى كده نحسبها سوا. من هنا كده لو انا قلت لك خد ال W تحت ال V هيفضل الناحيه الثانيه كام؟ 1 over Q. يبقى السلوب في الرسمه دي بتاعت V و W بيساوي 1 over Q. طيب وإن كنت ما بستناش جراف زي ده يجي لك في امتحان آخر السنة، ممكن يجي، ممكن يجي ما تمسكش فيها، بس أنا بقول لك يعني لو جه ما بيبقاش سؤال حلو قوي كفيزيكال مينينج يعني، أوكي؟ ده بيبقى سؤال شبه ماث، تعويض مباشر، قال لك كيو كونستنت وفي بتزيد مع دبليو، فأنت رسمت اللي هو قال عليه إن الفي بتزيد مع دبليو، والسلوب في الحالة دي 1 أوفر كيو. طيب غير ده، يجي يقول لك طب جراف مثلا في مع كيو. طب يا جماعة بص هنا تاني، at constant W لازم يكمل، لو قال لك at constant W V و Q مالهم مع بعضهم؟ هما الاثنين انفرس. يبقى دي انفرس ريليشن وشكلها عامل كده يا جماعه. ده رسمه V مع Q. طبعا ما دام مش ستريت لاين مش مطلوب منك سلوب. هنا جبنا سلوب، هنا جبنا سلوب، ده ستريت لاين. هنا مش مطلوب منك تحدد ستريت لاين خالص. طيب تعالوا نحل شويه مسائل. تعالى نحل كذا سؤال على الكلام ده. يا جماعه ايه هو سبب ان يبقى في بوتنشال ديفرنس
عند طرفين اي كوندكتور لمبه بالمنظر ده كده، ايه سبب وجود ان البوينت دي 10 فولت ودي 0 فولت مثلا؟ ايه سبب وجود بوتنشال ديفرنس يا شباب؟ الله، هي مش في بتساوي دبليو على كيو؟ قلنا الكيو دايما هنعتبره ب1. طيب قلنا الدبليو هي ورك او انرجي، هل ده بطاريه؟ لا، ده لمبه كوندكتور. ايه سبب وجود بوتنشال ديفرنس بين هنا لهنا؟ ان في انرجي بيتم استخدامها. ما يا جماعه في بتساوي دبليو يعني بتساوي الانرجي. فلما اقول لك ليه في في، تقول لي عشان في انرجي، في انرجي هيتم استهلاكها جوه الكوندكتور ده. فين الاجابه اللي بتقول كده؟ هل الكونستنسي اوف باور اوف كارنت، هل عشان الاي ثابت؟ ما قلناش كده خالص. هل عشان في شورتج ان باسنج تشارجز، لان عدد التشارجز قليل شويه؟ ما قلناش كده برضه. هل الاوميك ريزيستنس اوف ذا كوندكتور بزيرو؟ ما شرحتها لكش لسه، ولا طبعا يعني لما نشرحها هتعرف انها غلط. بص الجمال بقى، علشان الالكتريك بوتنشال انرجي بتقل لما الالكترونز تعدي. صح، سبب وجود بوتنشال ديفرنس ان الانرجي بتاعت التشارجز بتقل. لو كانت بطاريه كانت الانرجي تزيد، التشارجز بتشحن في البطاريه وبتفضى في الريزيستورز. يبقى الاجابه دي. اللي بعده، اربع جمل اصعب من بعض، مين فيهم بوتنشال ديفرنس ومين فيهم الكتروموتيف فورس؟ ايه ده، هما مش حاجه واحده؟ مش ده وده، قلنا ان هما حاجه واحده؟ لا، ما قلناش كده بالظبط. بص يا جماعه، قلنا ان البوتنشال ديفرنس ليها كذا طريقه شرح، هي ورك وهي انرجي، وجهين لعمله واحده. بس وانت بتقول الديفينيشن تركز، ينفع اقول ان البوتنشال ديفرنس من هنا لهنا هي الطاقه التي تم استهلاكها؟ يا عم لا، ازاي يعني؟ ما هو من هنا لهنا الالكترونز بتشحن طاقه، فالصح ان اقول ايه؟ هي الطاقه التي تم شحنها، هي الانرجي اللي اكتسبت بالالكترونز عن طريق الالكترونز. طب لو انا بشرح نفس الفي هنا هقول ايه؟ هي الانرجي اللي هيحصل لها كونسومشن في الريزيستور مثلا يعني. طب لو عايز اشرح الفي بطريقه الورك من هنا لهنا اقول ايه؟ ده الورك دان باي مين؟ مين اللي زق الالكترونز من هنا لهنا بذمتك؟ مين؟ الباتري. فنقول عليه الورك دان باي ذا باتري مثلا يعني. طيب تعال نقرا بقى التشويسز، ركز معايا كويس قوي. It involves changing electrical energy to other forms of energy. ايه الجمله دي معناها ايه؟ معناها ان الكهرباء اتحولت لانواع ثانيه زي النور مثلا. معناها ان التشارجز مثلا اللي عندها الكتريك انرجي وهي بتتحرك هنا كده، خلاص اتحولت الالكتريك انرجي لاضاءه مثلا. هل احنا هنا بنتكلم عن بطاريه، عن الكتروموتيف فورس، ولا بنتكلم عن بوتنشال ديفرنس اكروس ا كوندكتور؟ صح، يبقى 1 بنتكلم على ريزيستنس او على كوندكتور عادي جدا، بنتكلم على بوتنشال ديفرنس عادي جدا. بص اللي بعدها، changing other energy forms into electric energy. خلاص، يعني ايه؟ يعني chemical reactions جوه البطاريه حصلت اهي other forms of energy مثلا. حصلت ليه؟ علشان تشحن الالكترونز، علشان تتحول لطاقه electrical للالكترونز. زي مين تاني يا جماعه غير البطاريه؟ هقول لك على حاجه سهله قوي، زي السولار سيلز اللي موجوده على الكالكوليتر بتاع سيادتك دي، بتحول طاقه الشمس، صح، بتزق بيها الكترونز، بتحول طاقه الشمس لالكتريك انرجي. نفس القصه، other forms of energy ممكن تبقى كيميكال، ممكن تبقى سولار مثلا، other forms of energy بتتحول لالكتريك انرجي. طب يحصل فين يا جماعه؟ جوه السورس او جوه البطاريه. بص اللي بعدها، it's the energy per unit charge. كلمه unit يعني 1، هي الانرجي بير 1 تشارج بير 1 كولوم. لغايه هنا الكلام حلو قوي، ما هي فعلا الفي بتساوي دبليو على كيو في حاله ان الكيوب 1 الفي بتبقى هي دبليو، صح؟ فالفي هي الانرجي تو موف تشارجز رايت اراوند ا سيركت. بص الجمله الحلوه، مين اللي بيزق اللي تشارجز رايت اراوند سايكل كامله ويرجعهم مكانهم؟ مين ده؟ ده الباتري. بص الجمله الاخيره، هي الـ work done per unit charge by the charge moving from one point to another.
طيب يا جماعة دي جملة عايمة جدا، دي جملة مش بنتكلم عن الباتري. ايه دليلي كلمة باي؟ ركز معايا شباب، هو من هنا لهنا. The work is done by mean. مين اللي بيزق؟ ها؟ The work is done by mean. من هنا لهنا. The work is done by the battery. يبقى دايما اهي من هنا لهنا. The work is done by battery. وصل لك؟ طيب انما هنا من البوينت دي للبوينت دي. The work is done by mean يا جماعة. The work is done by charges. خلاص؟ مش فاهم؟ هقول لك حاجة. كلمة باي يعني مين البطل؟ خلاص؟ هنا مين البطل؟ مين اللي بيزق التشارجز؟ الباتري. يبقى باي باتري، البطل هو الباتري. طيب، هنا مين البطل؟ التشارجز. ليه؟ لأن التشارجز وهي معدية هتخسر انرجي، هتخلي اللمبة تنور. يبقى هنا مين البطل؟ مين اللي خلى اللمبة تنور؟ التشارجز. يبقى هنا the work is done by charges. خلاص التشارجز هي اللي هتتعب وتدي من طاقتها لللمبه فاللمبه تنور. هنا الباتري هي اللي بتتعب وبتدي من طاقتها للتشارجز. يبقى جمله the work done by the battery ده الالكتروموتيف فورس. the work done by the charge يبقى احنا بنتكلم هنا على الريزيستنس بالمنظر ده. يبقى الاجابه 1 و 4 بنتكلم على ريزيستنس او على الكوندكتور او على بوتنشال ديفرنس اهو. انما الجمله 2 و3 بنتكلم عن الالكتروموتيف فورس، بنتكلم عن البطاريه اهي يا جماعه، بنتكلم عن الالكتروموتيف فورس في 2 و3. يبقى الاجابه دي. وده سؤال صعب، انا ما قلتش انه سهل خالص. اوكي ده سؤال لو جه في اخر السنه هتلاقي فيه عياط. ركز. السؤال عندها الكتروموتيف فورس يعني مكتوب عليها 1.5 فولت. خلص بتوعدك ان هي هتبذل مجهود دايما وهتزق التشارجز ب 1.5 فولت. انهي جمله من دول صح؟ ركز. هل السيل بتحول 1 جول اوف انرجي وين درايفنج 1.5 كولوم؟ اي كومبليت راوند. مدي لك ال W والكيو هنا، ال W والكيو، ال W والكيو، ال W والكيو. يعني بيقول لي سيادتك احسب من الاخر. يلا يا جماعه، ما ال V بتساوي W على كيو. تعال اول واحده W على كيو، مش هتطلع 1.5 تبقى غلط. بص كده تاني واحده من غير ما نكمل قرايه حتى. هنا W على الكيو دي كده فعلا هتطلع كام يا جماعه؟ 1.5 فولت. يبقى السل بتدي طاقه 1.5 جولز لل1 كولوم وهي بتحركه كومبليت سايكل، بتشحنه، بتشحن ال1 كولوم بطاقه 1.5 جولز. دي الاجابه الصح. اللي بعده بيقول لك ذا افريج كارنت ديورينج ا لايتنينج سترايك. ادي يا جماعه كلاود وادي الجراوند، شرحنا الكلام ده في سيشن 2 بالتفصيل، مش علينا في المنهج البرق والرعد بس انا اديت لك فكره عنه يعني. اوكي ادي اللايتنينج بيبقى عامل كده اهو. خلاص؟ كما لو كانت الكلاود، كما لو كانت في بوتنشال ديفرنس ما بين الكلاود والجراوند، كما لو كانت هي بطاريه، بطاريه وبتمشي كارنت لحظي، خلاص كده؟ بيقول لك ذا افريج كارنت از 1.5 في 10 باور 4 امبيرز، معايا الاي. ذا لايتنينج ريليز 3 في 10 باور 8، ده الانرجي اللي الرمز بتاعها W، اند لاست 4 تايم كذا كذا كذا. المدة اللي حصل فيها برق مدة قصيرة أجزاء من الثانية بالشكل ده. في الثانية دي الانرجي اللي اتنقلت من الكلاود للأرض، الانرجي معانا أهي. بيقول لك أنا عايزك تجيب لي الإلكتروموتيف فورس اللي ما بين الكلاود والجراوند. يعني لو افترضنا إن الكلاود بطارية بتمشي كارنت، شوف لي بطارية قيمتها كام. أو علشان أمشي الكارنت ده في أي إلكتريك سيركت محتاج بطارية قيمتها كام. شباب V بتساوي W على Q. بناء عليه W معانا 3 في 10 باور 8. Q هي مين يا جماعة؟ واحدة واحدة. Q هي الـ I في الـ T، اوعى تنسى. يبقى Q هي الـ I أهو في الـ T أهو. أهو. ممكن بقى تحسبها أنت؟ يعني ريحني شوية ها؟ اللي بعده. In the opposite figure, the work done to transfer 10 power 20 electrons. Between the two points X and Y is 80 joules. يبقى potential Y بكام؟ اهدى واحدة واحدة. ده عدد الإلكترونز. طيب منه أجيب Q أهي، عدد الإلكترونز في التشارج بتاعت الإلكترون الواحد كده. أنا جبت Q هوب ما هوب تدي لك 16.
طب معاك الكيو، معاك الانرجي اللي الرمز بتاعها W 80 جولز، معاك W معاك كيو، بيهم تعرف تحسب البوتنشال ديفرنس. W على كيو يعني 80 على 16. لغاية هنا يا جماعة في أي مشكلة؟ 80 على 16 بكام؟ بخمسة صح؟ اه. طيب يبقى البوتنشال ديفرنس ما بين الـ 2 بوينتس X and Y 5 فولت. كلام صعب؟ دي 5 يبقى أكيد دي كام عشان يبقى الديفرنس بينهم 5؟ ها؟ أكيد دي بكام يا جماعة؟ أكيد بزيرو. يبقى VY الإجابة بتاعتها زيرو. اه فعلاً الكارنت هيمشي من هاي بوتنشال للو بوتنشال، من 5 ل 0 الكارنت ماشي، اللي تشارجز ماشيه خلاص. اللي تشارجز قد ايه بالظبط اهي معانا 16 كولوم. خسرت طاقه قد ايه وهي ماشيه من هنا لهنا؟ خسرت 80 جول. ده معناه ان البوتنشال ديفرنس من هنا لهنا كام يا جماعه؟ 5 فولت. اللي بعده ندخل في بارت 4 اللي هو الريزيستنس. طيب سريعا بص معايا، هعدي معاك على الكلام. ايه الريزيستنس؟ جوه اي ماتيريال بيبقى فيه اوبوزيشن للفلو اوف تشارجز. الالكترونز ما بتمشيش بشكل سالك، ها لا، وهي ماشيه بتبقى عماله بص تتفادى شويه حاجات. مين الحاجات اللي بتتفاداها؟ الايونز او الاتومز، هما نفس المعنى، الايونز والاتومز حاجه واحده. يبقى يا جماعه دايما التشارجز اللي هي الالكترونز وهي ماشيه جوه اي كوندكتور بتعاني من اوبوزيشن، عماله تكولايد، عماله تخبط في الايونز وتتفادى الايونز، ده معناه ريزيستنس. طيب ريزيستنس بقول لك دايما ان هي رزاله. طب الرزاله دي بتديبند على مين؟ ثلاث حاجات خلاص. طبعا اليونت بتاع الريزيستنس هو الاوم. الريزيستنس بتديبند على الريزيستيفيتي واللنث بتاع الكوندكتور والكروس سكشن الاريا بتاعت الكوندكتور، بناء عليه ار بتساوي رو في ال على الاريا. يبقى ار يا جماعه دايركت مع الريزيستيفيتي واللنث، انفرس مع الاريا. افكرك بيها سريعا، هوريها لك في السيميوليشن دلوقتي بس تعال نكمل. ممكن مثلا اقول لسيادتك ان الريزيستيفيتي هي مين؟ تعال نستنتج ديفينيشن بسيط قوي. الريزيستيفيتي امتى تساوي الار؟ بص ار بتساوي رو لو اللينث ب1 والاريا ب1. في الحاله دي الريزيستيفيتي هي الار. اقرا معايا، الريزيستيفيتي او السبيسيفيك ريزيستنس هي الريزيستنس اوف ا كوندكتور اوف لينث 1 متر and the cross sectional area 1 meter square. عشان كده بيسموها specific resistance. هي بتبقى resistance بس specific، ليها مواصفات محددة. هي resistance of piece of wire عندها length 1 و area 1، مش أي حاجة تانية. والله يا جماعة يجيب لك في آخر السنة يقول لك طب تمشي معاك volume 1؟ في الحالة دي resistance بتساوي resistivity مثلا؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لو في material بالمنظر ده أو wire بالمنظر ده، ادي الاريا وادي اللينث. سيادتك عارف ان الفوليوم هو الاريا في اللينث. طيب لو قال لك الفوليوم ب1، هو ده معناه ان الاي ب1 والال ب1؟ في واحد دلوقتي بيقول لك اه ما باينه هيك 1 في 1 بتدي 1. يا بني ادم ما يمكن 2 في هاف بتدي 1، ما يمكن 5 في 1 اوفر 5. طب ده لو 2 وده هاف، تعالى كده نرجع لو الاريا ب2 واللينث بهاف مثلا خلاص، هل دول في الحالة دي كنسلوا بعض؟ لا طبعا. يبقى يا جماعة يا جماعة ركز معايا، الار بتساوي الريزيستيفيتي لو اللينث والاريا ب1 فقط لا غير خلاص. ما ينفعش يقول لك اي حاجة تاني، ما ينفعش يقول لك لو الفوليوم ب1. طب لو الاريا ب1 سنتيمتر سكويرد واللينث ب1 سنتيمتر، ما تنفعش برضه، ساعتها الار مش هتساوي الريزيستيفيتي، او هتساويها بس باختلاف يونتس. طيب بص يا سيدي، ده كده قلنا امتى الار بتساوي الريزيستيفيتي غيره. هي الريزيستيفيتي بتديبند على كام حاجه؟ تي تي، تايب اوف ماتيريال، تمبرتشر، تقدر تقراهم من هنا. طب الريزيستيفيتي رزاله الواير، ايه عكسها؟ حلاوه الواير، بنسميها ايه؟ كوندكتيفيتي. الكوندكتيفيتي قابليه الماتيريال ان هي تمشي الكتريك كارنت. طيب هي عكس تماما الرزاله، يعني دي كده قد ايه الواير كوندكتيف حلوه وبتمشي كارنت، ده قد ايه الواير ريزيستيف وحشه وبتعارض حركه الالكترونز. خلاص كده دول عكس بعض تماما، يعني انفرس مع بعضهم بالشكل ده. الكوندكتيفيتي سيجما بتساوي واحد على رو اللي هي واحد على الريزيستيفيتي. طيب كمان واحده، اشكال الريزيستنس عندك في المنهج يا كده يا كده، ده فيكسد ريزيستنس ليها قيمه ثابته عليها سهم بنسميها ريوستات او فاريبل ريزيستنس، يعني الفاليو بتاعتها بتتغير. ركز بقى معايا كويس قوي،
انا كده خلصت معاك الريزيستنس فكرتك بيها، تعالى برضو اشيك لك على حته تي تي تايب اوف ماتيريال وتمبرتشر. بص يا سيدي، تعالى كده مع بعضنا نبص على سيميوليشن بسيط جدا. طيب تعالى بقى نبص مع بعض على السيميوليشن ده. ادي ار بتساوي الريزستيفيتي في اللينث والاريا. بص كل ما هزود لينث الواير طبيعي ايه اللي هيحصل؟ كل ما بص هنا كده العلاقه بينهم، كل ما اللينث يزيد الار يحصل له ايه؟ دايركت، يعني يزيد 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 بالشكل ده. طيب هل يا جماعه زياده اللينث بتاثر على كونسنتريشن اوف اتومز؟ بص كده على رصه الاتومز، هل اللينث لما بيتغير رصه الاتومز بتتغير؟ لا. عارف مين رصه الاتومز؟ دي الريزستيفيتي، برضو باينه هنا. كل ما اللينس عمال يزيد ويقل الريزستيفيتي مالها؟ كونستنت. طيب يبقى الار دايركت مع اللينس، واللينس عمرها ما بتغير في الريزستيفيتي اللي هي رصه الاتومز. طب الاريا انفرس مع الار. بص كل ما كبر الاريا الار بتقل، والعكس كل ما صغر الاريا الار بتزيد. اهي ليه يا جماعه؟ اصل الار يعني رزاله، فانا لما باجي اقلل الاريا جدا انا بصعب الطريق على الالكترونز. الالكترونز وهي ماشيه عماله تخبط في الاتومز مش عارفه تمشي عشان الاريا ضيقه، فلما بضيق قوي الاريا بزود رزاله الواير. طيب طب بالنسبه لللينث باينه جدا، كل ما زودت اللينث بصعب المشوار على الالكترونز، فالالكترونز مسترزله المشوار، مشوار طويل صح؟ فلما اللينث يزيد الريزيستنس او الرزاله بتزيد. طيب عايز تفهم مين الريزستيفيتي؟ تي تي تايب اوف ماتيريال. ليه؟ بص ده كده نحاس باين من لونه خلاص. انا لو جيت اغير في الريزستيفيتي بغير في رصه الاتومز كده بزود، بزود الريزستيفيتي، بزود عدد الاتومز. بص لما عدد الاتومز زاد الار زادت. طب ليه؟ انا اقول لك ليه يا جماعه. الالكترونز دول الناس الطيبين، الاتومز دول الاشرار اللي عمالين يرازوا ويرزلوا على الالكترونز. هنا لما الريزستيفيتي زادت يبقى عدد الاتومز هنا زاد، فكده الالكترونز الطيبه خلاص مش عارفه تمشي، لقيت اتومز كتيره، فالالكترونز وهي ماشيه عماله تتفادى في الاتومز، تتفادى في الاتومز مش عارفه تمشي. طب العكس لو ماتيريال عندها ريزستيفيتي، ربنا خلقها كده عندها ريزستيفيتي قليله جدا 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 جدا، بص يعني زحمة الأتومز اللي جوه قليلة، الأشرار قليلين، فالإلكترون وهو ماشي ماشي بيخبط بس مرتاح، ماشي على طول أهو طريقه سالك. يبقى يا جماعة كل ما الريزستيفيتي زادت الأر زاد معاها، كل ما الريزستيفيتي قلت الأر قل معاها. طب الريزستيفيتي بتختلف من ماتيريال للتانية طبعا، ليه؟ علشان تركيز الأتومز في ماتيريال مختلف عن التانية زي الكابر والجولد والسيلفر وهكذا. طب الريزستيفيتي بتعتمد على مين تاني؟ ركز، حاجتين. تي تي تايب اوف ماتيريال انت فهمتها، لان كل ماتيريال عندها اتومز غير الثانيه. تاني حاجه تمبرتشر. ليه؟ بص وركز، بيجي عليها سؤال. لما التمبرتشر تزيد دول الاشرار يبقى عندهم درجه حراره عاليه، يبتدوا يتحركوا يفايبريت زي مين شفناها قبل كده؟ زي الميه لما بتغلي بتبتدي تتحرك صح؟ نفس القصه. لما درجة الحرارة بتزيد الأتومز الشريرة بتبدأ تتحرك، يبقى عندها انرجي تبدأ تتحرك. يحصل إيه؟ الإلكترون وهو ماشي ده عمال يخبط فيهم، مش يخبط وخلاص بقى. تخيل إن أنت في سباق وفي حواجز قصادك، بس الحواجز أماكنها معروفة وثابتة، فأنت عمال تيجي عند كل حاجز تنط تنط وهكذا. طب لو الحواجز نفسها عمالة تتحرك يمين وشمال وعمالة تفايبريت، إيه اللي هيحصل؟ هتتعطل جامد. الالكترونز وهي ماشيه لقت اتومز كتير، وكمان اتومز عماله تتحرك عماله تزاولها صح، فالالكترونز مش عارفه تمشي. فبنقول كل ما التمبرتشر زادت، ركز بقى في الاجابه العلميه، كل ما الاتومز بقى عندها انرجي اعلى، فايبريشنال انرجي اعلى، فبالتالي الالكترونز وهي ماشيه بيحصل لها كوليجنز اعلى، عماله تخبط في الاتومز بشكل كبير، فالريزستيفيتي لما تزيد تزود معاها الار. تاني الريزستيفيتي بتعتمد على حاجتين، تايب اوف ماتيريال من حيث كونسنتريشن اوف اتومز اند تمبرتشر. كل ما التمبرتشر ما بتزيد الريزستيفيتي بتزيد. ليه؟ بيكوز ذا اتومز جين كاينيتيك انرجي، سو ذا ريت اوف كوليجنز بتوين، ركز، بتوين ذا الكترونز اند ذا اتومز انكريز. ده سؤال بيقول لك الكوليجنز بين مين ومين؟ بين الالكترونز الطيبه والاتومز الشريره اللي عماله تعطل وترازي في الالكترونز. طيب ندخل بقى دلوقتي على شويه مسائل على الجزئيه دي. لا الجرافات، بص يا سيدي، جراف ار مع رو
دايركت اهي ار مع رو دايركت بيزيدوا سوا. طب السلوب هو مين اللي على الاريا؟ تعرف انت تحسبه مش محتاجني فيها. ديفايدد اللي على الواي على اللي على الاكس، ار على رو هي هي اللي على الاريا، ده السلوب. طب الار والال دايركت بيزيدوا مع بعض، طب السلوب رو على الاريا اهو، تعرف انت تحسبه. طب الار مع الاريا انفرس اهي باينه من هنا، ار والاريا انفرس مع بعضهم، مش مهتم اجيب هنا سلوب. طب استنى، انا لو انفرس مع الاريا صح كده، طب ال1 اوفر اريا هبقى ايه؟ هبقى دايركت معاها، ما هو الدايركت والانفرس عكس بعض. ها فانا لو انفرس مع حاجه يبقى انا دايركت مع ال1 اوفر اهي، يبقى الار مع ال1 اوفر اريا دايركت. طب نحسب السلوب ازاي يا جماعه؟ هديفايدد ار ديفايدد باي 1 اوفر اريا. طيب ار ديفايدد باي 1 اوفر اريا اكنها ار في الاريا، ار في الاريا تدينا كام؟ رو في اللينث اهي. ده كده اهم الجرافات اللي عندنا. ملحوظه مهمه، زياده اللينث او الاريا ما تغيرلكش في الريزستيفيتي. الريزستيفيتي بيعتمد على اتنين بس، تي تي خلاص، بيختلف من ماتيريال للتانيه، ملوش اي علاقه ولا باللينث ولا ليه اي علاقه بالاريا. يلا بينا يا جماعه نحل شويه اسئله. اول سؤال عندنا، ايه فكره الريزيسترز؟ ولمحنا كلمه كوليجنز، وقف ما تقراش. كوليجنز بين مين ومين؟ الالكترونز الحلوه اللي هي الكارنت مع الاعداء الرزلين اللي هم الايونز او الموليكيولز. كوليجن ما بين الالكترونز ومين يا جماعه؟ اي الموفينج تشارجز اللي هي الالكترونز والايونز او الاتومز اهي، دي الاجابه الصح. مش ما بين الايونز والوايرز، ايه الواير ده اصلا يعني؟ مش ما بين الموفينج اتومز، موفينج اتوم هي الاتوم بتتحرك؟ لا، اتوم ثابته، مين اللي بيتحرك؟ التشارجز، الموفينج تشارجز. ايه العلاقه ما بين الكوندكتيفيتي والريسيبريكال بتاع الريزستيفيتي؟ ايه ده؟ حاجه ونفسها، واخد بالك؟ ما هو ده اصلا هو ده. يعني اكنك عايز تقول لي ايه؟ ركز، ارسم لي جراف بين واي وواي. طب ما لو واي ب1، واي ب1 اهي، واخد بالك؟ لو الواي ب2 اكيد واي ب2 ما نفسها، فشكل الجراف بيبقى عامل كده يا جماعه. حاجه ونفسها عند 1 ده ب1، عند 2 ده ب2، عند 3 ده ب3، بيبقى ستريت لاين عند سلوب 1. لان لو حسبت السلوب دلتا واي على دلتا واي، ما هي هي، ها دلتا واي على دلتا واي هتديك 1، يبقى السلوب ب1 اهي. ركز كده معايا، لما ارسم علاقه او لاين بين حاجه ونفسها هتبقى ستريت لاين اوف سلوب 1، مش هتبقى كده ولا كده ولا كده اهي. ادي المنظر او ادي الاجابه بالشكل ده. لو زودنا اللينث وقللنا الاريا يحصل ايه للسبيسيفيك ريزيستنس؟ يحصل ايه للريزستيفيتي؟ ولا الهوا ان تشينجد، ملهاش علاقه ولا باللينث ولا بالاريا. اللي بعده، لو الريزستيفيتي ب 0.5 يبقى البرودكت بتاعها مع الكوندكتيفيتي بكام؟ ايه الصعوبه دي؟ استنى استنى استنى، مش الريزستيفيتي واحد على الكوندكتيفيتي؟ طيب تعال نودي ده هنا الناحيه دي، يبقى الريزستيفيتي في الكوندكتيفيتي ب1. بص بيسالك البرودكت اوف ذا ريزستيفيتي وذ اتس كوندكتيفيتي، بيسالك ده ملتبلايد باي ده بكام؟ ب1. هتقول لي ما احتاجناش 0.5 او المصحف ما احتاجناه، ملوش لازمه، هدي لك في الامتحان جيفن تلخبطك، ده مش عايزينه. دايما اتس رول، قاعده، البرودكت بتاع الكوندكتيفيتي والريزستيفيتي دايما ب1. اللي بعده، the quotient of the resistivity divided by conductivity بيساوي 10 power negative 16. يبقى يا ترى الريزستيفيتي بكام والكوندكتيفيتي بكام؟ شباب مين ده؟ ركز معايا، ده الريزستيفيتي divided the conductivity. واخدين بالكم من حاجه؟ تيجي نشيل واحد منهم، يعني ده كده بص اهو بيساوي 10 باور نيجاتيف 6. طيب انا هشيل مثلا، يعني اقول ايه؟ ريزستيفيتي ديفايدد الكوندكتيفيتي بتساوي 10 باور نيجاتيف 16. مين يا جماعه الكوندكتيفيتي؟ بذمتكم مين الكوندكتيفيتي؟ مش ده واحد على الريزستيفيتي؟ يبقى اكنها ريزستيفيتي، هشقلب دول واخليها ملتبلاي، اكنها الريزستيفيتي سكويرد.
يبقى الريزستيفيتي هي سكوير روت 10 باور نيجاتيف 16 يعني 10 باور نيجاتيف 8. واخد بالك؟ تاني يا جماعه، الريزستيفيتي على الكوندكتيفيتي اهي اكنها الريزستيفيتي في نفسها، يبقى اكن الرقم ده هو الريزستيفيتي سكويرد. خد له سكوير روت، جبنا الريزستيفيتي، خلصنا المساله. يبقى الريزستيفيتي 10 باور نيجاتيف 8 اهي، يبقى الاجابه سي. اكيد الكوندكتيفيتي 10 باور 8 ما هي عكسها، اوكي، هي الريسيبريكال بتاعها غيره. For a copper wire of length 8 the specific resistivity is كذا. انهي تشويس من دول صح؟ شباب النوعيه دي من الاسئله حلوه ومباشره، مدي لك تو جيفنز ال وريزستيفيتي، بيقول لك احسب الريزيستنس والاريا. طبعا ما اعرفش احسبهم، بس انا هعمل حاجه، هغش واحده من الثانيه. بمعنى هو لو الاريا ب 1 ملم سكوير، تيجي نحسب يلا ريزيستنس، يلا الريزيستنس هتساوي ادي الرو اهو، تعال نحسبها تحت شويه، ادي الرو اهو في اللانس 8 متر على الاريا 1 ملم سكوير. مين هو المليمتر سكوير يا اخوانا؟ 10 باور نيجاتيف 6. احسب الرقم ده واشوف هل الاريا دي طلعت لي ار بالرقم ده ولا لا؟ تعال نحسبها سوا اهي. بص يا سيدي اهي، هنحسب 1.79 في 8 وفي 10 باور نيجاتيف 2 هتطلع 0.1432 اهي. صح، حصل فعلا. يبقى الاجابه يا جماعه فعلا مظبوط. اقول لك على سر بيننا وبين بعضنا، لو في سؤال جالك في الامتحان في تشويسز كتيره هتجرب واحد واحد فيهم، يعني السؤال فكرته مبنيه على التجربه، ها بنسبه كبيره قوي ممكن اول تشويس بتبقى هي اللي صح. خلاص يا جماعه نقول تاني اهو، هنا انا هقعد اجرب التشويسز، يعني انا في كل مره، ما هو الايكويجن عامل كده، ما هو سيادتك معاك اوريدي ريزستيفيتي معانا ومعانا اللينث من الاول، فانا لكل تشويس هحط الاريا واحسب ار، فكل مره اجرب اريا من دول واحسب الار، صح؟ هجرب اربعه تشويسز؟ لا، انت وحظك بقى، احنا جربنا اول تشويس طلعت صح، حطينا الاريا ب1 حسبنا الار طلع بالرقم ده فعلا، يبقى الاجابه فعلا هي اول واحده. اللي بعده، The only conductor that has a single resistance at certain temperature regardless the way of joining the source. ركز معايا كويس قوي شباب، اصل تخيل معايا حاجه. بص عندك سيلندر عامله كده، وعندك كيوبويد، انا بقرا دول معاك، ها كيوبويد عامل كده اهي. طبعا انا ما بعرفش ارسم، انا اعمل كده اهو، والله عرفت ارسمها اهو. وعندك كيوب عامل كده اهو. يا شباب هي الريزيستنس بتساوي كام؟ رو في اللنث على الاريا. طيب تخيل معايا حاجه وركز فيها كويس قوي قوي قوي. احنا ما خدناش اومز لو لسه، بس يعني هنا مش هنحتاجه قوي. لو انا حطيت بطاريه كده هتمشي كارنت عامل ازاي؟ ركز معايا، هتمشي يا سيدي كارنت كده من هنا كده، ده الاريا اهي، والكارنت هيمشي اللينس ده كله ويطلع من الاريا دي ويرجع. طيب هقول لك على جمله هنحتاجها يا شباب، الاريا هي اول فيس بيقابل الكارنت. شايف الرسمه ايه؟ الكارنت خارج من البطاريه، اول فيس هيعدي بيه هو ده، هو ده الاريا، هو ده الكروس سكشنال اريا. طيب ركز معايا حاجه، تخيل واحد قال لك انا هشتغل بالواير دي بشكل مختلف شويه، انا هوصل البطاريه كده من هنا من هنا بالشكل ده كده اهو. في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ في الحاله دي الاريا اهي واللينس اهو، صح؟ لا لا لا، يبقى السلندر ليها طريقتين توصيل، حسب انا هوصل البطاريه كده ولا هوصل البطاريه كده. ركز تاني معايا، لو وصلنا البطاريه كده يا جماعه ده اللينس اللي الكارنت هيمشي اهو، انت شايف اهو. طب لو وصلنا البطاريه من فوق ومن تحت، ده اللينس اللي الكارنت هيمشيه، يبقى هنا الريزيستنس هتختلف حسب الواي اوف جويننج اهي، الواي اوف جويننج.
طب الكيوبويد نفس القسم ده كأنه كيوبويد برضه. هي لو انا وصلت البطاريه كده همشي كارنت داخل من هنا يمشي كل ده ويطلع، او لو كنت وصلت البطاريه كده الكارنت دخل من هنا اهو يمشي الحته الصغنطوطه دي ويطلع اهو. يبقى هنا في اكتر من ويف جويننج برضه. مين يا جماعه اللي وشه زي قفاه؟ مش فارقه كتير، الكيوب. يبقى الاجابه الصح هنا عندنا مين اللي عنده سنجل ريزيستنس فاليو، خلاص هو الكيوب الاجابه اخر واحده بالشكل ده. هنحل عليها مساله كمان شويه، خلي بالك ازاي احسب الريزيستنس. بحتاج حاجتين، اللينث والاريا. اللينث اشوف الكارنت مشي قد ايه على الرسمه دي، الكارنت مشي بص 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 اهي ده اللينث في الرسمه دي، الكارنت مشي اهو ده اللينث. طب الاريا بنحسبها ازاي؟ اول اريا الكارنت بيقابلها، يعني هنا مثلا الكارنت دخل كده، ادي اول اريا قابلته البوتن مثلا، يعني اللي بعده كيوبويد بالمنظر ده. عايزين نحسب لو انا معايا دي سي سورس اقدر اعمل له ويف جويننج كذا ويف جويننج. عايزين نحسب ايه بقى؟ ركز كده معايا. دايمنشنز ال تو ال، ذا ريزيستنس از ديتيرمند الونج اتس اكسيس تو بي ار اكس ار واي ار زد. ار اكس ايه اللي هو يقصده؟ بص هيمشي الكارنت كده اهو. طب يا شباب سهله، الكارنت لو ماشي كده الاريا بكام؟ الاريا هي اول فيز بيقابل الكارنت ده. طب ده كام في كام؟ ركز كده، ده كده ريكتانجل 2L في المايل، ده بكام المايل؟ ب L. يبقى الاريا دلوقتي 2L في L اهي، رو في اللانس على الاريا، الاريا 2L في L. طيب اللي بعده، طب اللانس الكارنت هيمشي كده، هيمشي الحته دي بكام يا جماعه؟ اهي ب L اهي. يبقى هنا اللانس ب L، يبقى الاجابه هتبقى رو E على 2L. ار واي لو انا وصلت الباتري بالشكل ده كده مع الواي اهي، معرفش انت شايفها ولا لا، هو كاتب لك هنا ار واي اهو، هنا الواي اكسس اهو. شباب كده اللينس بقى بكام؟ بقى كل ده اللينس كل ده اهو بكام؟ ب 2L. يبقى هنا الريزيستنس رو في اللينس على الاريا بكام؟ الاريا اول فيس هيقابل الكارنت اللي هو كام في كام يا جماعه؟ اللي هو ال في الحته المايله ال، يبقى ال سكويرد، يبقى رو اي في 2 على ال. اخر واحد ار زد، معلش هنكتبه تحت شويه، رو في اللنس على الاريا. طيب بكام اللنس لو انا وصلت كده اهي؟ هبان لكم قوي ها، ايه المقصود؟ جرب كده فكر معايا، انت جربنا مره ندخل الكارنت من هنا ودخلنا الكارنت مره من هنا، تعال بقى ندخل الكارنت من هنا. يبقى اول اريا هتقابل الكارنت اهي هي مين في مين يا جماعه؟ هي 2L في L، ادي الاريا 2L في L. طب اللينث، اقول لك على سر، اللينث هو السايد الثالث، يعني انا هنا استخدمت 2L خلاص واستخدمت ال L في حساب الاريا، يبقى اللينث اللي هدخله لجوه هو مين يا جماعه؟ السايد اللي فاضل اللي هو ال اهي. يبقى الاجابه هتبقى رو اي على 2 ال. ممكن نفكر مع بعضنا في حاجه، تعال نعملها تاني عشان اثبتها لك. تعال نحسب ار اكس، هدخل الكارنت كده واخده من هنا مثلا، يعني اسهل طريقه في الدنيا. الاريا اهي باينه بكام؟ الاريا ب 2 ال في المايل ده، يعني 2 ال في ال ده الاريا. يبقى اللينس وانت مغمض اللي فضل اهو. خلاص يا جماعه، طيب واحده واحده بقى، ده بنص، ما انا مش هركز على الارقام الثابته، مش هركز على الرو والال، ده بنص وده باتنين وده انا مش شايف في اتنين تحت اهي بنص، يبقى دول زي بعض نص ونص اهو. انما ده باتنين رقم كبير اهو، هم يا جماعة أنا عايز أقول له ده باتنين ودول كل واحدة فيهم بنص، بمعنى آخر ار واي أربع أضعاف ار اكس وأربع أضعاف ار زد. تاني كده نقولها تاني، ده باتنين ده بنص، يبقى ار واي أهو أربع أضعاف ار اكس زي ما أنا كاتب بالظبط.
التاخر بقى ار اكس سيبك منه ده باتنين ده بنص ار واي برضو اربع اضعاف ار زد اهي يا جماعه ار واي اربع اضعاف ار زد بنكتب الثري سايدز ايكويشن اهو بالمنظر ده فين الاجابه اللي بتقول كده يا جماعه مش موجوده بقى شفت يا سيدي طب نعمل ايه ممكن نديفايدد على 4 مثلا لا استنى كده موجوده متهيألي صح اهي ار واي لوحده ار اكس قبلها 4 ار زد قبلها 4 اهي ار واي لوحده ار اكس قبلها 4 ار زد قبلها 4 واحده كمان ده سؤال جبته لكم في كويز ده جه في امتحان تجريبي السنه اللي فاتت طالب من سيادتك حاجه بيقول لك دول جروب اوف وايرز اوف ديفرنت ماتيريال كل الوايرز عندها لينث ب 1 انهي جمله من دول صح شباب مين عنده ريزيستيفيتي اعلى هعمل معاك حركه سهله قوي هي مش الار بتساوي رو في اللينث على الاريا طب لما ارسم جراف بين الار وال1 اوفر اريا خلاص ده ستريت لاين رسمت جراف بين الار وال1 اوفر اريا تعالى كده نحسب السلوب مع بعضنا اهي السلوب يا جماعه ار ديفايدد 1 اوفر اريا يعني ار في الاريا ار في الاريا اللي هي بكام يا جماعه بروف ال يبقى ده السلوب اهو بروف ال طيب تيجي نقول مش كلهم ليهم نفس اللينث بالظبط صح يا جماعه اهي يبقى اللينث طلعوا لي بره الحسبه مش هيفرق بين واير والتانيه هم عندهم نفس اللينث اعتبره ب1 هو ب1 اصلا اهو حط اللينث ب1 يبقى السلوب يا جماعه بيساوي كام بيساوي الريزستيفيتي انت شايف ايه مين عنده سلوب اعلى اكس ولا واي مين عامل كده اكتر ها اكس اكس سلوب اعلى يبقى اكس عنده ريزستيفيتي اعلى خلصنا اختار ان ريزستيفيتي اكس هي الكبيره اهي طيب بص الطلب الثاني مين ات كونستنت ريزيستنس عنده اريا اكبر بص يا سيدي شباب ثبت الريزيستنس طيب يعني اعملها ازاي يعني اجي هنا كده اعمل هوريزونتال لاين هنا كده اهي يا شباب ركزوا معايا هنا الريزيستنس اهي كونستنت مهما الاريا تتغير هنا الريزيستنس مالها كونستنت طيب انا كده ثبتت الريزيستنس زي ما الراجل ده قال لي اهي طب لما نثبت الريزيستنس ركز كده معايا دول بقوا زي بعض كلام صعب دول دلوقتي تو وايرز عندهم ريزيستيفيتي غير بعض وعندهم اريا غير بعض فالاريا والريزيستيفيتي ظبطوا بعض ببعض بحيث ان الار ثابته فاهم القصه ايه يعني مثلا بص انت فاهم كويس ان الريزيستيفيتي دايركت مع الار انما الاريا انفرس مع الار خلاص بشكل بسيط جدا عايز تو وايرز يبقى عندهم نفس الار صح اللي عنده ريزيستيفيتي كبيره ايه اللي هيحصل لازم ده ريزل ده صعب قوي ده ماشي فيه كارنت عنده ريزيستيفيتي عاليه صح فهنعمل ايه هنكبر الاريا شويه هنبحبحها شويه لو الواير عندها ريزيستيفيتي عاليه نبحبحها شويه نكبر الاريا خلاص واللي عنده ريزيستيفيتي قليله هو اصلا سالك صح نقلل الاريا بتاعته اهي يا جماعه اللي عنده ريزيستيفيتي عاليه اخلي الاريا بتاعته عاليه اهي اريا اكس اكبر من اريا واي دي الاجابه الصح طب واحد مش فاهمها تعال نشتغلها بشكل تاني بص يا سيدي تعال نشتغل بالارقام هنا مكتوب مثلا 1 هنا مكتوب مثلا 2 الكلام صعب دول دلوقتي التو وايرز اكس اند واي عندهم نفس الريزيستنس بالظبط الراجل ده عنده اريا بكام سوري عنده 1 اوفر اريا ب1 اهو ال1 اوفر اريا لما تبقى ب1 يبقى الاريا ب1 طب الراجل اللي اسمه واي عنده 1 اوفر اريا ب2 اهو يبقى عنده اريا بكام يا جماعه بهاف يبقى علشان يحصل ان يبقى عندهم نفس الريزيستنس واخد بالك لازم مين يبقى عنده اريا اكبر من الثاني يا جماعه لازم اريا اكس يبقى اكبر من اريا واي زي ما احنا اخترناها سوا طيب كمان واحد جراف الار والاريا اهو
فعلا الار انفرس مع الاريا بالشكل ده، مش عارف اجيب سلوب. بس بيسالك سؤال سهل جدا، بيقول لك ايه؟ مين عنده اكبر لينس؟ ودول ثلاثة ديفرنت ماتيريالز. ها، مين عنده اكبر لينس؟ بص يا سيدي، لا دول سيميلر ماتيريال. يعني لو انا كتبت قانون عامل كده، كل دول عندهم نفس الريزستيفيتي، خلاص طلعها بره الحسبه، مش هتفرق بين واير والثانيه، كلهم نفس الريزستيفيتي بالظبط. طيب شباب، مين عنده اكبر لينس؟ تعال نعمل حركه حلوه قوي، تيجي نثبت الاريا. ازاي اثبت الاريا؟ انا لسه عاملها معاك من شويه. هنختار واير A و B و C، يبقى كلهم ليهم نفس الكروس سكشنال اريا. نقف هنا كده عند اريا مثلا ب 5 اهي. هو ده يا جماعه معناها ان احنا ثبتنا الاريا. الاريا از كونستنت بتساوي 5. طيب عند اريا 5 ركز معايا، C لو انا عملنا كده مثلا اهي، واير C هيبقى عندها ريزيستنس ب 1، واير B عندها ريزيستنس ب 2، واير A هيبقى عندها ريزيستنس ب 3. ركز بقى معايا، يبقى انا ثبتت الاريا اهي. طيب لما نثبت الاريا ايه رايكم؟ يبقى الريزيستنس واللينث علاقه ايه؟ دايركت. يبقى نقول تاني، الريزستيفيتي اوريدي سيميلر، شلناها من الحسبه. ثبتنا الاريا ازاي؟ ان انا وقفت هنا مع سيادتك اهو، فالاريا ثبتت خلاص. فالار والال بقت دايركت ريليشن، اللي عنده ار كبيره اكيد عنده لينث كبير. انت شايف ايه؟ ادي الار سي اهي، وادي الار بي اهي، وادي الار اي اهي. فين اعلى ار؟ اي طبعا. يبقى هقول له واير اي هاز هاير او جريتست لينث اهي. يا رب تكون فهمت، يا رب تكون وصلت. طب ممكن احلها بطريقه تاني؟ اه ممكن، بس اصعب شويه، اصعب شويه. انا مش هثبت الاريا، انا هثبت الار. هقف هنا كده اهو عند ار ب 10 اومز يا سيدي، خلاص اهي. ركز بقى معايا، انا دلوقتي ارجع تاني للايكويجن ده، ار بتساوي رو ال على الاريا. انا ثبتت الار اهي، وهم عندهم نفس الريزستيفيتي اهي. دي يا جماعه دايركت ولا انفرس ريليشن؟ اظن واضحه صح. دي دايركت ريليشن، دايركت ريليشن ما بين ال والاريا. طيب مين عنده اكبر اريا؟ بص ادي الاريا بتاعت سي اهي، وادي الاريا بتاعت بي اهي، وادي الاريا بتاعت ايه اكبر ما يمكن. يبقى الراجل ده واير ايه عنده اعلى اريا، يبقى هو عنده اعلى لينث، زي ما احنا وصلنا لها اهي، بس بطريقه ثانيه، بسكه ثانيه. اوه حلو. بارت 5، تعالى بقى نتكلم عن اومز لو. دخلنا في بوينت رقم 5 او بارت رقم 5 اللي هي اومز لو، فولت ميتر اند اميتر. بص يا سيدي، اومز لو بيقول ببساطه جدا V equals IR، كلنا عارفينها. ايه معنى V equals IR؟ at constant temperature. ليه ابتدى بالجملة دي؟ اصل الـ temperature لو constant يبقى الـ R constant. طيب V والـ I direct اهي، الـ electric current intensity directly proportional مع الـ potential difference. كل ما الـ V زادت كل ما الـ I زادت. طيب ادي كده Ohm's law، at constant temperature at constant R الـ V والـ I بيزيدوا مع بعض هما الاثنين. طيب شباب، في لعبة هنا كتير. ها، هل الفي ممكن تبقى كونستنت؟ اه في، ازاي؟ اهي بطارية مكتوب عليها 10 في، لو حصل ايه في الدنيا هي 10 في زي ما هي، موصلها في بريزيستنس بالمنظر ده. يبقى انا كده ضمنت ان between these two points او هم these two points هنا الفي ب 10 فولت، مهما اي حاجة تتغير الفي ب 10. ففي الحالة دي الاي والار هم اللي يتغيروا، الاي والار يبقوا انفرس. كل ما الريزيستنس زادت كل ما سحبت من البطارية اي ماله؟ اقل. فلو هنرسم هنا جراف مثلا عامل كده اهو، اي مع ار علاقة انفرس بالشكل ده. طيب ده في حالة ان الفي ثابتة، بغير في الار، كل ما غير في الار اشوف ايه اللي يحصل للاي، كل ما الار زادت سحبت من البطارية اي اقل. طب حاجة تانية ممكن يجي يقول لسيادتك مثلا حاجة عاملة كده اهي، الفي نفسه بيتغير، دي بطاريه بس بطاريه بنوع كده معين بنسميها الكتريك سورس، خلاص
بنعرف نغير الـ V نفسه، بنقوي البطارية أو نضعفها، نغير في الـ V. طيب بس الـ R constant مش عليها سهم، يبقى هنا الـ R constant. ففي الحالة دي الـ V والـ I direct، نرسمهم كده هم. كل ما الـ V زادت، كل ما قويت البطارية أكتر، مشيت current أكتر. يبقى الـ V والـ I direct مع بعض، مدام straight line يبقى أنا مهتم بالسلوب. طيب جراف زي ده السلوب بتاعه هيبقى مين؟ I على V. I على V بتدي لسيادتك 1 over R. طب لو كان السلوب مرسوم كده، برضو هما دايركت مع بعض مش فارقة كتير، ها؟ هنا السلوب هيبقى V على I. V على I بتدينا مين يا جماعة؟ بتدينا R. يبقى دول كده الفكرتين اللي عندنا، علاقة الـ V والـ I وعلاقة الـ I والـ R. طيب هو ممكن الـ I يبقى constant؟ آه ممكن، هيجيبها لك كده في الامتحان. بص يجي يقول لك البوتنشال ديفرنس من هنا لهنا والآر، ايه العلاقة ما بينهم مثلا؟ خلاص لو كان الآي كونستنت، شباب لو الآي كونستنت في حاجة فعلا اسمها كارنت سورسز، بتطلع كارنت ثابت مش عليك في المنهج، بس بيجيبها لك كده يقول لك آي كونستنت، وما تسألش ليه الآي كونستنت، هو كده هو كونستنت. طيب لو الآي كونستنت، الآر والفي علاقتهم ايه ببعض؟ يعني انا لو داريوستات كل ما زود الار، خلي بالك بقى الاي كونستنت اهي، كل ما زود الار الفي مالها تزيد، طب كل ما قلل الار الفي مالها تقل، يبقى العلاقه دلوقتي دايركت اهي، والسلوب هنا هيبقى مين؟ في على ار. في على ار بتطلع مين؟ بتطلع اي اهي. يبقى دول كده الجرافات اللي علينا في اومز لو مثلا، وده اشكالها بالمنظر ده. تعالى كده نكمل مع بعضنا. هنا بفكر سيادتك بحاجه، في حاجة اسمها اوميك ونان اوميك ريزيستنس. اوميك يعني بتتبع قانون اوم. طيب يعني ايه اوميك ريزيستنس باختصار؟ يعني الار بتاعها كونستنت اهي زي هنا، يعني الار از كونستنت، فبالتالي الفي والاي دايركت مع بعض، كل ما تزود الفي كل ما الاي هو كمان يزيد، لان الار كونستنت. مين النان اوميك ريزيستنس؟ زي اللمبة الحرارية دي، ريزيستنس لا تتبع اومز لو. ليه؟ اصل دي كل ما بيمشي فيها كارنت اكتر بتسخن اكتر. افتكر لما التمبريتشر تزيد الار يحصل له ايه؟ يزيد اهي. ده كده رسمه الاوميك ريزيستنس. الفي والاي مع بعض دايركت، لان السلوب اللي هو ار كونستنت اهي، ار كونستنت. هنا دول مش دايركت، لان السلوب ماله؟ بص كده انا فهمتك الطريقه. يعني ايه سلوب؟ يعني بعلم هنا كده، بقسم اجزاء بالالوان اهي اهي، مثلا بص اهي اهي يا سيدي، اخر لون اهو، اخر لون اهو. السلوب ابتدى قليل، مين السلوب يا جماعه بتاع رسمه فيو اي؟ ده الار. الار ابتدت قليله وابتدت مالها تزيد بالشكل ده اهو، يبقى هنا الار از انكريزنج. ده منطقي. ليه؟ كل ما مشي فيها كارنت اكتر كل ما سخنت، فكل ما بتسخن كل ما الار بيحصل لها ايه؟ بتزيد. دي بنسميها نون اوميك ريزيستنس. طيب جزئيه كمان، بص يا سيدي محتاج بس امسح الجرافات، لو انت بتصور او بتكتب ورايا فانت يعني صور لغايه هنا كده. يلا ندخل بقى على الجرافات، سوري ندخل على الجزئيه الاخيره اهي. بص يا سيدي، يعني ايه بوتنشال ديفرنس ويعني ايه اكزاكت بوتنشال؟ بص عندي هنا 2 بوينتس A و B، والكرنت ماشي بالمنظر ده. انا عايزك تفتكر حاجه، هو لو في بطاريه عامله كده خلاص، الكونفنشنال ده اللي مكمل بيه النهارده السيشن كلها، الكونفنشنال كرنت بيمشي ازاي؟ بيمشي كده اهو بالمنظر ده كده. طيب يا جماعه الاي بتشوفه دايما، بص تعالى ارسمه لك بالطريقه اللي عايز اقولها لك. الاي داخل دايما على النيجاتيف تيرمينال وخارج من البوزيتيف. طيب يبقى ده بطاريه. طب الريزيستنس؟ لا، الريزيستنس بتبقى عامله كده، الاي داخل في البوزيتيف تيرمينال. هتقول لي بس فين البوزيتيف والنيجاتيف؟ ده الريزيستنس وشها زي قفاه. ايوه بس احنا كفيزيكس بنفهم حاجه ثانيه، الباتري رسمتها باينه، الشرطه دي نيجاتيف والشرطه دي بوزيتيف، متفقين. اما الريزيستنس احنا اللي بنحط البوزيتيف والنيجاتيف. الريزيستنس اشوف الكرنت دخل منين احط بوزيتيف، خرج منين احط ايه؟ نيجاتيف. شباب دي مهمه، لان ممكن يجيب لك مساله عامله كده يقول لك ده
بلاك بوكس، ده صندوق اسود ما اعرفش ايه اللي جواه، خلاص ما اعرفش ايه اللي جواه، ولكن ولكن الاي داخل كده ولقينا هنا الطرف ده بوزيتيف وانت مغمض، امتى الاي بيدخل من البوزيتيف تيرمينال؟ يبقى اكيد اللي هنا ده مين؟ ريزيستنس. طيب لو قال لك اصل الاي لقيناه داخل في النيجاتيف تيرمينال، فعلى طول تفتكر امتى الاي بيخش في النيجاتيف تيرمينال؟ في حاله ان يكون في هنا بطاريه. يبقى الطريقه دي بتستخدمها عشان تكشف عن الفرق ما بين الباتري والريزيستنس. طيب يبقى هنا الكارنت اهو مكان ما هو داخل حطينا بوزيتيف وحطينا نيجاتيف الناحيه الثانيه، البوتنشال ديفرنس ما بين A و B، بطبق قانون اوم يا جماعه، البوتنشال ديفرنس ما بين A و B بتساوي I في R. طيب هو الكارنت بيمشي من هاي بوتنشال للو ولا من لو لهاي؟ الكارنت بيمشي من الهاير بوتنشال للو. الكارنت ماشي كده، فين الهاير بوتنشال؟ ايه ماشي من A ل B. يبقى الديفرنس ده انا عارف مين اللي عالي ومين اللي واطي. انا عارف دلوقتي ان بوينت A is higher than point B، والديفرنس ما بينهم هو اللي بيساوي I في R. خلاص يبقى البوتنشال ديفرنس بين ذا بوينتس A اند B بنكتبها كده، بكتب VA minus VB واساويها بكام؟ بآي آر طبقا لقانون اومز او اوم. طيب بص بقى، دي كده بيغششك حاجه، بيقول لك احسب لي VA، فانت هتقول له والله ما اعرف احسب اكزاكت بوتنشال، انا اللي عليا في المنهج بوتنشال ديفرنس، V equals IR، V معناها بوتنشال ديفرنس. طيب يا عم احسب اللي تعرف تحسبه. بص انت هتعرف تحسب مين؟ ان دلوقتي البوتنشال ديفرنس ما بين A و B، خلاص مين هاير؟ الكرنت ماشي من هنا اهو من A رايح ل B، يبقى A is higher، يبقى الديفرنس ده في صالح A، يبقى ده كده VA minus VB. والبوتنشال ديفرنس ما بين A و B across the resistance بيساوي I في R، فانت بتساوي الكلام ده كله بمين؟ بI في R اهي. خلاص يا جماعه ده اللي انت تعرف تحسبه، potential difference between two points. ما تعرفش تجيب في A لوحدها ولا في B لوحدها الا لو غششك قال لك ايه؟ B واصله بجراوند، يبقى هو بيغششك ان B بزيرو، يبقى في الحاله دي في B بقى بزيرو. في الحاله دي في A على طول بقت بكام؟ بI في R. يبقى يا جماعه صلوا على النبي، ما اعرفش احسب اكزاكت بوتنشال غير لما يغششني، انا بعرف احسب بوتنشال ديفرنس بين تو بوينتس واسويه باي ار، ما اعرفش احسب اكزاكت بوتنشال غير لما هو غششني ان في بي بكام؟ بزيرو، ساعتها بس عرفت احسب اكزاكت بوتنشال. طيب تعالوا بقى نبتدي مع بعضنا نحل على اومز لو، بس ممكن قبل ما احل اخد معاك حاجه اسمها وان لوب سيركت واشرح لك الفولت ميتر والاميتر عليها. بص يا سيدي، الوان لوب سيركت اللي هي بطاريه كده وريزيستنس كده، خلاص ومفيش باس تاني، يعني الكارنت بيمشي في لوب واحده ملوش غير باس واحد بس. بص يا سيدي، في الحاله دي شباب لو البوينت دي سميتها ايه مثلا ودي سميتها بي، خلاص اهي خد بالك كويس قوي، هنا البوينت دي هي مين؟ ركز كده، هو في اي ديفرنس ما بين دي ودي؟ هل في هنا في بطاريه بتشحن التشارجز او في ريزيستنس بيستهلك من طاقه التشارجز؟ لا، يبقى هنا مفيش حد بيبروديوس فولتج ولا حد بيكونسيوم، ولا في بطاريه ولا في ريزيستنس، يبقى الحته اللي هنا دي ما فيهاش بوتنشال ديفرنس، يبقى دي اكزاكت زي دي بالظبط. يبقى طول ما عنديش كومبوننت بقول ان كل دي كده ذا سيم بوينت. طيب لو هنا بي يبقى هنا كام يا جماعه؟ بي برضو. ليه؟ ما دام مفيش كومبوننت اذا مفيش بوتنشال ديفرنس. طيب الوان لوب سيركت البوتنشال ديفرنس اكروس ذا باتري في اي بي هو هو بالظبط البوتنشال اكروس ذا ريزيستنس اللي هو في اي بي. يبقى ركز معايا، الفولتج بروديوسد باي ذا باتري خلاص هيساوي الفولتج كونسيومد باي ذا ريزيستنس. اوعى تنسى ان الفولتج هي ورك او انرجي، فبالتالي الانرجي الانرجي بروديوسد باي ذا باتري اللي البطاريه بتطلعه رايح لمين؟ رايح للريزيستنس. هي دي يا جماعه الوان لوب سيركت. طيب في الحاله دي لو جه قال لسيادتك عايزين نقيس الكارنت او نقيس الفي، بنستخدم اميتر او فولت ميتر. ركز معايا، الفولت ميتر يا شباب شكله عامل كده، بيوصل ان بارلل، بيتوصل بارلل، طبعا هنشرح بالتفصيل الكلام ده النهارده برضو،
عنده infinite resistance. طيب الأميتر شكله عامل كده خلاص، بيوصل سيريس عنده زيرو ريزيستنس، الاثنين ضيوف شرف. بص يا سيدي، لما يجي يقول لك مثلا حطينا هنا كده فولت ميتر، بص بيوصل كده بالظبط اهو، ده يا جماعه هيقيس البوتنشال ديفرنس ما بين الوصلتين بتوعه. استنى، دي ايه وايه؟ مفيش ديفرنس، يبقى الراجل ده هيقيس كام؟ زيرو بوتنشال ديفرنس، يبقى قرايه الفولت ميتر ده كام؟ زيرو. ده ضيف شرف، مش هيأثر على اي حاجه، هو جاي يقيس ويمشي، مش هيسحب كارنت، مش هيغير اي حاجه في المساله. طيب لو قال لك حطينا الفولت ميتر هنا كده اهو، واصل ما بين مين ومين؟ A و B، يبقى ده بيقيس البوتنشال ديفرنس اكروس ذا ريزيستنس، او اكروس مين يا جماعه؟ ما هو دول هم دول، فهيقيس البوتنشال اكروس ذا باتري. يبقى الفولت ميتر ده بيقيس ذا بوتنشال ديفرنس اكروس ار، اللي هي اي في ار، او بيقيس مين؟ الالكتروموتيف فورس. طيب كده انا عرفتك الفولت ميتر. الاميتر بقى، بص الاميتر بيتحط هنا كده اهو، بيوصل ان سيريس. يعني ايه ان سيريس؟ يعني الكارنت اللي خارج من الباتري في طريقه للار، في طريقه للار لازم يعدي بمين يا جماعه؟ بالاميتر، ويرجع كده ايه يكمل السايكل بتاعته. الاميتر بيتحط سيريس بالمنظر ده، بيقيس الالكتريك كارنت. طب استنى ركز معايا، هما ليه ضيوف شرف؟ عشان الحته اللي هنا دي. خلاص بص معايا وركز، ممكن يجيبوا لك سؤال مقالي يقول لك ليه الفولت ميتر بيوصل بارلل وليه الاميتر بيوصل سيريس. بص يا سيدي، الفولت ميتر عنده ريزيستنس عالية جدا جدا جدا. طب يا جماعة مش هو واصل بالتو بوينتس A و B؟ يعني الفي هنا كونستنت، الفي هنا هو هو الفي هنا، العشرة فولت بتاعت البطارية مثلا يعني، يبقى الفي هنا كونستنت. طيب لو الفي كونستنت والراجل ده عنده R عالية جدا، بص كده على أومز لو، عنده R عالية جدا، يبقى هيسحب كارنت عامل ازاي يا جماعة؟ قليل جدا، زيرو. يبقى الفولت ميتر هيسحب كارنت زيرو. تعرف ده معناه ايه؟ هيقيس البوتنشال ديفرنس من غير ما يسحب من البطاريه الكتريك كارنت، علشان عنده ريزيستنس انفينيتي. طب الاميتر ليه بنحطه سيريس؟ بص يا سيدي، الاميتر عنده ريزيستنس زيرو، عارف ده معناه ايه؟ يبقى الفي اللي هنا بكام؟ يا جماعه الراجل ده عنده ريزيستنس زيرو، يعني لو جيت احسب له هنا دلتا في اي في ار، عنده ريزيستنس بزيرو، يبقى دلتا في بتاعته بكام؟ بزيرو. يبقى الراجل ده ما عملش هنا بوتنشال ديفرنس. ركز بقى معايا، الاميتر بيتحط سيريس عشان عنده ريزيستنس بزيرو، فما بيعملش بوتنشال ديفرنس، بيسيب هنا بي وهنا بي زي ما هم. الفولت ميتر بيوصل بارلل علشان عنده ريزيستنس بانفينيتي، علشان في الحاله دي مش هيسحب اي الكتريك كارنت. ضيف شرف على الالكتريك سيركت بتاعتنا، مش بيسحب اي كارنت، ده بيوصل بارلل وده بيوصل سيريس. لو قال لك في الامتحان ليه؟ علشان ده عنده انفينيت ريزيستنس، سو ات دازنت درو الكتريك كارنت، ما بيسحبش الكتريك كارنت او كونسيوم الكتريك كارنت. الاميتر بيوصل ان سيريس بيكوز ات هاز زيرو ريزيستنس، سو ات دازنت برودوس اني بوتنشال ديفرنس. طيب واحد يقول لك طب انا عايز اجرب اوصلهم بالعكس، تعال نجرب. بص تخيل معايا كده، سيادتك حطيت هنا فولت ميتر ان سيريس عنده ريزيستنس انفينيتي بيمنع الكارنت، ده منع الكارنت، فالكارنت دلوقتي مش عارف يمشي، خلاص الكارنت مش هيعرف يمشي لان الراجل ده منع الكارنت. يبقى انا حاطط فولت ميتر يقيس لي حاجه بوظ لي حاجه اصلا، خلاص يبقى الراجل ده كده بوظ الالكتريك كارنت، بوظ المساله. طب تعالى نبوظها اكتر بقى، تيجي نحط اميتر مثلا يعني بارلل، تيجي نحط اميتر هنا كده، ايه اللي هيحصل؟ الاميتر عنده زيرو ريزيستنس، ركز معايا، فهيخلي البوتنشال ديفرنس هنا كام؟ احسب اي ار، يلا الراجل ده الار بتاعته بزيرو، احسب له اي في ار هتدي لك زيرو، يبقى خلى البوتنشال ديفرنس هنا زيرو. تعرف ده معناه ايه؟ بطاريه مكتوب عليها 10 فولت، خلاص يعني اكروس ذيس تو بوينتس 10 فولت، دلوقتي انت خليت التو بوينتس دول عليهم زيرو فولت، مفيش ار فمفيش هنا في،
يعني انت خليت البوتنشال ديفرنس هنا زيرو، حرقت البطاريه، بنسميها حتى كده في الكهرباء عملنا شرطنا البطاريه، عملناها شورت سيركت خلاص. يعني هي مكتوب عليها 10 فولت، دول تو ديفرنت بوينتس، رحت انا موصلهم ببعض خليتهم اكزاكت بوينتس، خليت هنا البوتنشال ديفرنس زيرو، حرقت البطاريه خلاص او شرطت البطاريه. يبقى ما ينفعش المنظر ده، الاميتر بيوصل سيريس ما يوصلش بارلل، الفولتميتر بيوصل بارلل ما يوصلش سيريس. تعالوا بقى نحل يلا كذا سؤال. هنا بيقول لي سيادتك عايزين نجيب الريشيو اي 1 على اي 2، فكره بسيطه نفس الفي، فبنكتب هنا كده في ايكوالز اي ار، ما دام الفي متشابه في المسالتين مش هيفرق لي ما بين المسالتين. حلو، بص ده سخن درجه حراره عاليه يبقى الار عاليه، ده لو عنده ار عاليه يبقى عنده كارنت قليل. طيب ده بارد تمبريتشر قليله يبقى ار قليله، ار قليله يبقى الاي ماله عالي اهو. فبيسالك يا ترى انهي اي اكبر؟ ايه رايك؟ باينه جدا الكارنت اللي هيتسحب من الباتري هنا كبير، هنا الكارنت قليل، يبقى اي 1 ده صغير ديفايدد اي 2، اي 2 ده كبير اهو. طبعا لما بتعمل ديفيجن حاجه قليله على حاجه كبيره بيطلع لك رقم اقل من مين يا جماعه؟ اقل من الواحد بالمنظر ده اهي. اللي بعده هنا بيقول لي سيادتك ركز ركز قوي، كارنت انتنسيتي اي هيعدي بكوندكتور اوف لينث ال اهو، وعنده اريا كروس سكشنال اريا اي، لو انا غيرت البطاريه، ركز، غيرنا البطاريه، الكارنت زاد وبقى 3 اي، الكارنت زاد اختلف، يحصل ايه للاريا؟ انت فاهم ايه اللي حصل؟ ده ريزيستور عنده ار 10 اوم، وصلته ببطاريه ضعيفه مهزقه سحب منها كارنت ضعيف، وصلته ببطاريه قويه سحب منها كارنت قوي، بس الريزيستنس 10 اوم. بيقول لك ايه اللي هيحصل للكروس سكشنال اريا يا راجل؟ يعني الريزيستور لوحده كده هلاقيه ما شاء الله بيتخن او بيرفع؟ لا طبعا، يبقى هو خدك في حدوته بس في الاخر سالك عن حاجه من الثوابت، سالك عن الكروس سكشنال اريا كانت كام؟ كانت بص معايا كده كانت ايه؟ هي لسه نفس الايه بالظبط، مش لما غير البطاريه الواير تتخن. ركز هنا جراف بيقول لك ايه؟ ايه رايك ترسم لي جراف ما بين الار والفي؟ ار هي الريزيستنس بتاعت كوندكتور اهي، شباب 10 اوم هتفضل 10 اوم طول عمرها ما لم يتم تسخينها او تبريدها، تغيير التمبريتشر هو اللي بيزود وينقص الار، انما غير كده الار كونستنت. جاب لك سيره ان التمبريتشر بتتغير؟ لا، يبقى الار كونستنت، يبقى مهما كانت الفي بتتغير الار كونستنت اهي. كل ما الفي تزيد بطاريه قويه اسحب منها كارنت اكتر، انما الار ماله يا جماعه؟ كونستنت. اللي بعده امتحان السنه اللي فاتت، رسم لك هنا باتري جنبها سويتش، السويتش ده كونكتد، هنفهمه النهارده بالتفصيل يعني ايه سويتش، يعني الكارنت ماشي في السيركت بالمنظر ده اهو، هنا في ريوستات، هنا في ار وصل عليها فولت ميتر، هنا في اميتر. طيب ابتدى يسالك شويه اسئله بسيطه قوي، بيقول لك ايه؟ انهي جراف هيوضح الريليشن ما بين الاميتر ريدنج والبوتنشال ديفرنس اوف ذا فيكسد ريزيستنس؟ اهي عايزين جراف ما بين علاقه الفي اللي هنا ده كده والاميتر اللي هنا كده. شباب انا لسه قايلها لك، ما تركزش على الريوستات، ما جبناش سيرته مش عايزينه. بص الفولتميتر واصل فين؟ هنا. هيقيس مين؟ الفي اللي هنا، يبقى الفولتميتر بيقيس الفي اللي على الريزيستنس اهي. طيب هي الفي اللي هنا ايه علاقتها بالكارنت؟ ما هو الاميتر محطوط صح، فنفس الكارنت خرج مشي كده 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 كده، الاميتر بيقرا الكارنت، يبقى الفي دي هي بتساوي اي في ار. عايز علاقه بين فيو اي، بص سيم تمبريتشر يعني الريزيستنس اوميك، يعني الار كونستنت يا جماعه، في وجود الار كونستنت الفي والاي مع بعض هيبقوا ايه؟ ها لو الار كونستنت الفي والاي دايركت، يبقى الريليشن اول واحده هي اللي صح اهي. سؤال سهل اللي بعده، هنا بيقول لي سيادتك ارسم لي ريليشن ما بين الاميتر ريدنج والريوستات او الفولتميتر مع الريوستات، وانا ازود لك انا سؤال ثالث، عايزين جراف لفي 1. بص معايا
ده فولت ميتر راكب غلط. ده فولت ميتر هيقيس البوتنشال ديفرنس من هنا لهنا، وانا قلتها لك، هو دي ودي في بينهم ديفرنس ولا هم حاجه واحده؟ مفيش يا جماعه من هنا لهنا بوتنشال ديفرنس. يبقى في 1 هيقيس كام؟ هيقيس 0. خلصنا منه خلاص. الاميتر بيقيس الكارنت، الفي 2 بيقيس الفولتج من هنا لهنا. شباب ممكن يعني تاخدوا بالكم من حاجه، في كام كومبوننت من غير ضيوف الشرف، من غير الفولت ميترز والاميترز انساهم، في كام كومبوننت؟ باتري اهي، ومين تاني؟ والريزيستنس. طيب مش احنا اتفقنا من شويه لو الباتري مكتوب عليه 10 فولت كل ما يتم انتاجه في البطاريه يتم استهلاكه في الريزيستنس، يعني الفي هنا نفس الفي هنا بالظبط، يعني الفولت ميتر ده واصل هنا اكنه واصل هنا. طب دي بطاريه مكتوب عليها 10 فولت خلاص، يبقى الفولت ميتر ده هيفضل طول عمره يقيس كام؟ بص دي مكتوب عليها 10 فولت، يبقى ده كمان من هنا لهنا 10 فولت. يبقى الفولت ميتر في 2 بيقيس حاجه ثابته، بيقيس بطاريه ولا بتزيد ولا بتقل، يبقى فولت ميتر 2 قرايته ثابته اهي يا جماعه اهي. هتقول لي ازاي مع ان ده ريوستات الار بتاعته بتتغير؟ يا سيدي ركز بقى وصلي على النبي، ما ال V بتساوي I في R، ال V ثابته، الار اللي هو الريوستات كل ما يزيد يسحب كارنت قليل، كل ما يقل يسحب كارنت عالي، الاي والار بقوا بيتغيروا مع بعض بس ال V ماله كونستنت. طب هو عايز بقى قرايه الكارنت مع الريوستات، كلام منطقي شباب، كل ما الار ما بتزيد الاي ماله يقل، يبقى دي علاقة انفرس اهي، ادي الار وادي الاي، الاميتر ريدنج اللي هو الكارنت، الاي والار يا جماعة علاقة ايه؟ انفرس اهي، ده شكلها، يبقى الاي والار انفرس، اما الفي كونستنت، ولو كان سألك عن في 1 بزيرو. سؤال كمان، عايز ريزيستنس ايه على ريزيستنس بي؟ واحدة واحدة، هو السلوب يا جماعة في على اي اللي على الواي ديفايدد اللي على الاكس بيساوي كام؟ بيساوي ار. طيب تعال نجيب السلوب لايه؟ يلا ما هو سلوب يعني ار، خلصنا. السلوب هو تان ثيتا، ادي ثيتا اهي اهي، يبقى السلوب بيساوي تان 30، خلصنا. طيب تعال نجيب السلوب او الار بتاعت مين؟ بتاعت بي بقى، الار بتاعت بي بتساوي تان ثيتا، مين الثيتا؟ بص من هنا لهنا كل دي كده اللي هي كام؟ 60، يبقى هنا السلوب هو تان 60. خلصنا يا جماعه؟ عايزك تحسب ار اي على ار بي، يعني هنحسب تان 30 على تان 60 هتطلع 0.33. اللي بعده، الف لي قانون يحسب الكيو از ا فانكشن اوف كل الحاجات اللي انت هتقراها معايا دلوقتي. كوندكتور طوله ال، عنده كروس سكشنال اريا اي made of material of conductivity سيجما، في potential difference V واصله على طرفينه بالشكل ده كده خلاص، في charges او amount of charges Q بيعدي في time interval T، هات قانون للكيو. شباب النوع ده من المسائل لذيذ وظريف جدا، بص ابدا بأومز لو اهو، V بتساوي I في R، مين يا جماعه ال I؟ Q على T اهي، مين يا جماعه ال R؟ رو في ال L على الاريا، او اشيل الرو واحط بدلها ابن عمها، مين ابن عم الرو؟ السيجما الكوندكتيفيتي، بس 1 اوفر رو، يعني اهي لو الرو فوق اهي اكتب الكوندكتيفيتي تحت اهي. طيب عايز الف قانون للكيو، هنعمل ايه يا جماعه؟ هنكتب في بتساوي كيو ال على تي في الكوندكتيفيتي في الاريا، خد كل دول جنب الفي يلا، فبقى في تي في الكوندكتيفيتي في الاريا بتساوي كيو في ال، خد ال تحت كده، انا جبت مين يا جماعه؟ الكيو، يبقى الكيو بتساوي كل الرغي ده على ال، فين هي؟ اهي اهي. واحده كمان، في امتحان ازهر اهو بيقول لك كوندكتور ماشي جواه كارنت ومع ذلك الفولتج اكروس اتس تيرمينالز بزيرو، كوندكتور اهو من هنا لهنا ماشي فيه كارنت بس ما فيش بوتنشال ديفرنس اكروس اتس تيرمينالز، يا ترى ليه؟ فكر فيها كده معايا، ممكن تكون، ممكن يكون ده اميتر بس ما قالكش اميتر، قالك كوندكتور، اه ممكن يكون ده بيرفكت كوندكتور،
ممكن يكون كوندكتور عنده ار بي زيرو ما عندوش ريزيستنس خالص. ما لو الار بي زيرو هتبقى الاي ار بي زيرو، يبقى ده فعلا ممكن يكون يا جماعه بيرفكت كوندكتور. بص الاجابه ثين واير، لا زيرو ريزيستنس بيرفكت كوندكتور، صح هي دي بيرفكت او سوبر كوندكتور، كلام سليم. ميد اوف جرافايت غلط، فيري هاي ريزيستنس غلط، هي الاجابه زي ما احنا كتبناها سوا غيره. عصفورة واقفة على هاي فولتج باور لاين اهو، ادي محطة يا جماعة محطة باور، وادي المصنع مثلا فاكتوري، وادي شكل المسألة عامل كده. محطة بتنتج كهرباء اكنها بطارية كبيرة بتمشي الكهرباء توديها المصنع تشغله وبترجع تاني، كلوزد سيركت اهي. عصفورة جت تقف هنا كده، معرفش ارسم، ها دي كده عصفوره اهي. بيقول لك ايه؟ ذا كوبر واير الدايمتر بتاعها 2.2 سنتيمتر، معانا الدايمتر، وماشي فيها كارنت 50 امبير، معانا الاي. المسافه بين رجلين العصفوره من هنا لهنا 4 سنتي، يا ترى البوتنشال ديفرنس اكروس اتس بادي بكام؟ نوينج ذات ذا ريزيستيفيتي معانا. شباب شباب شباب، عارف ده اكنه ايه بالظبط؟ خلي بالك اكنها فولت ميتر، اكن العصفوره اتحطت هنا كده مش هتاثر على السيركت خالص، مش هتاثر. عارف ليه مش هتاثر؟ لان ده الريزيستنس بتاعته اكنها زيرو، قليله جدا، ده كوندكتور نظيف، كوندكتور كوبر، فبالتالي اكن الكرنت وهو ماشي هنا هيقابل كوندكتور وهيقابل عصفوره. العصفوره دي يا جماعه هي كوندكتور، في عصفوره في الدنيا نحس، يبقى العصفوره دي اكنها انسيوليتر، اكنها الريزيستنس بتاعها بانفينيتي، مش هيمشي فيها كارنت، كارنت هيكمل طريقه، فهي اكنها فولت ميتر، هي هتقيس او هتحس البوتنشال ديفرنس من غير ما تسحب كارنت. يلا اكنه بيقول لك احسب لي البوتنشال ديفرنس من هنا لهنا بس. يلا يا جماعه بسم الله هنعمل ايه؟ في بتساوي اي في ار، الاي ب 50 امبير، طب الار بكام؟ رو ال على الاريا، ادي رو، ادي اللانث، بكام اللانث من هنا لهنا؟ 4 سنتي، اكتبها بالمتر 0.04. على الاريا بكام الاريا يا ترى؟ بص قال لك الواير عندها اريا، عندها دايمتر كذا، وانت عارف ان الاريا بتساوي باي ار سكويرد او باي اوفر 4 دايمتر سكويرد، ده قانون حساب الاريا لاي سلندريكال واير بالشكل ده كده اهو. يبقى اكتب هنا باي اوفر 4 الدايمتر سكويرد، واحط الدايمتر مش بالسنتي بالمتر، بدل 2.2 نكتبه كده اهو. خلاص حسبت الاي، حسبت الار، شوف لي الفي يلا هتطلع كام، معلش ساعدني واحسبها انت. اللي بعده هنا بيقول لك student found a device looks like a resistor، حاجه كده اكنها ريزيستور، بس لما وصلناها ببطاريه 1.5 فولت سحبت 50 ملي امبير، لما وصلناها ببطاريه 3 فولت سحبت 25، هل هي اوميك ولا لا؟ هل هي بتوبي بتتبع اومز لو ولا لا؟ يلا يا جماعه بص، تيجي هنا معايا الفي ومعايا الاي، تعال نحسب لها الار، يلا في على اي، يلا 1.5 على 50 مللي. طيب تعال نحسبه مع بعضنا يطلع كام؟ يطلع عندك هنا كده كيلو ماشي 10 باور 3 قول 10 باور 2 يبقى 15، 10 باور 2 يبقى 10 باور 1 يبقى 15 على 5 يبقى 3 في 10 باور 1 يبقى 30. احسبها احسبها ها؟ اهي 30 اوم. تعالى نحسب دلوقتي معايا الفي في الحاله دي والاي هنا، تعالى نحسب الار. هيبقى هنا 3 على 25، 3 فولت اهي على 25 ملي امبير، يبقى انت عندك هنا في 1000 يبقى حوالي 3000 على 25 حوالي بتتكلم في 100. طيب احسبها انت شوف تطلع كام بالظبط، مش 100 يعني. شباب هي نفس الديفايس عندها ار بتتغير، معناها ايه؟ اهي نفس الديفايس ولكن عندها ار بتتغير، صح؟ هل كده بتوبي اومز لو؟ لا. طب التفسيرين ايه؟ بص التفسير المنطقي هقول له ايه؟ علشان ما حصلش كده، بص اهي ما حصلش ان الار كونستنت، فبالتالي ما حصلش ان الفي والاي كانوا دايركت مع بعض،
هي مش أمك علشان عندها أر بتتغير، دي واضحة وصريحة. فبناء عليه لما الفي زادت الاي ما زادتش معاها بشكل دايركت، ما زادتش بشكل بنفس الريت. تعال نقراها سوا. لان في واي نوت دايركتلي بروبورشنال، دي صح. لان في واي سكويرد بيعك بيعك بيعك. ايه اي مين جاب سيره اي سكويرد؟ ما فيش. لان الريزيستنس نوت ايكوال، الريزيستنس اختلفت، صح برضو. فالاجابه ايه؟ وسي. خلاص يا جماعه، هي نون اوميك عشان عندها ار بتتغير، فبالتالي الفي والاي ما كانوش دايركت. يعني هنا الفي زادت الضعف، كان المفروض الاي يزيد الضعف، كان المفروض من 50 ملي امبير يبقى كام يا جماعه؟ يبقى 100 ملي امبير. ما زادش اصلا، انت واخد بالك؟ اهي الفي زادت الضعف، في حاجه غلط متهيألي، صح ولا ايه؟ لا هي ما فيش حاجه غلط، اهي الفي زادت، الاي اصلا ما زادش، الاي قل، فده معناه ان في حاجه غلط، معناه ان الفي والاي مش دايركت مع بعضه. طيب باور ستيشن، بطاريه كبيره يعني، كونكتد لفاكتوري ريزيستنس، يعني بينهم مسافه، ادي الباور ستيشن اهي وادي الفاكتوري اهو، بينهم مسافه 2.5 كيلو، كونكتد باي تو وايرز، واير رايحه واير راجعه اهي. طيب والمسافه ما بينهم كام؟ 2.5 كيلومتر اهي. خلي بالك ده امتحان، ده سؤال بيجي كتير، وجي حاجه زيه بالظبط في امتحان السنه اللي فاتت. طيب فبيقول لي سيادتك، امتحان 2023 يعني، بيقول لي سيادتك البوتنشال ديفرنس اللي عند الاستيشن 240، تم انتاج 240 فولت هنا، من هنا كده لهنا كده اهي، بس اللي وصل المصنع 220 فولت اهي، اللي وصل من هنا لهنا 220 فولت. اولا ده معناه ايه؟ المصنع بينتج 240 فولت، وصل بوتنشال ديفرنس هنا 220، معناه ان في 20 فولت وقعوا. طب ال 20 فولت اللي وقعوا فين؟ انا هقول لك، اصل الواير يا جماعه اللي ما بين المصنع وما بين الباور ستيشن هي واير على شكل ريزيستنس اهي، رايح جاي. فاكيد اكيد الواير الفرده الرايح دي كده استهلكت 10 فولت، واكيد الفرده الراجع دي كده استهلكت 10 فولت. كده منطقي، 240 فولت تم انتاجهم، وصل للمصنع 220 بس، يعني وقع مننا 20 فولت، راحوا فين ال 20 فولت؟ بالتساوي نتيجه السيمتري، 10 فولت وقعوا من هنا لهنا تم استهلاكهم هنا، و10 فولت تم استهلاكهم هنا. طيب فبيقول لي سيادتك ايه؟ انا عايزك لو انا مدي لك الكرنت ب 80 ملي امبير اهو، هيجي واحد مغفل يقول لك الكرنت اللي فين؟ يا ابني ما هو نفس الكرنت خرج ولف ورجع. ما هو نفس الاي. طيب عايز الريزيستنس بير لينث اوف ذا واير، عايزك الواير اللي هنا دي كده تحسب لها ريزيستنس بير لينث دي كده. او الثانيه، ما هم نسخه من بعض، عايزك تجيب لي الريزيستنس بير لينث بتاعت الواير دي. شباب كلام سهل جدا، ركز. هي الفي بتاعت الواير، تركيزي كله هنا. الفي هنا بكام؟ ب 10. الكرنت اللي هنا بكام؟ 80. هركز عليها لوحدها، هفصلها لوحدها اهي. يا ريتني ما فصلتها والله، اهي. ريزيستنس 80 امبير، والفولتج من هنا لهنا ب 10 اهي يا جماعه. يبقى الار بتاعتها بكام؟ في على اي، 10 على 80 اهي. ده التوتال ريزيستنس بتاع الواير. الكلام صعب؟ عايز اجيب الريزيستنس بير لينث. بص حتى على اليونت، اوم بير متر، اوم بير متر، اوم بير متر، يعني عايز الار اقسمها على المتر، اقسمها على اللينث. هناخد الار اهي معانا، خلاص عايزين نقسمها على اللينث بتاع الواير. قال لك اللينث بتاع الواير دي بكام؟ 2.5 كيلو، 2500 متر. يعني اللينث معانا اهو ب 2500 متر. معاك الار والال، وعايز الار بير لينث، عايز الار على الال. يلا ادي الار بير لينث اهي، 10 على 80 اهي يا جماعه، ديفايدد 2500 اهي. ده كده تقريبا بتتكلم في كام اهي؟ بص، 8 على 2500، 0.4 اصفار 10 باور نيجاتيف 5، 5 في 10 باور نيجاتيف 5 اهي. سؤال بقول لك مهم وقوي. خلاص يا جماعه، جبت الار واللينث، جبت الار بير يونت لينث، خلصنا. اللي بعده، واير على
او عندها كروس سكشنال اريا كذا اهي، وعندها ريزستيفيتي كذا. Wound in the form، دي فكره مهمه، wound in the form of a circular coil of radius 7/22. سيادتك جبت سلك ولفته حوالين صباعك بس، والنبي كده جاوبني على سؤال، هو السلك لما لفه حوالين صباعي هل السلك تخن؟ يعني جبت 10 جرام ذهب عملتها كده حوالين صباعي رجعت افردها تاني، هل سلك الذهب اتفرج عليه لقيته تخين مثلا، لقيت الذهب بدل 10 جرام بقت 100 جرام؟ لا طبعا. يبقى الواير الكروس سكشنال اريا بتاعها عمره ما يتغير، عمرها ما تتخن ولا ترفع. طيب انا لففها حوالين صباعي، ركز كده معايا، بيقول لك ايه بقى؟ صباعي اللي هو الكويل عنده ريديس كذا، ده ملوش اي علاقه بريديس الواير، ده ريديس صباعي خلاص. طيب وعدد اللفات 100 لفه، يبقى يا ترى والبوتنشال ديفرنس بتاعت الكوندكتور ده هوصله ببطاريه عامله كده، قال لك واصل له بطاريه 50 فولت، يبقى يا ترى الكارنت بكام؟ صلي على النبي. بص يا سيدي، مبدئيا ادي شكل الواير عامله كده، تعال نفردها سوا. هنا هنكتب قانون مهم جدا، اللينس بتاع الواير وهي مفروده بيساوي عدد اللفات لما عملناها كده حوالين الكويل، عدد اللفات في طول اللفه الواحده. اللفه الواحده طولها كام؟ 2 باي ار اهي. تعالى نقولها تاني شباب، ادي الواير وهو مفروض اهو، هنقطعه اجزاء اهي. خلاص يا جماعه، هنقطعه كام جزء؟ ان جزء. الجزء الواحد نعمله دايره، الجزء الواحد هنعمله دايره اهي. وصل لك؟ فالتوتال لينث هو عباره عن كام يا جماعه؟ هو عباره عن ادي الحته دي اهي اللي هي السيركمفرنس اللي هي 2 باي ار مضروبه في عددهم، يبقى التوتال لينث هو السيركمفرنس في عدد التيرنز اللي اتعملت من السلك اهو. تعال بقى نشتغل سوا. بسم الله، انا معايا مين؟ انا معايا النمبر اوف تيرنز اه معانا، ومعانا الريديوس اه معانا، يبقى انا معايا ال بتاع الواير. ارجع فوق تاني، لينث الواير جبناه، اريا الواير جبناها، ريزستيفيتي الواير جبناه، الفي معانا، عايز الكرنت. يلا يا شباب، اي بتساوي في على ار، يبقى اي بتساوي في على رو ال على الاريا، طلعها فوق، يبقى الاي بيساوي ادي الفي وادي الاريا فوق مديالك جاهزه 10 باور نيجاتيف 6، وادي الريزستيفيتي 10 باور نيجاتيف 7، وادي اللينث الفنا له قانون هو عدد اللفات اللي هي 100 اهي في السيركمفرنس اللي هو 2 باي في ار، يعني 2 باي في 7/22 اهي. احسب شوف يطلع مع سيادتك كام. الاي في على ار، الار وال على الاريا، اللينث هنستخدم دايما مساله الووندنج، اخواتنا هواة البصمجه اللي بيحبوا البصمجه مساله الووندنج دايما هتعمل فيها كده، حتى بص مش 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 ناويه تتبصمجه اهي، مساله الووندنج دايما هتحسب لينث الواير بالمنظر ده، نمبر اوف تيرنز في 2 باي ار، انهي ار اللي لفينا حوالين الواير اللي هو صباعنا اللي هو اسمه ار كويل بالشكل ده. طيب كوندكتور ده منظره عنده راديوس مختلف بنسميه نون يونيفورم، نون يونيفورم ثيكنس، الثيكنس نفسه بيتغير. طالب من سيادتك ايه؟ بيقول لك هات لي الريشيو ما بين اي 1 واي 2. ايه العبط ده؟ يا جماعه هو انا لو في بطاريه بالمنظر ده اهي خرج منها 10 امبيرز، مشي هنا 10 امبيرز، والله العظيم هيرجع لها 10 امبيرز اهي اهي. اوعى تنسى ان الكارنت ماشي بمبدا تشارج بتزق اللي بعدها، فلو خرج هنا تشارجز بريت معين باي معينه نفس الاي يلف ويرجع، يبقى الاي هنا زي الاي هنا بالظبط. طيب يبقى الريشيو ما بين اي 1 واي 2 بكام يا جماعه؟ ب 1. تيجي ازود لك انا بقى حته زياده، هات لي الريزيستنس بتاع الواير. بصوا يا جماعه ركز معايا كويس، هات لي الافريج ريزيستنس. بص تيجي نحسب الريزيستنس هنا كده، شفت انا لحقت نفسي بكلمه افريج اه، تيجي نحسب الريزيستنس هنا كده اهو باستخدام الاريا دي. طب يلا هنا الريزيستنس هتبقى كام؟ رو، هي الواير طولها كام يا جماعه؟ ال. طب انا هفترض ان الثيكنس ده فضل مكمل مسافه ال على 2، يعني قسمت الواير جزئين، الجزء ده اللينث
اكنه ال على 2. طيب اهو رو ال على 2 اهي. الاريا بكام؟ مدي لك الريديس اسمه ار1، يبقى هنا الاريا باي ار سكويرد، باي ار1 سكويرد. طيب الاريا هنا اكن الواير فضلت مكمله بالثيكنس ده هنا كده. خلاص يا اخوانا؟ طيب يبقى الريزيستنس ده هنحسبه بكام يا جماعه؟ هقول الريزيستنس هنا عند الجزء ده رو نص اللينث، برضو خلي بالك هنا الاريا بكام؟ باي ار2 سكويرد. بكام ار2 يا جماعه؟ ركزوا، ار2 بدبل ار1 اهو. حد فينا زعلان؟ في اي مشكله؟ طيب المساله كده عباره عن ايه؟ عباره عن تو ريزيستورز لازقين في بعض، هناخدها لسه يعني كمان شويه، بس انت اوريدي عارفها. تو ريزيستورز لازقين في بعض معناها ايه؟ سيريز، اجمعهم لي سوا. يبقى ادي الار بتاعت الجزء اللي على الشمال اللي طوله ال على 2، ادي الار بتاعت الجزء اللي على اليمين اللي طوله ال على 2، عايز تجيب التوتال بتاعتهم اجمعهم لي سوا. يبقى الار على بعضها هتساوي اسحب رو ال على 2 باي ار1 سكويرد كومن فاكتور. ده هنا طار 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 اهو بالشكل ده، بقى 1. هنا ده طار 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 بالشكل ده، بقى كام؟ 1 اوفر 4 اهي يا جماعه. 1 اوفر 4 بلس 1 تدينا 5 اوفر 4. يبقى الاجابه رو ال على 2 باي ار1 سكويرد مضروبه في 5 اوفر 4. ده ار افريج، ده مش ار فعليه، دي ار بشكل متوسط. ده يدي لك انطباع للار. خلاص يا اخوانا ادي شكل المساله اهي، الاي على اي بتدينا 1، ولو حبيت تحسب الار تحسبها بالشكل ده اللي بعده. طيب هنا بيقول لك انهي لاين من دول بيديسكرايب الفولتج كارنت ريليشن؟ كوندكتنج واير. خدت بالك انا بحب اقرا السؤال مرتين، يعني مره بسرعه اشوف هو عايز ايه وارجع اقراه تاني. واير طولها كذا اهي، عندها اريا كذا اهي، الريزستيفيتي بتاعت الواير معانا. ايه ده؟ طب ما انا اعرف احسب الار، سهله. يلا يا جماعه نحسب لها ار بتساوي رو في اللينث على الاريا بالشكل ده. طب تعالوا كده مع بعضنا يلا نحسب الار بسرعه اهي. 5.6 5.8 على 3.4، الار طلعت ب 9.550. مدي لك ثلاثه لاينز جراف اي مع في، انهي لاين من دول يدينا الار دي؟ شباب ركزوا، لو انا لاين رقم 3 حسبت له سلوب، يلا هنا السلوب تان كل دي، يبقى تان 66 اهو. بس هنا السلوب بيعبر عن مين؟ اللي على الواي ديفايد اللي على الاكس، اي على في، يبقى الرقم ده مش ار، الرقم ده 1 اوفر ار. يبقى يا جماعه بناء عليه تعال نحسب ار، يلا اهي ار لللاين رقم 3 شقلب هنا كده يلا، هي 1 اوفر تان 66. طب بالمره بنفس الاسلوب ار للواير رقم 2 بكام يا جماعه؟ 1 على تان الانجل دي كده على بعضها 26. طب بالمره ار بتاع اول لاين 1 على تان 6. شوف مين من دول يدي لك اللي انت عايزها. خلاص تعال نجرب واحده كده يمكن حظنا حلو، لو ما ظبطتش سيب لك انت الباقي. 1 على تان 66 ما ظبطتش، شفت بقى 26 ما ظبطتش، 6 هتظبط اهي. يبقى فعلا الار اللي احنا عايزينها بالمعطيات اللي هنا بالجيفنز اللي هنا باينه عن الجراف هي بتاعت اول لاين اللي عامل انجل 6. خلاص يا اخوانا اللي عنده سلوب تان 6 يبقى عنده ار 1 اوفر تان 6. خلصنا المساله. 1 امبير فيوز. ايه الفيوز ده؟ تعال اشرحه لك دلوقتي. كونكتد ان سيركت كونتيننج ا باتري اوف الكتروموتيف فورس 6 فولت، بطاريه هي يا جماعه 6، جنبها 1 امبير فيوز. يا ترى ايه المينيمم ريزيستنس كونكتد ان ذا سيركت سو ذات ذا فيوز دازنت فاير؟ شباب هشرحها لك واقول لك ايه كلمه مينيمم. في ناس يا جماعه الفيزيكس بالنسبه لهم قوانين ونعوض، تقول له مين ماكسيمم مين مينيمم يقول لك والله ما فاهم ومش فارقالي. بص شباب الفيوز ضيف شرف زيه زي الاميتر والفولت ميتر. الفيوز بيضمن لك ان الكرنت 1 امبير ما يزيدش عن كده. لو الكرنت زاد عن ال 1 امبير الفيوز ده بيبقى سلك رفيع بيتقطع. يبقى اول ما تقرا كلمه فيوز ولا كانك شايفه، ضيف شرف،
بس اكنك عرفت ان الكارنت السقف بتاعه كام 1 امبير. طيب تعالى كده نشتغل. ايه ده انا معايا فيو اي، اجيب الار ازاي؟ بص كده البساطه والجمال، ار بتساوي في على اي، 6 فولت على 1 امبير يعني 6 اوم. ايه ده اهي 6 اوم اهي. السؤال السهل ده هو انت كده خلصت، بس انت كده مبصمجها سيادتك، انت كده مش فاهم ايه اللي حصل. انت عوضت في على اي جبت الار وخلصنا. تعالى ازود لك سنه كمان، ليه قال لي مينيمم ريزيستنس؟ بص يا سيدي شباب، ادي الايكويشن عامل كده اهو. ايه الحاجه الكونستنت اللي في المساله؟ مين اللي مكتوب عليها؟ البطاريه. البطاريه مكتوب عليها 6 فولت اهي. يبقى دي علاقه ايه يا جماعه؟ انفرس. طيب سي ان الكارنت نص امبير، خلاص عند ار معينه. شباب دي علاقه انفرس، كل ما الار تقل سنه الكارنت ماله يزيد سنه. الايز قل، الار قلت شويه كمان الاي ماله هيزيد سنه كمان. الار عماله بتقل، الاي عماله بتزيد، سقف الكارنت 1 امبير. واصل لك؟ يبقى الار ليها ايه يا جماعه؟ ليها مينيمم فاليو بالشكل ده، ما ينفعش الا عن كده. لسبب، لو الار بص معايا قلت سنه كمان ايه اللي هيحصل؟ الاي هيزيد سنه كمان، الفيوز هيتحرق. يبقى علشان الاي يبقى ليه سقف 1 امبير، الار ليها مينيمم فاليو ما ينفعش تقل عن كده ابدا. يبقى المينيمم فاليو بكام يا جماعه؟ ب 6 اوم. ندخل في بارت او في بوينت 6 اللي هي ابلكيشنز اون ريزيستنس. بص يا سيدي، عندي تو وايرز عندهم اريا مختلفه عن بعض، عندهم لينث مختلف عن بعض، عندهم اي حاجه مختلفه. بص بنعمل ايه؟ هو مش الار بتساوي رو في اللينث على الاريا؟ طيب يبقى الريشيو ما بين ار 1 وار 2 بتاع الثاني كوندكتور بتساوي كام؟ بشوف الار بتديبند على كام حاجه، 1 2 3، اروح عامل 3 شرط اهي. الار دايركت مع مين؟ مع الرو واللينث، اروح كاتب ار 1 جنبي الرو بتاعته، دايركت معاها ودايركت مع اللينث اهو، وانفرس مع الاريا اهو، واكمل النواقص. يعني ايه اكمل النواقص؟ الخانه دي بتاعت الريزستيفيتي ودي بتاعت اللينث ودي بتاعت الاريا. نكمل، هنكتب هنا الريزستيفيتي كام؟ 3 ولا 4؟ هي 2، ما عنديش غير هما 2 وايرز ها. ونكتب هنا ال اكيد ال 2، ونكتب هنا اريا اكيد اريا كام؟ اريا 2. افكرك بحاجه ثانيه، مش الاريا بتاعت الواير في الاغلب بتبقى سيلندريكال واير في 90% من المسائل؟ يبقى الاريا بتبقى على شكل دايره، يبقى الاريا بتبقى باي ار سكويرد اهي، او بالديامتر بتبقى باي اوفر 4 دايامتر سكويرد. فانا ممكن اعمل حركه كمان، اشيل كل اريا من دول واحط بدلها باي ار سكويرد مثلا يعني. فممكن اشيل ده كده واكتب بداله اريا 2 على اريا 1. ادي اريا 2 اهي وادي اريا 1 اهي. او كان ممكن اكتبها بالديامتر، لان كده كده الباي هيطير مع الباي، خلي بالك اهو. كان ممكن اكتب الاريا بالديامتر بالشكل ده كده، باي اوفر 4 دايامتر 2 سكويرد ديفايدد باي اوفر 4 دايامتر 1 سكويرد اهي. والباي اوفر 4 طار من فوق ومن تحت، انت اكيد خدت بالك. يبقى نفس القانون، ممكن اشيل اريا على اريا بالشكل ده او بالشكل ده. طيب ده يا جماعه المساله دي او الطريقه دي بنستخدمها امتى؟ ركز معايا، لما يبقى عندي تو ريزيستورز مختلفين عن بعض تماما، او نفس الريزيستور بس عملنا فيه شويه تعديلات. بمعنى يجي يقول لك كلمه كات او كلمه اد، خلاص، او يجي يقول لك مثلا ستريتشد and مثلا area is halved. شايف انا بلم لك الافكار اهي دلوقتي، خلاص بلم لك شويه كلمات بتتكرر. يقول لك wire is cut او wire is add او الواير stretched يعني طولناها وقللنا الاريا النص مثلا يعني كده. هي ما بقتش two different wires عن بعض، هي نفس الواير بس بفيرجن قديمه وفيرجن جديده، واير قبل التعديل واير ثانيه بعد التعديل. بسمي الواير الاولانيه ار1، الواير بعد التعديل ار2. طيب ركز معايا، هنا بنكتب ايه؟ بنشتغل ساعتها بالايكويشن ده اهو، ار2 على ار1. هنا المره دي هي نفس الواير وبنعدل فيها، مين اللي عمره ما يتغير؟ الريزستيفيتي. عمر الكبر ما يبقى ذهب، يبقى الريزستيفيتي مش هتتغير، هيتكنسلوا سوا. ساعتها اكتب ار1 على ار2 بتساوي كل الكلام ده اهو، اكمل الكلام ده، يلا
اكتبها معايا R1 على R2 او العكس مش فارقة كتير. شرطتين ايه الموضوع ده اهو، شرطتين بالمنظر ده كده L2 على L1، وهنا area 1 على area 2 بالشكل ده. اشيل area على area، احط R squared على R squared او diameter squared على diameter squared واكمل حل وابدا اقرا. هو قال لك ايه مثلا؟ قال لك سي مثلا كات، قال لك ان احنا قصينا نصها من غير ما نغير الاريا خالص، قصينا نص اللينث، يبقى ساعتها الريشيو بتوين اللينثز ده لو ب1 ده بهاف بنصه، فساعتها الريشيو هتبقى هاف مثلا يعني. قال لك ادد يعني الواير مثلا اهي زودت عليها اختها بالطول مثلا مثلا، another wire is added، يبقى انا كده اكنه بيقول لي ايه نفس الكروس سكشنال اريا اهو، بس انا زودت اللينث الضعف مثلا يعني، يبقى نفس الاريا اللينث الجديد ضعف اللينث الاولاني، يبقى الريشيو دي بقت بكام؟ ب2 مثلا. يقول لك stretched then the area is half. اه ده انا زودت اللينث وبالمنشار رحت مقلل الاريا، يبقى مثلا مثلا اللينث ده ضعف اللينث ده، والاريا مثلا الجديده نص الاريا القديمه. اعرف عن طريق الحدوته اللي حصلت لللينث والحدوته اللي حصلت للاريا اعرف استنتج الريزيستنس الجديده او الريشيو بتوين ذا ريزيستنسز. دي فكره يا جماعه. طيب في فكره مختلفه عن دي تماما. بص يا سيدي، بس محتاج تعرف حاجه، هي الفكره دي ايه كلمه السر فيها برضو؟ ان الماس او الفوليوم اتغير. خلاص ماس او الفوليوم is not constant is it changed. طيب عايز تاخد فكره فيها الفوليوم كونستنت، تعال اقولها لك. بص يا سيدي، الاول تعال نالف للار قوانين باين جواها الفوليوم وباين جواها الماس. شباب مش الار هي رو ال على الاريا؟ طيب انا ممكن العب لعبه بسيطه قوي، اكتب رو ال على الاريا مرتين، مره اضرب فوق وتحت في ال فنخلي هنا كده ال ال، مره اضرب فوق وتحت في الاريا فخلي هنا كده اريا وكمان اريا. طيب اريا في اللينث هو ده الفوليوم، فانا هشيل من هنا الاريا في اللينث نحط بداله فوليوم اهو، وهنا نشيل الاريا في اللينث دي كده نحط بدلها فوليوم اهي. يبقى الفت لك قانونين فيهم الفوليوم. طب اشتغل بده ولا بده؟ على حسب، على حسب مين موجود تاني في المساله. مساله ما جابتش سيره اللينث اكيد مش هشتغل بده، ما انا معيش لينث. جابت سيره الاريا اشتغل بده، مساله جابت سيره اللينث اشتغل بده، حسب المساله تشتغل بانهي واحد من الاثنين دول. طيب تعال نكمل كده، احنا عارفين مع بعض ان الماس بيساوي الدنسيتي على سوري الدنسيتي بتساوي الماس على الفوليوم. طيب يبقى انا ممكن اشيل الفوليوم احط بداله الماس على الدنسيتي. كمل معايا كده يلا، اشيل الفوليوم اهو احط بداله ماس اوفر دنسيتي تطلع فوق اهي. طب ومن هنا اشيل الفوليوم احط بداله ماس اوفر دنسيتي تحت اهي. دول قانونين تانيين لو معايا الماس بشتغل بيهم. خلاص يا جماعه. طيب افرض بقى في مساله انا وريتك افكار لو الفوليوم بيتغير. طب لو الفوليوم ثابت بنعمل ايه؟ بص كده معايا، لو الفوليوم is constant شباب، بص يا سيدي لو الفوليوم is constant شيل الفوليوم خالص اهو، الار دايركت مع مين؟ مع ال سكوير، بافتراض ان الريزستيفيتي هو كمان constant، لان هنا في الاغلب بتبقى واير وبنعدل عليها، يعني واير وبنطولها شويه بنعمل لها ستريتشنج مثلا، فهي نفس الواير بنفس الريزستيفيتي بتاعتها بالظبط، فالريزستيفيتي بتبقى ثابته. لو قال لك كونستنت فوليوم يبقى بص كده معايا الار دايركت مع مين؟ مع ال سكويرد اهي. ده يوصلنا لقانون كده شهير، ار بعد التعديل على ار قبل التعديل دايركت مع ال سكويرد، يعني بتساوي ال باور 2 سكويرد اهو و ال 1 سكويرد اهي. طيب وممكن لو بطل المساله الاريا مدي لك معلومات عن الاريا، افكر من هنا لو الفوليوم كونستنت والرو كونستنت يبقى الار مثلا انفرس مع الاريا سكويرد اهي. ففي الحالة دي يبقى الار بعد التعديل على الار قبل التعديل بتساوي اريا 1 سكويرد على اريا 2 سكويرد، عكس عكس اهو.
R2 كتبت الاريا بتاعته تحت، R1 كتبت الاريا بتاعته فوق. يا جماعة الافكار دي اللي فيها power 2 بشتغل بيها لو الفوليوم ماله constant. طيب في ناس بتحب تحفظ، والله ما هتعرف. في واحد يقول لك ايه، قول لي كلمة معناها ان الفوليوم مش constant وكلمة معناها ان الفوليوم constant. طيب لو قال لك الفوليوم constant يبقى الفوليوم constant، لو قال لك الفوليوم not constant يبقى الفوليوم not constant. حس بالمسألة، بمعنى لو قال لك واير از ستريتشد وساكت، فكر كده نفس الواير اهي عملنا لها كده. طيب زودت من جيبك اكسترا ماس او اكسترا فوليوم؟ لا والله، ده بنفس كميه الجرامات اللي معايا اشتريت 10 جرام ذهب وعملت لهم كده، هل انا كده بقيت مليونير خلاص؟ هل الذهب بقى 100 جرام مثلا؟ لا طبعا، نفس كميه الذهب بنفس فوليوم الذهب، زودت اللينث بس بنفس الكميه بنفس الفوليوم. فلو مساله قال لك واير از ستريتشد تبقى فاهم ان الفوليوم ماله كونستنت. طيب واير از درون يعني واير وسحبناها كده طولناها، يبقى بنفس الكميه يبقى الفوليوم كونستنت. طيب قال لك اشترينا 10 جرام نزود بيه الواير، لا ده انا كده بغير الماس بغير الفوليوم، يبقى انا هنا. قال لك واير از ستريتشد ذن اريا از هافت، النص الاولاني يوهمك ان الفوليوم ثابت لان الواير از ستريتشد، بعدين قال لك ذا اريا از هافد، جبت منشار وقصيت بيه حته، استنى قصيت بيه حته يعني في شويه ماس رميتهم، يعني الماس اتغير يعني الفوليوم ماله اتغير. فانت بتحس بالمساله، كلمه اد اد يعني اشتريت من جيبي اكسترا ماس اكسترا فوليوم، يبقى الفوليوم مش ثابت. كلمه كات بالمنشار قصيت حته رميت حبه ماس رميت حبه فوليوم، يبقى الفوليوم مش كونستنت. انت اللي بتحس في المساله هي عامله ازاي. طيب دلوقتي نقدر نحل على الجزئيه دي. طيب هنا ده امتحان، سؤال امتحان، ميتاليك واير اوف لينث ال دايمتر دي ريزيستنس ار. طب يا سيدي شكرا، ما لكش اي حاجه مفيده خالص. اف انذر واير بي، دول وايرز غير بعض خالص. هنا اللينث ال والاريا مثلا دايمتر دي والريزيستنس ار، قال لك انذر واير بقى مالها ميد اوف ذا سيم ماتيريال. طيب سيميلر ار، مش هسمي ار1 وار2 هم نفس الار بالظبط، لينث 4 ال دايمتر بكم يا ترى؟ طيب بص يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، مين بطل المسألة؟ مين اللي هو عايزه منك؟ الدايمتر. تعال نألف له قانون، مش الار هي رو في اللينث على الاريا، يعني رو في اللينث وهنا باي اوفر 4 دايمتر سكويرد. مين بطل المسألة؟ الدايمتر. عايز ألف له قانون. طب ألف له قانون ازاي؟ بص باجي أحط تحت الار 1 وأعمل عملية كروس برودكت، أضرب ده في ده وأضرب ده في ده، اضرب كل دول كده في بعض، فيبقى عندك باي اوفر 4 ار في الدايمتر سكويرد، اضرب كل دول كده في بعض اهو هيبقى عندك رو في اللينث. طيب فضي الدايمتر ده اللي هو بطل المساله لوحده خالص، كل اللي جنبيه بعتهم هناك تحت، كل دول هبعتهم هناك تحت، فبقى الدايمتر سكويرد بيساوي رو في اللينث خدت تحتهم باي اوفر 4 ار. خلصنا. الدايمتر بيعتمد على كام حاجه، رو واللينث والار، طبعا الباي ده كونستنت. طيب فين الحاجات المتشابهه في المساله؟ نفس الار ونفس الماتيريال. بص يبقى عندهم نفس الريزستيفيتي ونفس الار، يبقى دلوقتي الدايمتر بيعتمد على كام حاجه؟ حاجه واحده بس. فاروح انا كاتب دايمتر 2 سكويرد على دايمتر 1 بالسكوير اللي عليه زي ما هو خلاص، بيساوي بيعتمد على حاجه واحده، فنحط شرطه واحده، بيعتمد على اللينث بشكل دايركت خلاص، يبقى دي 1 جنبها ال1 ودي 2 جنبي ال2. تعال نكتبها يلا اهي، دي 2 جنبي هنا ال2 ودي 1 جنبيها ال1. خلصنا. طيب شباب تعال بقى نبدا نكتب ايه الجيفنز اللي عندنا. دايمتر 2 مش معانا، ده اللي عايزينه. دايمتر 1 دي، طيب لينث 2 ب 4 ال اهو، ديفايدد لينث 1 ب ال اهو. يبقى انا عندي دايمتر 2 على دايمتر 1 سكويرد بتساوي 4. 4 دي اللي هي يعني معلوماتك الشخصيه 2 باور 2 اهي.
اكنسل باور 2 مع باور 2. طيب اهي ابعت الدي هناك، يبقى دايمتر 2 اللي انا مهتم بيه بيساوي 2 دي سمول اهي، يبقى الاجابه 2 دي سمول. خلصنا. يبقى خطوات مرتبه، بركز على بطل المساله اللي هو الدايمتر، بألف له قانون، بكنسل المتشابهات، دول 2 وايرز ايه متشابه بينهم؟ نفس الار بنفس الرو، بكنسل المتشابهات ما دام مساله ريشيو، يبقى الدايمتر باور 2 دايركت مع ال، اروح كاتب له ريشيو بالمنظر ده واكمل حل اخلص المساله. هعملها معاك تاني وتالت. بص ميتاليك واير، حبيت اوري لك دول تحت بعض بالظبط. ميتاليك واير از درون يونيفورملي تو دبل اتس لينث، فايند اتس ريزيستنس. ايه ده؟ اقرا وحس بالمساله. ذا واير از درون، وسكت مفيش حاجه تاني، يبقى الواير نفسها بنفس الفوليوم سحبتها كده وزودت اللينث، يبقى بنفس الفوليوم، يبقى هنا الفوليوم از كونستنت. بناء عليه بشتغل اقول ار بروبورشنال مع ال باور 2 او ار انفرس مع اريا باور 2، حسب مين بطل المساله. جاب لك سيره مين؟ قال لك اللينث اتدبل، جاب لك سيره اللينث، هلغي ده خالص. طيب يا جماعه لما اللينث يدبل الريزيستنس يحصل لها ايه؟ بص يحصل لها نفس اللي حصل لللينث بس باور 2، اللينث اتدبل اتاثر بفاكتور 2، يبقى الار تزيد بفاكتور كام؟ 2 باور 2 اللي هي كام يعني؟ 4 اهي. في ناس مش بتحب الطريقه دي، هديها لك بشكل تاني. هنكتب ار الجديده على ار القديمه بتساوي، احط هنا الباور 2 دايركت مع ال، فنكتب هنا ال2 هنا ال1. يا جماعه ال الجديد دبل اللينث القديم، يبقى اكتب ال2 اهو دبل ال1، اكنسل ال1 مع ال1 يتبقى لي 4، يبقى ار2 على ار1 بتساوي 4، يبقى ار2 بتساوي 4 ار1، يبقى ار الجديده نفس ار القديمه بس اتضربت في كام؟ في 4 اهي، يبقى الريزيستنس زادت بفاكتور 4. اللي بعده بص المساله دي، اون انكريزنج ذا لينث to the double. لغاية هنا توهمك ان عملنا كده واللينث زادت دبل، توهمك ان بنفس الواير بنفس القطعة بنفس الفوليوم. كمل معايا. Then the diameter is increased as well، الدبل هو كمان ده. وانا بعمل كده الاريا بتقل غصب عني، وانا بزود اللينث الاريا بتقل غصب عني. ازاي الدايمتر زاد؟ اكيد اشترينا حتة ماتيريال حطيناها كده. ركز، شايف هنا الاريا دي او الدايمتر ده، زودت كمان واير فوقيها فالدايمتر زاد، واخد بالك؟ يبقى الماتيريال دي اشترينا اكسترا ماتيريال، يبقى الماس اتغير الفوليوم اتغير. طيب ما دام الفوليوم اتغير هنقول ايه؟ اللينث زادت دبل والدايمتر زادت دبل، ايه اللي هيحصل؟ ار بتساوي رو ال على باي اوفر 4 دايمتر سكويرد. طيب شباب مين ما تغيرش؟ الريزستيفيتي ولا الباي؟ يبقى الار بتديبند على حاجتين. طيب فنكتب ار الجديده على ار القديمه بتساوي شرطتين، دايركت مع ال اهو ار2 اكتب له ال2، انفرس مع الدايمتر سكويرد اهو اكتب هنا الدايمتر بتاعه سكويرد، اكمل النواقص هنا ال1 هنا دايمتر 1 سكويرد. خلصنا. طيب ال الجديد دبل ال القديم، خلاص يعني ال الجديد اهو اقدر اكتب بداله دبل ال القديم، اشيل هنا الباور 2، الدايمتر الجديد دبل الدايمتر القديم، ادي القديم اهو يا عم، الدايمتر 2 الجديد هو الدبل بتاعه، اكنسل دي مع دي وال مع ال، يتبقى لك هنا 2 وهنا يتبقى لك 2 تحت، يعني كوارتر، يعني 2 في كوارتر تدي لسيادتك كام؟ هاف. يبقى انا وصلت معاك ان ار2 على ار1 بهاف، يبقى ار2 بهاف ار1، يبقى ار الجديده نص ار القديمه. فبيسالك اهو يا ترى ار الجديده بكام؟ اقول له نص ار القديمه، فين النص اهي؟ هافد. خلصنا. يبقى ادي مره اشتغلنا بالباور 2 وادي مره اشتغلنا من غير الباور 2 خالص. ار بتساوي رو ال على الاريا من غير ال باور 2 خالص حسب صيغه المساله. قال لك ستريتشد وسكت بنفس القطعه اللي في ايدينا بنفس الفوليوم، قال لك ستريتشد وبعدين زودنا حبه اريا
يبقى انا كده غيرت الفوليوم، ارجع للقانون الاصلي اللي هو ده اللي بعده. question 40 metallic wire معايا الار بتاعتها uniformly stretched لغايه هنا اللينث بزوده وغصب عني وانا بزوده الاريا بتقل. كمل قرايه. قال لك uniformly stretched such that السكشنال اريا قلت من 4.5 بقت 0.75. يا شباب لغايه هنا منطقي ان الفوليوم كونستنت. قال لك عملنا ستريتشنج، واحنا بنعمل ستريتشنج لقينا الاريا مالها بتقل. طيب زي اللبانه لما تمد اللبانه كده شويه بترفع الاريا بتاعتها بتقل. طيب قال لي حاجه تاني؟ لا ما قاليش اي حاجه تاني. لغايه هنا روح المساله بتقول لك ان هي عمليه ستريتشنج بنفس القطعه بنفس الفوليوم. طيب يبقى هنا الفوليوم از كونستنت، يبقى الار يا بروبورشنال مع ال باور 2 يا بروبورشنال مع 1 على الاريا باور 2. مين بطل المساله؟ الاريا. طيب عايزك تجيب الريزيستنس الجديده، اقول له ايه؟ ار 2 على ار 1 بتساوي انفرس مع الاريا باور 2. اهي ار 2 اكتب الاريا بتاعته تحت وار 1 اكتب الاريا بتاعته تحت. طيب يلا يا شباب، ار 2 على ار 1 ب 80 اهو بتساوي اسحب الباور 2 هنا، الاريا القديمه ب 4.5 اهي، الاريا الجديده بقت ب 0.75 اهي، عوض واحسب خلصنا. معلش بقى ساعدني شويه، يعني انت دخل ده على الكالكليتر شيفت سولف، شوف انت الار تطلع معاك بكام ساعدني. طب واحد يقول لي انت ليه ما احترمتش الميتر؟ ليه سبت الملي زي ما هو؟ اقول لك ليه، انا بحول من ملي لميتر لو مهتم باكزاكت فاليو، انما لو مساله ريشيو حاجه فوق وحاجه تحت يكنسلوا بعض مش مستاهله ان انا اعمل ايه. بص مش مستاهله اكتب هنا 10 باور نيجاتيف 6 وهنا 10 باور نيجاتيف 6 هيكنسلوا بعض، يبقى في مساله ريشيو بسيب اليونتس زي ما هي ما بحولهاش. اللي بعده واير ار يونيفورملي ستريتشد تو ان تايمز اتس لينث او اتس فاليو، يبقى النيو ريزيستنس كام؟ حس بروح المساله، واير ستريتشد بس خلاص ما قاليش حاجه تاني. ستريتشد معناها ايه؟ معناها بنفس القطعه اللي في ايدينا بنفس الفوليوم. ما دام بنفس الفوليوم يبقى الار بروبورشنال مع ال سكويرد. طيب لو ال زاد ان مره الار تزيد ايه يا جماعه؟ ان مره باور 2. الاجابه ان باور 2 ار اهي. مش فاهم يا عم، حاضر اهي، ار على ار بتساوي دايركت مع ال باور 2 يبقى ال على ال اول باور 2 اهي. ار 2 جنبيه ال بتاعته دايركت، ار 1 جنبيه ال 1 بتاعته. ار الجديده على ار القديمه بتساوي ادي ال القديمه اهو، الجديد الجديد بكام؟ قال لك اللينث الجديد كبير اهو، اللينث الجديد ان اللينث القديم او ان تايمز في الاوريجينال فاليو، اقراها بالملي، ان تايمز في الاوريجينال فاليو بتاعتها في ال1. خلاص يبقى ار2 كانسل ده مع ده، ابعت ار1 هناك بيساوي ان سكويرد، بعت ار1 من هنا هنا اهي. خلصنا نفس اللي تشويس اللي بعده. هنا بيقول لي سيادتك this table ده امتحان فاينل 2015، ثلاثة ميتاليك كوندكتورز made of different materials. طيب ادي واحد الثاني مثلا الثالث، بس بنبهك ان هم ثلاثة غير بعض، يعني مدي لك جدول كده لكل بياناتهم، عايزك تجيب الريشيو اوف ذير كوندكتيفيتيز. شفناه فين قبل كده؟ ده بص أنا عارف إن الآر بتساوي رو ال على الأريا. طب ما أنا ممكن أكتبه بدلالة الكوندكتيفيتي تحت بدل الريزستيفيتي فوق، لا كوندكتيفيتي تحت. مين بطل المسألة اللي هو سألك عنه؟ الكوندكتيفيتي. نألف له قانون فنكتب الكوندكتيفيتي بتساوي على طول بقى أنت تعرف تعملها بسرعة. هعمل كروس ده في ده بيساوي ده في ده، خليتها على سطر واحد بقت كده الأول. بص ضربت دياجونالي كده، بص اهي ده في ده يلا بيساوي ده كده في ده كده، فوصلنا مع بعضنا يا شباب ار سيجما اريا بتساوي ال في 1، يبقى سيجما بتساوي ال، خد بقى تحتها الار وخد تحتها الاريا اهي. ده بطل المساله، ألفنا له قانون مع بعض. طيب في اي حاجه متشابهه؟ يعني في اي حاجه هنا قال لك عندهم سيم كذا؟ لا، دول different material و different length و different resistance. طيب
طب الاريا بص قال لك سيم اريا سيميلر اريا. طب حلو قوي، سيميلر اريا كنسلها ما دام مساله ريشيو بكنسل المتشابهات. يتبقى لك الكوندكتيفيتي بتعتمد على حاجتين شرطتين، فنكتب كوندكتيفيتي 1 بتساوي خلاص ال1 على ار1، كوندكتيفيتي 2 بتساوي ال2 على ار2، كوندكتيفيتي 3 بتساوي ال3 على ار3. طيب هنا مش هعملها كريشيو عشان دول ثلاث حاجات، ركز معايا. والله ممكن اعملها ريشيو مش فارقه كتير، المهم ان انا كنسل الحاجه المتشابهه اللي هي الاريا. يلا احسب كده الاول واحد اللينث بتاعه والار بتاعته 2 على 1، ثاني واحد اللينث والار بتوعه ال على ار اهي، ثالث واحد ال على ار اهي. خلصنا. يبقى الريشيو ما بينهم اهي. يبقى الريشيو ما بينهم بالشكل ده كده بتساوي 2 3 اوفر 4 1 اوفر 2. طبعا هات واحد ماشي في الشارع قول له اكتب لي الريشيو دي بشكل نظيف، يقول لك اضرب في الدينومينيتورز، اضرب الايكويجن كله في 4. طب لما اضرب الايكويجن كله في الهايست دينومينيتور في 4، ال 2 تصبح كام؟ 8. ال 3 اوفر 4 تصبح 3، ما انا ضربت في 4 خلاص. الهاف لما اضربه في 4 يبقى كام؟ يبقى 2. تبقى الاجابه 8 3 2. فين هي؟ اهي. اللي بعده يا عم انت لسه فاكر تنور. problem 43 two metallic wires، اجمد يا بطل لسه اهو فاضل لنا مسائل كتير النهارده. two metallic wires 1 and 2 they are made of similar material، ال L1 ب 3L radius R، while the second wire بلون تاني يا عم اهي length L2L اهو وعندها radius 2R. يبقى يا ترى الريشيو بتوين ذا الكتريك كارنتس بتساوي كام؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا يا جماعه رسمتين تو وايرز غير بعض تماما، ادالك حاجات بتخص الار، ادالك لينس وريديس بيجيبوا لك ريزيستنس. طيب مدي لك ريزيستنس ومدي لك او عايز منك كارنت، فين القانون اللي بيربط ريزيستنس بكارنت؟ اومز لو. فنكتب في بتساوي اي في ار على جنب هنا كده اهي، اي في ار، ونكتب الار على انها رو لينث على الاريا، ونكتب الاريا على انها باي ار سكويرد. طب ليه؟ عشان لمحت ان في ريديس في الموضوع اهي. طيب شباب اكنسل المتشابهات ما دام مساله ريشيو. اول حاجه سيم ماتيريال اكنسل الرو، تاني حاجه يا رب تكون سيم باتري، لا مش سيم باتري، هنا في بي 1 هنا 2 في بي في بي 1، لا مش متشابهه. يبقى خلاص اكنسل الباي كده كده، مين تاني؟ خلاص فين بطل المساله؟ الكارنت ده خليها على سطر واحد الاول، ابعت الار سكويرد هناك، فنكتب في ار سكويرد بتساوي اي ال. شباب قسما بالله ده ما قانون، ها ده انا يعني شوهته شايل منه حاجات بس علشان مساله ريشيو، مساله الريشيو بتكنسل المتشابهات مفيش مشكله. طيب بطل المساله هو الاي، فنكتب كده مع بعض اي بيساوي كام؟ ابعت ال ال هناك تحت، في ار سكويرد على ال. طيب يبقى يا جماعه اي 1 على اي 2 اللي هو عايزها من سيادتك بتساوي ثلاث حاجات، ثلاث شرط اهي. طيب هنعمل ايه؟ الاي دايركت مع الفي، فاي 1 اكتب له هنا في بي 1، واكتب الار دايركت برضو اكتبها جنبيه هنا ار 1 باور 2، الاي انفرس مع ال اكتبها تحت هنا ال باور 2، اكمل النواقص الخانه الاولى بتاعت الفولتج اكتب هنا في بي 2، انجازا بقى اللي هي كام في بي 2؟ يلا 2 في بي 1 اهي. اكتب هنا ار 2 سكويرد، اكتب هنا ال 2 سكويرد. طب يلا كنسل في بي مع في بي، الراديوس اسحب منه الباور 2، معاك ايه هنا؟ ادي راديوس 1 بار والراديوس الثاني ب 2 ار، يا جماعه ار هنا اهو هنا 2 ار، اسحب هنا الباور 2، محتاج اكتب فوق ال 2 تحت ال 1، اكتب فوق اللينث بتاع واير 2 بكام؟ 2 ال اهو، اكتب تحت اللينث بتاع واير 1 بكام؟ 3 ال اهو، اكنسل ال مع ال يتبقى لي هاف، وهنا هاف باور 2 وهنا 2 اوفر 3 باور 2. طيب احسبها لي على الكالكليتر، كلام سهل.
وانا بقول لسيادتك هي هتطلع هنا باور 2 يعني 4 يعني 1 اوفر 8 هنا 8 وهنا 4 يتبقى لي تحت 2 ويتبقى لي تحت كمان 3 باور 2 يعني 9 هيتبقى لك 1 اوفر 18 يا رب ما كنتش غلطت مفيش اي حاجه في الدنيا هنا في التشويسز 1 اوفر 18 طب تاني 1 اوفر 2 باور 2 1 اوفر 4 1 اوفر 8 8 وهنا 4 يا جماعه يفضل لي تحت كام هيفضل لي تحت 2 وكمان تحت في 9 انا غلطت بقى طب تعالى كده نفكر فيها تاني غلطنا في ايه في بتساوي اي في ار فكر كده معايا برضو في بتساوي اي في ار كتكنيله مش هتفيدني بحاجه انت بتفكر بس محدش هيقول لي حاجه وهنا رو ال على اريا اللي هي باي ار سكويرد بعت الار سكويرد جنب الفي وهنا سبت الاي في ال يبقى الاي بيساوي في ار سكويرد على ال دايركت مع الفي دايركت مع الار سكويرد صح كده انفرس مع اللينث من غير باور 2 مفيش هنا باور 2 اهي انا غلطت اهي بص اللينث مش عليه باور 2 معرفش انا ليه حطيت باور 2 من عندي يعني اهي اه كده مظبوط اهي كده يتبقى لسيادتك 2 تكنسل 2 يتبقى لك 1 اوفر 12 فين 1 اوفر 12 اهي طيب خلي بالك ده امتحان جولاي 2022 يعني المساله متهيألي مش صعبه بس يعني للاسف للاسف يعني انا اتلخبطت برضو في ال باور 2 دي فيعني حابب اقول لك ان ده اللي بيحصل او ده اللي ممكن يوقع منك درجات فعلشان كده في حاجه اسمها كويزز الناس اللي بتكنسل الكويز يا اخوانا ولا الناس اللي يحل مثلا 7 اسئله صح يقول لك والله ما هكمل الباقي وامتحان الشهر هدف الكويزز وامتحان الشهر ان سيادتك ما تغلطش كده زي خلاص سيادتك بتحل 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 كتير لدرجه ان الايرور بيقل جدا خلاص يا جماعه هنا ده ايرور برضو انا غلطت فيه ان شاء الله انت مش هيحصل لك ولا في امتحان شهر ولا في امتحان اخر سنه اللي بعده two wires of same material the first length 4 times the second ال1 اربع مرات ال2 الماس بتاع السكند دبل الماس بتاع الفيرست يبقى الريشيو بتوين ذير ريزيستنس ده قانون ابطال المساله اللينس والماس تعالى كده نحشر الماس عملناه من شويه انا مش حافظ رو ال على الاريا عايز اسيب ال لانه بطل المساله عايز اسيبه خليه زي ما هو عايز اطير الاريا الزق لها ال فوق وتحت بقى القانون رو ال سكويرد اوفر فوليوم بدل الفوليوم احط ماس اوفر دينستي اطلعها فوق خلصنا طيب عايز الريشيو ما بين تو ريزيسترز فين المتشابهات؟ قال لك سيم ماتيريال يا جدعان سيم ماتيريال يعني معمولين من نفس الريزستيفيتي بنفس الدينستي العكس انا اسف نفس الريزستيفيتي ونفس الدينستي دول متشابهات كنسلهم يتبقى لك حاجتين ال وماس شرطتين يبقى الريشيو ار2 على ار1 بتساوي شرطتين ار دايركت مع اللينث اكتب ال بتاعته هنا انفرس مع الماس اكتبها هنا واكمل النواقص اكتب هنا ال1 باور 2 هنا ام1 يلا يا شباب ادي الباور 2 هنا اهي ال2 بص انا بحب اعمل هنا حركه لو انا ما دام في اول السنه لسه مثلا وبنتدرب في اخر السنه مش هعملها معاك يعني خلاص هتبقى سهله هنا ال1 بيساوي 4 اضعاف ال2 يبقى ال2 بيساوي ربع ال1 ام2 ضعف ام1 يبقى ام1 نص ام2 علشان تبقى جاهزة هنا أنا عايز L2 على L1 بقولها إزاي L2 بيساوي كام L1 أهي L2 بيساوي كام L1 كوارتر جاهزة نكتب هنا كوارتر أهو عايز أعرف M1 بتساوي كام M2 M1 فين أهي بتساوي كام M2 نص ده M2 طبعا يبقى انت عندك هنا 1 على 16 1 على 32 اهي اهي خلصت طيب هي بصراحه كان المفروض يبين ريسبكتيفلي مين تو مين يعني فايند ذا ريشيو بتوين مثلا ذا ريزيستنس اوف ذا سكند واير تو ذا فيرست واير ولا العكس انا اعتمدت الطريقه المنطقيه الريزيستنس الجديد على القديم خلاص حتى لو كان القديم ده يعني اللي اتقال الاول اهي ده الريزيستنس القديم اللي هو رقم 1 اللي هو الفيرست الجديد اللي هو رقم 2 فانا بجيب دايما الجديد على القديم اهي
R2 على R1، بس هو بيبينها لك في الامتحان يقول لك respectively عايزين مين على مين، ما تقلقش. اللي بعده wire R drawn uniformly اللينس زاد 60%. سكت، تخيلها واير اتسحبت واللينس زاد، منطقي بنفس القطعة بنفس الفوليوم، يبقى الـ R proportional مع L squared. طيب اللينس زاد 60%، يعني يا جماعة اللينس كان L زاد بقى كام؟ 1.6L. واحد يقول لي مش فاهم يا عم، اقولها لك. بص يا شباب على الكالكليتر حتى بتكتب حاجة بسيطة جدا، بتكتب ايه؟ 1 بلس 60%، اهي 60 وفي العلامة دي في الكالكليتر، يعني عايز تقوله ان نفس الفاليو اهي زادت 60%، الكالكليتر بيحسبها لك هو جاهزة، هيدي لك 1.6. يبقى ادي الفاليو القديمة، ادي الفاليو الجديدة، خلصنا. طيب يبقى دلوقتي اقدر اكتب لسيادتك ار الجديد على القديم كريشيو بروبورشنال مع ال باور 2، دايركت مع ال بتاعته، ده دايركت مع ال بتاعته، باور 2 اهي. يبقى يا جماعه ار 2 على ار 1 بتساوي اللينس كان ال القديم، طب الجديد بقى كام؟ 1.6 ال. طيب احسب لي يلا طير ال مع ال، احسب لي 1.6 باور 2 اهي يا سيدي، 1.6 باور 2 هتطلع 2.56، يبقى R2 على R1 بتساوي 2.56. طيب يا خسارة مش موجودة في ولا واحدة من دول، طب خلاص هجرب الفراكشنز، خلاص بالمنظر ده كده اهو 25 على 64، 64 على 25، 2.56 هي الرقم ده يا جماعة. ولو طبعا كالكليتر فيه شيفت اس دي يعني بيطلعها لك على طول كفراكشن بالمنظر ده. طيب اللي بعده on reshaping a conductor increasing the length 20%. سكت، خلاص بقى عرفناها، زودنا اللينث، خلصنا. reshaping نفس الكوندكتور نفس القطعه، يبقى الفوليوم ثابت اهي، اللينث زاد 20%، اجري على الكالكليتر، اللينث كان ال يصبح 1.2L. ازاي احسبها؟ اكتب 1 بلس 20%. هيحسب لك هو ال 1.2. اصل في مساله ثانيه ممكن يقول لك decreased by، ها؟ طب decreased by 20% نعمل ايه؟ نعمل 1 minus 20%. طيب. يبقى يا ترى الريزيستنس الجديد زاد بقد ايه بالظبط؟ تعال نحسبها. الريزيستنس بيزيد بنفس الفاكتور اللي بيحصل للال بس باور 2، الال زادت 20%، الار هيزيد 20% باور 2، خلاص اهي. احسب لي كده 20% باور 2 يلا اهي يا جماعه، هتلاقي ان اللينث زاد تقريبا، استنى تعال اقولها لك بطريقه ثانيه. بص الار الجديد على القديم بتساوي، انا حسبتها خلاص بس هي كده احسن لك عشان البروبورشناليتي في ناس بتعطل فيه، ار2 على ار1 بتساوي اللينس القديم كان ال، الجديد بقى 1.2 ال، خلاص. وادي الباور 2 اهي اللي مستنياهم هما الاثنين بالشكل ده. طيب يبقى يا جماعه ار2 على ار1 بتساوي 1.2 سكويرد اهي يا جماعه. يبقى الريزيستنس الجديد بيساوي 1.44 R1، الريزيستنس القديم دي يا جماعه اكنها ايه بالظبط؟ اكن الريزيستنس بيساوي، بص 1 بلس 0.44 بيساوي نفس الفاليو القديمه زادت كام في الميه؟ 44% اهي. خلاص يا اخوانا، يبقى الار الجديد هو نفس الار القديم زاد 44%، اهي الاجابه هتبقى سي. خلصنا. طيب اللي بعده هنا بيقول لي سيادتك ده ميتال كيوب، الريزيستنس از ميجرد بليسنج باي بليسنج باي بليسنج ايت بتوين تو بارالل بليس، ذا كيوب هاز فوليوم في، ريزيستيفيتي رو، هات لي اكسبريشن ذات جيف ذا الكتريكال ريزيستنس. عايز الريزيستنس، شباب الرسمه ملهاش اي لازمه،
بيقول لك ده كيوب بس موصلينه بتو بليتس. بليتس دي يا جماعه اللي هي بطاريه يعني، يعني انا موصل له كارنت خلاص ببطاريه بالشكل ده، ملاش لازمه الصيغه دي. عايز الريزيستنس از ا فانكشن اوف فوليوم، وده كيوب. بص السهوله، مش هي رو الا على الاريا؟ طيب مش يا جماعه بذمتكم الكيوب عامل كده ال ال ال، يعني الاريا بتاعت اي فيس بكام؟ بال سكويرد اهي. يبقى الريزيستنس بتساوي رو اي اوفر ال. طب مش الفوليوم بال في ال في ال بال كيوب؟ طيب ابعت الكيوب الناحيه الثانيه، هيبقى في باور 1 اوفر 3 بتساوي ال. يبقى جبت علاقه بين الفوليوم واللينث، يبقى شيل اللينث واحط بداله فوليوم باور 1 اوفر 3 اهي. الفت قانون الريزيستنس هو الريزستيفيتي على فوليوم كيوب انفرس باور 1 اوفر 3. فين هي الريزستيفيتي اوفر فوليوم؟ اهي باور 1 اوفر 3. غيره، فور ذا فولوينج جراف ريليتنج ذا ريسيبريكال اوف ذا فوليوم with the resistance for different conducting wires of different materials all have the same length. ليه؟ هقول لك ليه. بص انا عندي للار قانونين، رو ال سكويرد على الفوليوم، وعندي واحد تاني رو فوليوم على الاريا سكويرد. اختار مين اللي جاب لك سيرته؟ جاب لك سيره اللينث. خلاص استفيد من المعلومه واشتغل باللي فيه لينث، كنسل ده. طيب يبقى الار بتساوي رو اي ال سكويرد على الفوليوم. شباب دي مساله ريشيو، مش عايز رقم اكزاكت، هو عايز يعرف مين اكبر من مين. ريشيو كنسل المتشابهات. ايه المتشابهات؟ كل الوايرز عندها نفس اللينث اهو. كلام صعب؟ طيب رسم لك ار ديفايدد 1 اوفر فوليوم. تيجي نحسب السلوب مع بعضنا. السلوب هيساوي ار ديفايدد 1 اوفر فوليوم. بص 1 اوفر فوليوم، يبقى يا جماعه السلوب ار في الفوليوم، يبقى السلوب ده في ده، يبقى السلوب بيساوي كام؟ رو اي ال اهي. هتقول لي ما انت شطبت ال ال هنا. ما شطبتهاش هنا ليه؟ هشطبها والله، يعني انا جبت السلوب معاك من القانون الاصلي، وما دام هي مساله ريشيو هشطب ال ال. خلصنا يعني. بيسالك مين عنده كوندكتيفيتي احلى من مين؟ باينه السلوب هو الريزستيفيتي، اعلى سلوب عامل كده اهو، يبقى ده اعلى ريزستيفيتي، اقل منه التالت، اقل منه التاني، اقل منه الاول. طب الكوندكتيفيتي عكس اللي انا بقوله، يبقى كوندكتيفيتي 4 اقل كوندكتيفيتي اهي. فين اللي بتقول كده ان كوندكتيفيتي 1 اعلى واحده؟ هي دي كده بس بالترتيب 1 2 3 4. فين هي؟ اهي 1 2 3 4 اهي. خلصنا. عارف لو كان عايز منك اكزاكت فاليو، كان عايز الكوندكتيفيتي بتاعت واير بعينها، ما كانش ينفع كنسل ال ال من هنا ولا من هنا، ال ال سكويرد ما كانش ينفع كنسله لو كان عايز رقم بعينه. اللي بعده جولاي 2023 فور كوندكتنج وايرز اهم ميد اوف فاريد او ديفرنت ماتيريالز، ما تقول ديفرنت يعني، ويتش واير اوف ذم هاز ذا جريتست كوندكتيفيتي at similar temperature. مين بطل المسألة؟ ده نألف له قانون. بص مش R بتساوي رو إلا على الاريا، شلت الرو حطيت conductivity، شلت الاريا وحطيت باي R squared. عملتها ازاي؟ انا مش ساحر ها، انا لمحت ان في radius في الموضوع فحشرته جوه القانون اهو. طيب عايزين نركز على conductivity، خليها لي على سطر واحد كلها. اضرب كده، اعتبر الار اوفر 1، يلا هتضرب ار في السيجما في الباي ار سكويرد، وتضرب اللينث في 1. طيب يبقى الكوندكتيفيتي بيساوي، خد كل دول هناك تحت، ال على ار باي ار سكويرد. الاحسن يعني كعلم بنكتب الباي في الاول، الرقم الكونستنت بنحب نكتبه هنا في الاول، بس مش فارقه. كنسل المتشابهات. مين متشابه؟ تعال نشوف هل عندهم نفس الريزيستنس. هم الباي كده كده بكنسلها، اللينث 2L 4L 5L اللينث بيتغير، الار بتتغير، الدايمتر او الراديوس بيتغير، مفيش ولا حاجه متشابهه. طيب يبقى يا جماعه عايز يعرف مين عنده جريتست كوندكتيفيتي، هحسب لكل واير اهي اهي،
هحسب لها conductivity مش كإكزاكت فاليو، مش هنعوض بالباي بالظبط، كراتيو. طيب يلا يا جماعة، أول واير اللينس بتاعها بكام يا ترى؟ بتو ال، بتو. هتقولي فين ال ال؟ ريشيو، يعني فين الباي؟ ما أنا كنسلت الباي، فأي حاجة كونستنت هكنسلها، يبقى هنا اللينس حطيته بتو على طول. طيب ديفايدد باي الريزيستنس، بكام الريزيستنس؟ 4. في الراديوس باور 2 بكام الراديوس؟ كوارتر. كوارتر باور 2 يعني 1 اوفر 16، ها 1 اوفر 16 اهي. طيب كوندكتيفيتي 2 بكام يا شباب؟ تعالى نعمل سبيسز اكتر شويه عشان الزنقه. يلا لينس بكام؟ ب 4 ال، ب 4 يعني تحت عايز احط الار. يلا بكام الار؟ ب 3. في الراديوس باور 2 الراديوس بنص، نص باور 2 بربع، كوارتر ادي كوارتر 1 اوفر 4. كوندكتيفيتي 3 بكام؟ ها اللي بعده 5 2 1، اللينث ب 5، الار ب 2، الراديوس ب 1. اللي بعده اللينث ب 2، الار ب 3، الراديوس ب 2. اللينث ب 2، الريزيستنس ب 3، الراديوس ب 2. 2 باور 2 تديني 4 اهي، عشان في باور 2 هنا اهي. احسب الارقام دي شوف مين عنده جريتست كوندكتيفيتي. طيب مين يا جماعة عنده greatest conductivity؟ 32 over 4 هنا تدينا 8، 16 هنا over 4 في 4 16 over 3 هنا، هنا عندك 5 over 2 ب 2.5، هنا عندك 2 هنا 2 تحت 1 over 6. طيب شباب 1 over 6 2.5 16 على 3 almost 5 وشوية، طبعا 8 أحسن واحدة أهي. 50 2 wires of the same length same resistance كوبر اول واحد، الثاني ايرون. الريشيو بتوين ذا ريدياي، بطل المساله الراديوس، كلام سهل، ار بتساوي رو ال على باي ار سكويرد، اذا ار في باي في ار سكويرد، رو في اللينث، اذا ار سكويرد بتساوي رو اي رو ال على باي ار. مين متشابه؟ سيم ريزيستنس سيم لينث، الباي متشابهه، يبقى الار سكويرد بروبورشنال مع الريزستيفيتي، يبقى ار سكويرد او ار بتاع ال، بص ار هتبقى روت ريزستيفيتي، بعدت الباور 2 من هنا لهنا. طيب يبقى ار بتاعت الحديد على ار بتاعت الكوبر بتساوي روت دايركت، يعني ريزستيفيتي الحديد وهنا ريزستيفيتي الكوبر. فين الاجابه اللي بتقول كده؟ اهي اللي بعده 51 جرام اوف الومنيوم، جرام ماس اوف الومنيوم formed into uniform cylinder. الدايمتر قد الهايت. سيلندر عامل كده عنده دايمتر قد الهايت. سمي ده ال وده ال. مثلا يعني. يبقى الريزيستنس between the two opposite bases لو وصلت بطارية كده بيقول لك الريزيستنس يا ترى بكام؟ تعال نحسبها بصوا. وطبعا مديلك في آخر السؤال اتعود على الطريقة دي، ها؟ مديلك شوية حاجات في آخر السؤال دايما، جدول كده في الآخر في الفورمولا شيت. كراسة المفاهيم يعني. بيقول لك هنا احسب لي الريزيستنس. يلا يا جماعه، اولا ار بتساوي الريزيستيفيتي بتاعتنا اهي اهي، ولو سؤال مقالي بتكتب خطوه بخطوه، بتكتب القوانين واليونتس. طيب في اللينث على الاريا، اللينث نسيبه ال. طب الاريا بكام؟ باي اوفر 4 في الدايمتر سكويرد، باي اوفر 4 اهو في الدايمتر سكويرد. ممكن اكنسل ال مع باور 2، انا واقف وعطلان على حساب ال. لو معايا ال جبت اول حاجه في المساله، خلصنا. طيب شباب نجيب ال ازاي؟ بص مش قال لك الماس معانا والدنستي معانا؟ هات الفوليوم، فهتقول الفوليوم بيساوي الماس على الدنستي بيساوي 115 جرام، حولتها كيلو بالمنظر ده، على الدنستي 2700. يبقى انا كده جبت الفوليوم خلاص. طب ما الفوليوم اوف ا سيلندر هو الاريا في اللينث. الاريا هنا بتاعت البيس يعني الرقم ده كده بيساوي باي اوفر 4 دايمتر سكويرد، ده كده الاريا بتاعت البيس في الهايت في اللينث اهو. يبقى انا يا جماعه اقدر اعمل شيفت سولف من هنا، اجيب اللينث اعوض بيه اجيب الريزيستنس، ادي اول بارت خلصنا.
طب تعالى كده نشوف هنعملها ازاي سوا. هحسب كده اهو معاك اهو على الكالكليتر. خلاص هنحسب 115 في 10 باور نيجاتيف 3 ديفايدد 2700. الرقم اللي طلع لي ده خدته ديفايدد باي اوفر 4. خلاص ده بيساوي ال كيوب. الرقم ده اهو بيساوي ال كيوب. خد الكيوب الناحيه الثانيه. خلاص هيطلع لك 0.03. يبقى اللينس 0.038 متر. شغلي مظبوط ما دام اليونتس كلها مظبوطه. طيب جبت اللينس، ارجع عوض بيه فوق بقى. يلا تحسب لي الريزيستنس. هتبقى الريزيستنس بتاعت سيادتك 2.65 في 10 باور نيجاتيف 8 اهو divided by over 4 divided L. هتطلع 8.8 في 10 power negative 7 اهي هنا وهنا اهي. طيب اللي بعده جزئية جديدة بقى. Also the resistance between the two bases if the same mass is formed into a cube is كام؟ لو يا جماعة نفس الكمية دي، مسألة جديدة دي، ها لو نفس الكمية عملنا بيها كيوب. طيب يا شباب أول حاجة احسب لي الفوليوم. يلا نفس الكمية أهي 115 جرام وادي الدينستي. نفس الكمية عملنا بيها كيوب، فالفوليوم بقى بيساوي كام؟ ال كيوب أهو. خلاص ال وال وال جبت من هنا ال ال. خلاص ها هات لي الريزيستنس. ريزيستيفيتي معانا 2.65 في 10 باور نيجاتيف 8 في اللينس اللي انت هتجيبه دلوقتي حالا اهو على الاريا. طب الاريا بتاعت اي فيس ده كيوب، فالاريا بتاعت اي فيس بتبقى كام؟ تبقى ال سكويرد. هكنسل ال وال، هيتبقى لك الرقم ده ديفايدد باي اللينس. هات من هنا اللينس واحسب لي ده على ده. يلا هنيجي نحسبها مع بعض. هنقول بسرعه هنا 115 بالشكل ده ديفايدد 2700. الرقم اللي انا جبته اعمل له كيوبيك روت، جبت اللينس. انا كده بعمل لك شيفت سولفل ده، حسبت الرقم ده كله، وعشان اجيب ال لوحدها باخد لده كيوبيك روت يعني باور 1 اوفر 3. طيب كده انا جبت اللينس. بعد ما جبت اللينس الرقم الغريب ده، استنى في حاجه غلط صح ولا ايه؟ ده كده باور 1 اوفر 3. اه اي مظبوطه اهي. هيطلع اللينث 0.035. عوض بقى اللينث يلا واحسب لي الريزيستنس. هيبقى عندك 2.65 في 10 باور نيجاتيف 8 ديفايدد 0.035 7.57 في 10 باور نيجاتيف 7 اهو. حسبنا يا جماعه الريزيستنس دلوقتي، طولت في الحسابات معلش فيها. حسبنا الريزيستنس من هنا اهو باللينس، شوف تطلع كام، طلعت الرقم ده. يبقى مره المساله اتعملت او نفس الواير لكنها البانه، مره عملناها على شكل سلندر طلع عندها الريزيستنس ده اهو، مره ثانيه عملناها على شكل كيوب هي نفس القطعه بنشكلها براحتنا، عملناها على شكل كيوب طلع عندها الريزيستنس ده اهو. خلاص يا جماعه الملحوظات اللي تخلي بالك منها، ريشيبنج هنا هي نفس الماس بنفس الفوليوم بنفس الريزيستيفيتي بنفس الدينستي، بس الاختلاف الوحيد بين الكيوب والسلندر مثلا فوليوم السلندر كان باي اوفر 4 ال سكويرد في ال اهو، ده كده اهو فوليوم السلندر. طيب فوليوم الكيوب كان ال كيوب اهو، ده الاختلاف الوحيد ما بين المسالتين. مساله كمان، تو كوندكترز اوف ذا سيم ماتيريال سيم لينث different resistances. conductor A عنده diameter 1 مليمتر، conductor B tube عندها inner diameter 1 مليمتر outer diameter 2 مليمتر. يا ترى هات لي resistance A كريشيو مع resistance B، ما دام ريشيو كنسل المتشابهات على طول. يا جماعه الار بتساوي رو ال على الاريا، قال لك عندهم نفس الماتيريال بنفس اللينث اهو، يبقى الار انفرس مع الاريا. يبقى الار ممكن اكتب هنا كده
باي اوفر 4 دايمتر سكوير وكنسل الدايمتر سكوير سوري الباي اوفر 4 وممكن ما كنسلش الباي اوفر 4 ممكن اسيبها كده خلاص الار انفرس مع الاريا طيب ركز معايا كويس قوي انا عايز اجيب ار اي كريشيو مع ار بي طيب هكتب هنا اريا اي وهنا اريا بي اكس عكاس ما هم انفرس طيب شباب اجيب الاريا ازاي اول رسمه سهله الاريا اهي باي اوفر 4 دايمتر سكويرد اهي يا جماعه باي اوفر 4 في الدايمتر اللي هو 1 مليمتر سكويرد في الملي ريشيو هيتكنسل فوق وتحت طيب هنا بقى دي يا جماعه تيوب او هولو يعني ايه هولو يعني الكرنت وهو داخل هيمشي من الحتت دي بس كده الجزء اللي جوه هنا فاضي خالص حاجة عاملة زي كده اهي بص اهي اكن ده بالظبط الكروس سيكشن اللي سيادتك شايفه حاجة عاملة زي كده فالكارنت بيمشي في الفريم اللي هنا ده خلاص ما يمشيش في الهواء اللي جوه مفيش هنا ماتيريال مفيش هنا كوندكتور والكارنت ما يمشيش في الهواء يمشي في الكوندكتور بس طيب هحسب يا جماعة الكروس سيكشن الاريا ازاي عايز احسب الاريا لو انا بصيت للموضوع من الجنب كده هشوف هنا دايرة كبيرة حواليها دايره كده جواها دايره كده صغيره وانا عايز الجزء اللي هنا ده طب الجزء اللي هنا هو عباره عن ايه الاريا الكبيره اقص منها الاريا الصغيره اللي هنا بس الاريا الكبيره اهي اشيل منها الاريا الصغيره طب دي بنكتبها ازاي بص معايا باي اوفر 4 دايمتر سكويرد ماينس باي اوفر 4 دايمتر سكويرد كبير ماينس الصغير وانا بكتبها هسحب باي اوفر 4 كومن فاكتور فيتبقى لي الدايمتر الكبير سكويرد ماينس الدايمتر الصغير اهو سكويرد خلصنا كنسل باي اوفر 4 مع باي اوفر 4 يتبقى لك كام 4 ماينس 1 3 اوفر 1 ادي 3 اوفر 1 دي فكره حلوه ممكن يجي لك حاجه زي دي في امتحان اخر السنه فكره الهولو سيلندر خلاص يا جماعه ده كده سوليد سلندر عندها اريا باي ار سكويرد او باي اوفر 4 دايمتر سكويرد هنا اريا كبيره ماينس اقص منها الهواء اللي في النص اللي هي اريا الصغيره بالشكل ده. طيب واير اوف لينث حاسس ان انا عديت سؤال؟ لا. واير اوف لينث ال كروس سكشن الاريا ايه؟ مين في دول اقل ريزيستنس؟ شباب اقل ريزيستنس لو السؤال كونسبتشوال يعني السؤال ما فيهوش ارقام ها وده في الاغلب يعني ان انا اكون عندي اقل ريزيستنس هي اقل لينث لان كل ما ال بيقل الار بتقل واكبر اريا بدي براح للالكترونز تجري ها اكبر اريا دي اقل ريزيستنس برضو ها فاللي انت بتدور عليه عايز من دول اقل ريزيستنس لو لقيت حاجة بتقول لينث قليل واريا كبيرة هي دي أقل ريزيستنس، اقرا معايا لينث دبلد مش دي اللي بدور عليها. لينث قليل، لينث نزل النص والاريا كبيرة زودناها الدبل هي دي اللي أنا بدور عليها. ولا الأوريجينال واير ولا اللينث تريبلد والاريا دبلد خلاص هي دي اللي أنا عايزها. أنا عايز أقلل اللينث لأن أنا كده بقلل في الآر ويا سلام كمان زودت الاريا فكمان قللت الار فدي ار قليله جدا دي اللي احنا عايزينها. بوينت رقم 7 او بارت 7 باور اند انرجي طيب يا شباب مبدئيا كده الانرجي هي الاماونت اوف ورك دان عمال اقول لك ورك انرجي خلاص كده الاثنين نفس الرمز حتى هو الاماونت اوف ورك دان تو موف تشارجز اكروس ذا سيركت خلاص كده and it's converted to other forms في الاغلب يعني والله البطاريه بيحصل جواها شويه كيميكال رياكشنز بتتحول لاذر فورم بتتحول لالكتريك انرجي طيب التشارجز خدت الالكتريك انرجي دي اتحركت في السيركت قبلت ريزيستنس لمبه فالالكتريك انرجي بتتحول جوه اللمبه لثيرمال انرجي للايت انرجي قبلت مروحه اتحركت المروحه شغلتها فتحولت لميكانيكال انرجي يبقى في الاغلب الانرجي بتتحول لاذر فورمز اوف انرجي في الاغلب ثيرمال باعتبارها لمبه يعني. طيب ده الانرجي بالدبليو الرمز بتاعها، الباور هو الريت اوف دوينج ورك، خلاص كلمه ريت دايما زي كيو على تي، نفس القصه الباور هو الورك على تي، طيب.
يبقى الباور هو الورك على التي جول بير سكند او بالوات. طيب يبقى الورك هو الباور في التايم يعني جول او وات سكند. وات سكند دي اليونتس. عندك كذا فورم تاني ده الاثبات بتاعها تقدر انت تقراه. وصلنا منه ان الباور في اي او اي سكويرد ار او في سكويرد على ار. كل قانون طبعا لاستخدام الحاجه الباينه جدا بالنظر هشتغل بفي اي لو معايا الفي والاي، هشتغل باي وار لو معايا الاي والار، صح؟ طيب في حاجات تانية بتبقى اسهل هقولها لك كمان شويه، بس اديك نبذه. احب اشتغل قوي بالقانون ده لو كانت الاي كونستنت، وده بيحصل دايما في حاجه اسمها سيريز كونكشن. احب اشتغل بده قوي لو الفي كونستنت، وده بيحصل في البارالل كونكشن. احب اشتغل بده قوي للباتريز، لان في الاغلب الباتري ما عندهاش حاجه اسمها ار، فبحسب لها الباور دايما الفي اللي مكتوب عليها على التيكت بتاعها في الكارنت اللي خارج منها، فبحب اشتغل بده دايما يعني للباتريز. طيب شويه جرافات. مش احنا قلنا الباور بيساوي في اي؟ طيب ركز بقى معايا اهو. فلو رسمت البي مع الاي احسب كده بي على اي تدي لك في، يبقى ادي الفي اهو اهو ستريت لاين والسلوب هو الفي. ليه يا جماعه؟ اصل لو دي بطاريه مثلا مكتوب عليها في كونستنت بالمنظر ده، صح؟ يبقى انا متوقع السلوب اللي هو بي على اي اللي هو في، متوقع اشوف في كونستنت، متوقع اشوف سلوب كونستنت، حاجه عامله كده، مش سلوب عالي وبيقل مثلا، او مش اهو عالي وبيقل، مش عايز كده، انا عايز سلوب كونستنت اهو. دايركت ريليشن. طيب مش البي بتساوي اي سكويرد ار؟ يعني لو رسمت بي مع اي سكويرد هتبقى ريليشن عامله كده، ده على الواي وده على الاكس اهو، اكنها واي ايكوال ام اكس ستريت لاين. لو رسمت الباور مع الاي سكويرد هيبقى ستريت لاين عنده سلوب ار اهو. طب لو رسمت الباور مع في سكويرد على ار، بص هكتبها كده، باور بتساوي في سكويرد خلاص على ار، هكتبها كده. طيب لو حطيت الباور على الواي والفي سكويرد هو ده تكرار. بص يعني ده احنا عملناه قبل كده، مش احنا قلنا الباور بتساوي في اي؟ بي على اي اديتنا في. طب هنا بي على في اديتنا اي، دايركت ريليشن اهي برضو. هنا السلوب اهو بتاع بي على في بيدينا اي مثلا يعني. طيب لا انا عايز اوريك حاجه تانية. لو الباور في سكويرد على الار خلاص، لو انا رسمت ريليشن بين الباور على الواي اكسس هنا اهو خلاص والفي سكويرد على الاكس اكسس، كما لو كانت بشيل الباور اكتب بدلها واي واشيل الفي سكويرد حطيتها على بعضها بالباور 2، على بعضها حطيتها على الاكس اكسس، على بعضها حط لي بدلها اكس خلاص اهي، فيتبقى لك 1 اوفر ار. اكنها واي ايكوال ام اكس، ادي الواي وادي الاكس وادي الام، يبقى هنا السلوب هيبقى كام؟ 1 اوفر ار اهو. واحد يقول لي مش عجباني الطريقه، اديك طريقه ثانيه. تعالى ممكن اعمل كده، تعالى نحسب السلوب بين ديفايدد الحاجه اللي على الواي اكسس ديفايدد الحاجه اللي على الاكس اكسس. هنا بقت اسهل اهي. طب ما هو بي على في سكويرد بتدينا كام يا جماعه؟ 1 اوفر ار اهو. يبقى دي كده شويه جرافات. طيب والله لو السورس از دي سي يعني الكرنت از كونستنت، ركز معايا، مش الباور بنقول انه بيساوي مثلا في اي؟ طب لو الاي از كونستنت والبطاريه مكتوب عليها فولت هو كمان كونستنت، كونستنت في كونستنت بيدينا ايه؟ كونستنت باور. تعال بس نمسح الكلام ده اهو. يبقى يا جماعه لما يبقى الاي كونستنت، ودي مساله شهيره جدا جدا جدا، بيبقى الباور هو كمان كونستنت، وده طبيعي لسبب. بص كده على ظهر الثلاجه، على التلفزيون، بص على الكاتل، بص على المروحه، بتلاقي مكتوب الباور ايكوالز كذا، يعني كل جهاز ليه باور كونستنت اهو. الجهاز مش هيشتغل غير لو خد كفايته من الباور، وصلت له باور اقل باور اعلى مش هيشتغل. يبقى كل جهاز بيبقى ليه دايما باور كونستنت مع التايم. خلصنا؟ طيب اما الورك بتزيد مع التايم. ليه يا جماعه؟ هقول لك ليه. هو مش الباور، هو الورك على التايم. بناء عليه الورك بيساوي الباور في التايم. وصل لك؟ يبقى انا لو رسمت الورك على الواي اكسس والتايم على الاكس اكسس بقت ريليشن واي ايكوال ام اكس، ادي الواي وادي الاكس، يبقى السلوب هو مين؟ هو الباور اهي. يبقى دي دايركت ريليشن ستريت لاين ريليشن عامله كده اهي، والسلوب هو الباور. الباور از كونستنت،
الورك از انكريزنج ويز تايم منطقي لسبب ثلاجه مكتوب عليها 300 واط يبقى الباور بتاعها ثابت. كل ما انا فضلت سايبها واصله بالكهرباء صح مده اطول بتسحب طاقه اكتر، يبقى كل ما التايم بيزيد كل ما انت بتسحب طاقه اكتر كل ما الانرجي بتزيد. تعالوا نحل يلا على الباور. هنا بيقول لسيادتك charges have to deliver the needed power from the battery to a lamp through metallic conductors using the flow of. ايه رايك يا ابن الناس؟ احنا قلنا الكهرباء عباره عن ايه؟ الاينز الثقيله بتتحرك؟ لا، قلنا دول اعداء. مين اللي بيتحرك يا جماعه بيمشي كارنت؟ الالكترونز. اللي بعده، وصدقني ها يعني ما تقوليش مثلا والله شفت حد تاني شرحها قال لك بوث بوزيتيف والكترونز، صدقني انا عارف انا بقول لك ايه. هنا the given graphical relation رسم لك بي مع في سكويرد، والله شفناها بي مع في سكويرد اهي دي العلاقه اللي بينهم. تعال نحسب السلوب الاول مع بعض، بي على في سكويرد هتدينا كام يا جماعه؟ بي خدت الفي سكويرد من هنا تحتها هتدينا 1 اوفر ار، يبقى السلوب 1 اوفر ار. تعال نحسبه، اختار اي 2 بوينتس واضحين زي دول مثلا، احسب بينهم دلتا واي 8 ماينس 4 على دلتا اكس 4 ماينس 2، يبقى السلوب بيساوي 2. يبقى يا جماعه 1 اوفر ار بتساوي 2، يبقى الار بيساوي كام؟ هاف. هو عايز ايه؟ اقرا اقرا اقرا، هو عايز الريزيستنس، الريزيستنس حسبناها هاف. اللي بعده، طيب هنا سؤال حلو والناس بتتخض قوي من الجرافات، خلي بالك ما بالك بقى خمسه جراف، يعني جراف بيخض دول خمسه جراف. اهدى وركز. Fixed resistance is joined with a DC source. طيب of variable voltage. The best graph representing the dissipated power. يا جماعة ده الباور سبلاير، ده الباور كونسيومر. هو مهتم بعلاقة بين البي والفي، ها؟ مهتم بعلاقة بين البي والفي. طيب أنا ممكن أفكر إن الباور بيساوي في آي، أو ممكن أفكر إن الباور في سكويرد على آر. عارف مين أحسن؟ أنا شايفها. مين تم ذكره في المسألة؟ يعني الفي موجود، مين تاني تم ذكره في المسألة واتكى عليه شوية؟ قال لك فيكسد ريزيستنس. طبعًا هميل للقانون اللي فيه حاجة كونستنت. يا جدعان الفي دي قال لك فاريبل، ما هي كل ما تزيد كل ما الأي ما هيتغير معاها. أنا مش عايز قانون فيه حاجتين بيتغيروا، مش حلو. أختار قانون الفي بتزيد ولكن الار كونستنت، ده القانون الحلو اهو. طب ما دام الار كونستنت يبقى الباور بروبورشنال مع في سكويرد. طيب شباب تعال نشوف كده عندنا، ما دام اشتغلنا بده اتفقنا، تعال نجرب الجرافات. ولا واحد حط لك بي مع في سكويرد، ولا واحد. طب جراف البي مع الفي شكله يبقى عامل ازاي؟ جرب كده معايا. مش احنا قلنا الباور في سكويرد على ار، هحط ده على الواي زي كل الجرافات. طيب يبقى اشيل ده اكتب بداله واي، هحط الفي على الاكس اشيل كل في احط بدالها اكس. طيب يبقى شكل الايكويجن بقى عامل ازاي؟ واي بتساوي رقم اللي هو 1 اوفر ار اهو، رقم مش مهم بكام، ملتبلايد باي اكس سكويرد. شفنا فين في الماث قبل كده؟ ده شفنا جراف واي بتساوي 5x سكويرد و 2x سكويرد و 3x سكويرد. العيله دي عامله ازاي يا جماعه؟ العيله دي رسمتها عامل كده. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم اكنسل ده وده، خلي ده ممكن يطلع صح، اكنسل ده خلي ده ممكن يطلع صح. يبقى الاجابه يا هنا يا هنا. طيب مين بقى فيهم صح؟ اللي يظبط معاك ارقام صح. بمعنى مثلا يعني بيقول لي سيادتك ايه يا سيدي هنا؟ هنا مثلا بيقول لك عند الفي ب 10 الباور ب 10. طيب تعالى كده نجرب سوا، نعوض هنا في الايكويجن ده، عند الفي ب 10 الباور ب 10، ادي الباور ب 10 وادي الفي ب 10 اهي، باور 2 اوفر ار. هنا حسبنا الار يا جماعه وطلعت كام؟ 100 اوفر 10 تدينا 10، يبقى الار ب 10. نجرب بوينت تانية. هنا هي البوينت دي كده، عند في ب 20 الباور ب 40. طيب تعال نجرب يلا، هعوض حط الباور ب 40
عند ال في ب 20 اهي، باور ب 40 عند ال في ب 20 اهي، في سكويرد على ار. هحسب من هنا ار، هتطلع الار هنا ب 10. يبقى الجراف ده بيديني حاجتين ركز فيهم. اول حاجه بيديني علاقه زي ما انا عايزها، ريليشن زي ما انا عايزها كرسمه، بيديني باور بروبورشنال مع في سكويرد. طيب والحاجه الثانيه بيديني كمان فيكسد ار، يبقى الجراف ده هو الصح. مش مصدقني؟ تعال نجرب نعمل حاجه ثانيه. حط هنا كده الباور ب 100 عند الفي ب 10، احسب هنا الار شوف تطلع كام، وجرب البوينت دي كمان الباور ب 400 عند الفي ب 20، احسب لها ار، هتلاقي الار هنا مش زي الار اللي هنا. يبقى الجراف ده بيعبر عن مساله ثانيه عندها الار بيتغير، انما انا عندي فيكسد ار زي الجراف اللي هنا. اللي بعده، تو باور سبلايز they are connected in separate circuits. يعني ادي مساله مره كده وادي مساله ثانيه عامله كده اهي، ده باور سبلاي 1 وده 2. they are supplying the same current. يبقى المساله دي كده ماشي فيها اي وده ماشي فيه نفس الاي. واحد هيقول لي بس انت راسم الاي غلط يا عم، مش فارقه conventional ولا actual، مش معلش يعني عديها يعني بكسل امسحها بس. باور سبلاي بي عنده الكتروموتيف فورس 1.5 فولت، ده سماه هو بي. الثاني سماه كيو. باور سبلاي كيو عنده الكتروموتيف فورس 3 فولت اهي. طيب انهي ستيتمنت من دول صح؟ بص يا سيدي، سبلاي او سورس كيو بيسبلاي توايس التشارج بير يونت تايم، ولا توايس الانرجي بير يونت تشارج، ولا توايس الانرجي بير يونت تايم؟ بيلعب معاك بالديفينيشنز، ركز شباب. مبدئيا مين اللي تشارج بير تايم؟ ده الاي. هل صحيح كيو بيسبلاي توايس الكرنت؟ نفس الكرنت، يبقى اول جمله غلط. طيب مين يا جماعه الانرجي بير يونت تشارج؟ انرجي يعني ورك يعني دبليو، بير يونت تشارج يعني دبليو بير كيو، ده الفولت. هل صحيح ان كيو بيسبلاي توايس الفولت؟ اه والله صح فعلا، كيو اهو بيسبلاي 3 فولت وده 1.5، فعلا كيو بيسبلاي توايس الفولت، زي يعني دبل ده او توايس ده، يبقى تاني واحده صح. تالت واحد بيقول لك كيو بيسبلاي توايس الانرجي بير تايم، مين يا جماعه الانرجي بير تايم؟ ده الباور. هل كيو بيسبلاي توايس الباور؟ تعال نحسبه. هو مش يا جماعه الباور بيساوي في اي؟ مش الاثنين متشابهين في الاي؟ صح ولا مش صح؟ طيب اتفقنا ان كيو بيسبلاي توايس الفولت، يبقى اكيد بيسبلاي توايس الباور، ما دي علاقه دايركت. خلاص يا جماعه اكيد بيسبلاي برضو توايس الباور، يبقى دي كمان صح. يبقى الجملتين الصح عندي اللي هم 2 و 3. عايز اقولها لك بشكل تاني؟ ممكن اقولها لك بشكل تاني. بي 2 على بي 1، بي كيو على بي بي، علاقة دايركت مع الفي لأن هما بيسبلاي نفس الكرنت، فهتساوي في كيو على في بي، فهتساوي 3 فولت على 1.5 فولت، يبقى بي كيو بتساوي ضعف بي بي، فعلا توايس الباور از ذا سورس بي. Electricity meter recording that 200 ميجا جولز of electric energy are drawn from 240 فولت مين سبلاي ان 24 اور بيريد. مديني الميجا جول ده الانرجي والفولت والتايم بالاورز، عايز الافريج ريت اوف تشارج باسنج بير ذا متر. متر مش يعني متر 1 متر، ها متر يعني الجهاز اللي بيقيس ده، الكتريسيتي متر، عداد كهرباء الكتريسيتي متر، زي اميتر زي فولت متر. طيب بيقول لي سيادتك هات لي الافريج ريت اوف ذا الكتريك تشارج، ريت يعني بير تايم، دايما كلمه ريت يعني تشارج بير تايم، يعني كيو على تي. طب كيو على تي اللي هو مين؟ اللي هو الاي، يبقى هو عايزك تحسب الاي. بس بص عايزين نتعلم حاجه مع بعض، المساله بالاور، واحد هيقول لك ما تلزمناش يلا نحولها بالسكند، التشويسز هي كمان بالاور، يبقى خلي ال 24 اور دي زي ما هي، ما تحولهاليش بالسكند ولا حاجه. يبقى المساله معانا دبليو وفي وعايزين اي، خلصنا. هقول يا جماعه الباور بيساوي دبليو على تي في نفس ذات الوقت بيساوي
في في اي. بناء عليه اي هتساوي دبليو على تي في. عملت ايه؟ خدت الفي من هنا هنا بس. بناء عليه الكارنت هيساوي الانرجي 200 ميجا جول. ميجا 10 باور 6. حبيت اوريهالك في السؤال ده، السؤال سهل بس حبيت اوريلك اليونتس. ديفايدد باي التايم هسيبه بالاور زي ما هو بس اكتبها على جنب عشان ما بقاش ناسي خلاص. والفولت اكتب الفولت بال 240 فولت. يبقى انا هيطلع لي كارنت مظبوط كولم، بس بدل كولم بير سكند سبت الحته بتاعت التايم بالاور زي ما هي، فهيطلع لك كارنت كولم بير اور. طيب احسب بقى الرقم ده، شوف هيطلع لك كام كولم بير اور. ما هنحتاج نحسبها يمكن. طيب استنى اجيب بقى كالكليتر. بص يا سيدي هنحسب اهو، نقول 200 على 24 على 240 في 10 باور 6 هيطلع لك 34700 اهي، ما هي 34000. يبقى الاجابه سي غيره. هنا مدي للستة كابر رود اوف لينث ال دايمتر 4 سنتيمتر بوتنشال ديفرنس 1.7 اكروس اتس تيرمينالز. اتس انف تو بروفايد ديسيبيتد باور اوف 8 وات. طيب سو انذر رود اوف سيميلر لينث بات سكوير كروس سكشن اند سايد لينث 4 سنتيمتر از ميد اوف كابر برضو when providing the same power due to the flow of the current. يبقى البوتنشال ديفرنس at its ends بكام؟ يا جماعه الراجل ده لما وصلناه بالبطاريه ال 1.7 سحب منها 8 وات. الراجل ده نوصله ببطاريه كام عشان يسحب منها نفس ال 8 وات؟ خلاص لانه اكيد عنده ريزيستنس غير ده، اكيد باينه. طيب يبقى انا كده مين بطل المساله اللي عايز احسبه؟ الفي. مين الجيفنز؟ المسألة بتحوم حوالين مين؟ حوالين الباور، حوالين الريزيستنس لأنه ادالك وصف لللينث وللاريا. يبقى أنا عايز قانون بيوصف الباور بالريزيستنس بالفولتج. أهو يا جماعة بي بتساوي في سكويرد على ار. يبقى بي بتساوي في سكويرد على رو لينث على الاريا. كلام صعب؟ طيب مين بطل المسألة؟ الفي. فهنبعت الرو اي في اللينث جنب الباور، هيتبقى لنا في سكويرد في الاريا. اخد الاريا تحت، الفت قانون يا جماعه للفي سكويرد، اخد السكويرد هناك اخليها روت. يبقى الفي بيساوي روت الباور في الريزستيفيتي في اللينث على الاريا. السؤال مش دي مساله ريشيو؟ طيب كنسل المتشابهات، كابر كابر، كنسل الريزستيفيتي. سيم باور هنا وهناك، كنسل الباور. يتبقى لنا اللينث والاريا، فهنقول ايه؟ في اللي انا عايزها بتاعت الرد ده كده بتاعت اللي هو عنده سكوير كروس سكشن خلاص؟ ديفايدد في بتاعت السلندر هتساوي دايركت مع اللينث انفرس مع الاريا. حاجتين شرطتين، احط روت كبير بس كده الاول واحط شرطتين. الفي دايركت مع اللينث، يبقى في بتاعه المربع احط لها لينث بتاعه المربع هنا. انفرس مع الاريا احط الاريا بتاعتها تحت. هنا اللينث اهو كده وهنا اللينث الاريا اهي كده. انا نسيت حاجه كمان، قال لك عندهم سيم لينث، كان المفروض اكنسل ده كمان. يبقى الاجابه روت الاريا بتاعه السيركلر كروس سكشن باي 4 سكوير، لا باي 2 سكوير، ده دايمتر، يبقى باي 2 سكوير. باي في 2 سنتيمتر اكتبه كده سكويرد. طيب الاريا بتاعت ده كده بكام؟ مربع 4 سنتي في 4 سنتي، فنكتبها 0.04 سكويرد اللي هو السايد لينث سكويرد يعني خلاص. طيب مين تاني معانا؟ معانا الفي بوتنشال ديفرنس في مساله السيركلر كروس سكشن ده معانا ب 1.7 خلاص، نحطه ب 1.7 اهو. شيفت سولف اجيب الفي اللي انا عايزه. يبقى يا جماعه في بتاعت المسألة اللي عندها سكوير كروس سكشن تساوي 1.7، خدت ده من تحتها بعته هناك خلاص في روت اللي أنا لسه كاتبه لك ده أهو أهو. هنا هحسبها معاك
تطلع يا سيدي 1.7 في روت باي في 0.02 سكويرد على 0.04 سكويرد، تطلع 1.5 وشوية اهي 1.5 فولت. سؤال حلو، سؤال حلو قوي كمان. Conducting wire of length 2 resistivity كذا، power consumed 1 watt when a current of 10 ampere passes. يا جماعة ما الباور مقترنة بالكارنت، اوكي؟ يعني الباور بتساوي دايما I squared R. الريزيستنس ثابتة، الـ R constant، بس كل ما يعدي بيها I كبيرة تستهلك باور كبير، اوكي؟ فبيقول لك الباور ب 1 watt لما كان الـ I ب 10 ampere فقط لا غير. طيب يبقى أنا عايزك تحسب الكروس سكشنال اريا، ده كلام عيال صغيرة. يا جدعان الباور بيساوي I squared في R، وكمان عارفين ان ال R بتساوي رو L على الاريا، يبقى سيادتك معاك الباور والكارنت، هات ال R مش محتاجني. جبت ال R، معاك الريزستيفيتي ومعاك اللينث، هات الاريا مش محتاجني. يبقى انت تعرف تحسب الاريا ببساطة جدا. طيب انا هحسب انا من هنا الطلب الثاني هساعدك فيه. بص هنا بيقول لك الطلب الثاني صعب مهم، هات لي الكونسيومد انرجي within 1 minute. طيب if a new battery of 0.3 volt is connected. شباب انا لسه قايل لك جمله، الباور مقترن بالكرنت. طيب انا لما اقول لك في نيو باتري اكيد هتمشي كرنت جديد، هتديني باور جديد. اوعى تستخدم الباور اللي هنا اللي هو ال 1 وات، دي بطارية جديدة فيتسحب منها كارنت جديد فيبقى الباور هو كمان هيبقى باور جديد. طب انا اشتغل ازاي؟ احسن طريقة في الدنيا اشتغل بالجيفنز الجديدة. يبقى دلوقتي الانرجي بتساوي الباور في التايم. الباور هشتغل بالجيفن الجديد اللي عندي اللي هو في. طب اقول ان الباور في اي ولا اقول في سكويرد على ار؟ مين الكونستنت اللي عندنا؟ مين اللي ما بيختلفش ابدا؟ الريزيستنس. اهو فين الريزيستنس؟ مش معايا اصلا، كسلت احسبه من هنا. شفت بقى الوحشه اللي انا فيها؟ هنا تعالى نحسب الريزيستنس سوا. الباور القديم كان 1 وات، كان ساعتها الكارنت 10 سكويرد اهو، يبقى الار بتساوي 1 اوفر 100 اهي. دي ممكن اغشها هنا مش مشكله، ما بتتغيرش عادي جدا. يبقى انا معايا الفي الجديد ومعايا الار ما بتتغيرش، يبقى الباور في سكويرد على ار. اهي يا جماعه الباور هيبقى في الجديده سكويرد على ار اللي ما بيتغيرش، والتايم معانا 1 مينت يعني 60 ثانيه. احسب لي يلا من هنا الانرجي، هتطلع لسيادتك 0.03 في 0.01 في 60 هتطلع 540 اهي. يبقى الاجابه ايه؟ عرفت انا ليه كسلت احسب دي معاك؟ علشان ممكن هنا اهي دي لقيتهم كلهم اربعه ديفرنت تشويسز، ما انا ليا نظره في السؤال، دول اربعه ديفرنت تشويسز، هنا في سيميلاريتي ما بين دول ودول. يعني هنا لو انا كنت اشتغلت معاك عرفت ان الار ب 3.4 يا فرحتي، في اجابتين فيهم 3.4، انما انا لماح برضه، لمحت ان هنا الباور ولا واحده شبه الثانيه. يبقى انا احل دي احسن، وانا بحل دي جابت لي الاجابه اليونيك، الاجابه اللي مفيش زيها تاني. طيب two cables can be used to a circuit. cable A عنده lower resistivity اهي، وعنده larger diameter يعني عنده اريا كبيره، عنده different length. ايوه يا عمي different يعني كام؟ ما قالش. than cable B. cable B بقى يا ترى؟ اكيد ما بص ما هي الكلام واضح، ده عنده lower resistivity. lower than مين؟ than التاني اللي هو B، يبقى اكيد B عنده higher resistivity. واكيد نفس القصه هنا كانت الاريا greater than، greater than مين؟ اكيد ده، يبقى اكيد ده عنده اريا مالها قليله. طيب بس ما قاليش معلومه تخص اللينث، قال لك different length مختلفين عن بعض، مختلفين مين عنده لينث كبير؟ ما قاليش. انهي كيبل نستخدمه عشان يمينيمايز الهيت لوس؟ if the same current is maintained in either cable. واحده واحده بقى عليا. بص يا سيدي السؤال ده حلو، هو عايز يمينيمايز الهيت لوس. مين الهيت لوس؟ الهيت لوس هو الباور،
هو الويك يعني بتساوي الباور في التايم. طيب ما ادانيش سيرة التايم في المسألة، بنمشي هنا بمبدأ شهير جدا. خلاص، اللي بيستهلك طاقة قليلة في الثانية خلاص أكيد هو هيستهلك طاقة قليلة في الساعة، أكيد هو بشكل عام جهاز موفر. يعني أنا لو شغلت الكاتل مثلا أوكي وبصيت على عداد الكهرباء، لقيت عداد الكهرباء بيقرأ إن في يعني ما العدادات برضو اختلفت عن زمان، يعني عداد زمان كان بيبقى إيه في شريطة كده بتلف، كل ما تلف أسرع يبقى أنت بتستهلك الكهرباء أكتر. عداد دلوقتي بتدخل الكارت فيه يقول لك فلوسك كام. هنشرح بالعداد الجديد يا عم. خلاص، أنا دلوقتي شغلت الكاتل بتفرج على العداد، لقيت فلوسي عماله بتقل بتقل بتقل، يبقى الكاتل ده بيستهلك كهرباء كتير جدا. شغلته ثانيه هيستهلك كهرباء كتير، شغلته ساعه هيستهلك كهرباء كتير. هو بشكل عام جهاز بيستهلك كهرباء كتير. فهنمشي هنا بمبدا ايه؟ انا عايز اقلل استهلاك الكهرباء او استهلاك الهيت لوس. هو الجهاز لما يسخن اكتر يعني يستهلك كهرباء اكتر، يبقى انا بيتكلم عن الانرجي بس انا هحسب الباور. ليه؟ هعتبر ان التايم 1 همشي بمبدا ان انا عندي جهازين تو كيبلز A وB، هشغل ده ثانيه واشغل ده ثانيه. ده يا عم استهلك 10 وات، 10 جولز اوف انرجي، ده استهلك 20 جولز اوف انرجي. طب لو كنت شغلت ده ثانيتين وده ثانيتين، ده يستهلك 20 جولز، ده يستهلك 40 جولز. طب لو شغلت ده ساعه وده ساعه، خلاص ايا كان التايم انترفل اللي بيوفر كهرباء في الثانيه هيوفر في الساعه، واللي بيستهلك كهرباء اكتر في الثانيه هيستهلك كهرباء اكتر في الساعه. انا هحط التايم ب1 مش فرقالي. خلاص، يبقى انا هحسب الباور. طيب هي الباور بتساوي كام؟ اي سكويرد في ار. التو ديفايسز ساحبين نفس الكرنت، كنسل المتشابهات، انا عايز مينيمايز الباور. طيب يبقى انا عايز انقي الكيبل اللي عنده ار قليله. واصله لك؟ يبقى انا دلوقتي اشتغلت باي سكويرد ار، مجبر اشتغل بالقانون ده لانه قال لي ان السيم كارنت از مينتيند ان بوث كيبلز، يبقى الاي ثابته ما بينهم. يبقى انا عشان اقلل استهلاك الكهرباء اقلل الباور بدور على الكيبل اللي عنده ار قليله. طب السؤال، انهي كيبل في دول عنده ار قليله؟ طبعا ما اعرفش حد، معيش اللانس، يعني دول انا ما اعرفش هم بكام. خلاص، مين في دول كبير ومين صغير مش هتفرق ما دام اللينس مش معاك. تعال نجربها، تعال نحط هنا يا عم الاريا دي كبيره دي ب2، دي اريا صغيره ب1، هنا ريزيستيفيتي صغيره ب1، ده ريزيستيفيتي كبير قوي 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 ب2. احسب كده الريزيستنس لاول واحد، هتقول لي رو في اللينس على الاريا. طب احسب الريزيستيفيتي لكيبل رقم بي او الريزيستنس، يعني هتقول لي رو في اللينس على الاريا. انت كده عرفت تقارن مين في دول عنده ريزيستنس اقل؟ لا والله عمرك ما تعرف، ما تعرفش علاقه بين اللينسز بتاعتهم. يبقى الاجابه انا مش عارف مين عنده ار قليله، فانا مش عارف مين بيكونسيوم باور قليل او مين بيستهلك طاقه قليله، ما اعرفش. يبقى الاجابه it cannot be determined without knowing the length. شباب، الفكره دي عموما، فكره انك تقول ما اعرفش، مش في ثقافتنا كمصريين، علشان كده ده سؤال بيعتبر صعب. انت شفته معايا دلوقتي فانت فهمته، بس المبدا نفسه انا عايزك تتعود عليه عشان لو جاب لك اي سؤال في الامتحان شبه كده تعرف انك ما تفتيش، تعرف امتى تقول ما اعرفش. مش كل الاجابات تقول لي يلا نختار ايه يلا نختار بي، لا، عادي جدا تختار اجابه ان انت ببساطه تقول ما اعرفش. طيب in which energy is set equal to mass multiplied with square of the velocity of light.